باركنا أنت يا رب النعم اجعلنا أغصانا مثمرة في الكرمى في الكرمى نحمل الرجاء وحب السماء فكلنا شركاء في الكرمى في الكرمى نرفع الصلاة لمليك العلا فهو رب الحياة الكرمى 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 أحبائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات عيد الحصاد اللي بنحتفل فيه في قناة الكرمة مع حضراتكم في كل مرة بنيجي نتقابل فيها معاكم في الأعياد دي بنعظم عمل الرب في وسطنا وبنعظم عمل الرب في قناة الكرمة. النهاردة لينا حلقة خاصة جدا فيها هنصلي من أجل كل الشعوب العربية في كل البلدان في العالم العربي. النهاردة عايزين نهضة حقيقية على الهواء نشوف ناس فعلا من كل بلاد العالم العربي تتصل بينا تكلمنا نصلي معاكم نفسنا تشاركونا. النهاردة يكون قناة الكرمة بتوصل لكل بيت لكل جهاز تلفزيون لكل جهاز كمبيوتر بتشوفونا بأي وسيلة. النهاردة نفسنا نكون قاعدين معاكم في أينما كنت في أي بلد عربي نفسنا نسمع منك نصلي من أجل البلد اللي انت فيها. النهاردة مع بعض نغير التاريخ. أحب في بداية الحلقة أقرأ معاكم مزمور الثاني اللي فيه داود بيقول لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم حينئذ يتكلم عليه بغضبه ويرجفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي إني أخبر من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاسي الأرض ملكا لك تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. فالآن يا أيها الملوك تعقلوا تأدبوا يا قضاة الأرض اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق لأنه عن قليل يتقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه. النهاردة جايين نقول رب أقاسي الأرض والأمم كلها ملكك. النهاردة بنعلن سلطانك وكلمتك على كل جزء في الوطن العربي على كل بلد كل البلد العربية. النهاردة نفسنا فعلا يكون الجزء ده من العالم بيسبح الرب وبيعظم اسمه. عشان كده بشجعكم ان التليفونات مفتوحه من اول حلقه. من فضلك كلم كل واحد في بلدك في قريتك في مدينتك قول لهم النهارده عايزين مع بعض نصلي من اجل العالم العربي عايزين مع بعض نسمع ناس تكلمنا. معنا ضيوف اعزاء جدا على قلوبنا النهارده. معنا دكتور رامز صامول من نيوجيرسي. اهلا بيك يا دكتور صامول. رامز ام سوري. احنا كنا بنصلي الحلقه دي ان حلقه تبقى فاصله في حياه ناس كتيره وفاصله في حياه القناه والرب فعلا يتمجد جدا في الحلقة دي في نطاقات عريضة من الناس. أمين. معنا كمان الأخ مازن البطرسة وهو من الأردن. أهلا بك يا أخ مازن. أهلا وسهلا دكتور زيزات. فرحان أكون في محضركم وفي محضر الرب في هذا المساء. أمين. ومعنا كمان الأخ مؤيد العراقي اللي ربي بيستخدمه في وسطنا بكل قوة. أهلا بك أخ مؤيد. أهلا وسهلا ربي يبارككم. معنا كمان دكتور رأفت ويليام. أهلا بك دكتور رأفت. أهلا بك. ومعانا الاخت سلوى ويليام. اهلا بيك يا اخت سلوى. اهلا يا اخت زيد ربنا يبارك. ومعانا صامول استفانوس اللي رب حط قدامه الرؤيه دي وبكل قوه ربنا بيبارك العمل وبيتقدم بالكرمه من وقت لوقت. اهلا بيكي. اهلا بيكي دكتور الزيت. واهلا بيكم كلكم في بيتكم ومكانكم. نتوقع النهارده تكون ليله مصيريه في حياه ناس كتير. ربنا يتمجد ويدينا الثمار الرائعه. امين امين. نحب نبتدي الحلقه بتعظيم وتسبيح للرب. خليكم معانا هنسبح الرب. لكن بفكركم ان النهارده يوم عايزين قبل ما نعمل اي حاجه نحن نصلي كلنا حوالين الشاشه. من فضلكم ارفعوا الحلقه دي في الصلاه علشان تكون حلقه فعلا مش بس تتفرجوا علينا لكن تشوفوا ثمر الروح القدس في كل مكان في العالم. خليكم معانا فتره تسبيح. Thank you.
سمك البدر وسط الغيوم فريد جلالا وسحرا وقوك شمس تغطي صغار النجوم حبيبي فتى معلم بين ربوة يميزك البدر وسط الغيوم فريد جلالا وسحرا وقوك شمس تغطي صغار النجوم حضور حبيبي لي روح ارتياح يصير قلبك برج حمام يداه شفاء وجهه صباح يشيع الحياة بكل انسجام حبيبي فتى معلم بين ربوة ميزك البدر وسط الغيوم فريد جلالا وسحرا وقوك شمس تغطي صغار النجوم شفاء حبيبك شهد نقي ألقط عن أبدار الحياة كلام حياة كتر نقي على الأذن مثل جواب الصلاة حبيبي فتى معلم بين ربوة ميزك البدر وسط الغيوم فريد جلالا وسحرا وقوك شمس تغطي صغار النجوم رائحة الطيب اسم يسوع وأنفاسه جوهر الباردين كسوسنة الوادي تاج الربيع كذاك حبيبي بين البنين حبيبي فتى معلم بين ربوة تميزك البدر وسط الغيوم فريد جلالا وسحرا وقوك شمس تغطي صغار النجوم يداه جناحان حلوان حولي تطيران بي فوق أعلى الجبال تصيران أنسي إذا طال ليلي وسوري إذا أجلتني الليالي حبيبي فتى معلم بين ربوة ميزك البدر وسط الغيوم فريد جلالا وسحرا وقوك شمس تغطي صغار النجوم حبيبي فتى معلم بين ربوة ميزك البدر وسط الغيوم فريد جلالا وسحرا وقوة شمس تغطي صغار النجوم صوت بيعلو تعالى بصوت أنغام القلب الفرحان أي كلام من بعد كلامه عمره ما يروي عطش إنسان صوت بيعلى وتعلى بصوته انغام القلب الفرحان اي كلام من بعد كلامه عمره ما يروي عطش انسان هناك فادي وجابي نادي تعال تعال والراحه معاه هناك فادي حزانا وروح وطن حيالي حياة ملي يا خصار عز حزانا وروح وطن حيالي حياة ملي يا خصار صوت بيعلى وتعلى بصوته أنغام القلب الفرحان أيك
الإنسان. لما تكلم قلبي رنم، شفنا فرحنا معاه بيزيد. لما تكلم قلبي رنم، شفنا فرحنا معاه بيزيد. حبه مالينا وبأغانينا، نعلي إلهي حي ومجيد. حبه مالينا وبأغانينا، علي إلهي حي مجيد. صوته بيعلى وتعلى بصوته، أنغام القلب الفرحان. أي كلام من بعد كلامه، عمره ما يروي عطش إنسان. إيد الراعي خدتنا مراعي، فيها كلامه والمواعيد. إيد الراعي خدتنا مراعي، فيها كلامه والمواعيد. فيها أملنا ومستقبلنا، حتى ماضينا وكل جديد. فيها أملنا ومستقبلنا، حتى ماضينا وكل جديد. صوته بيعلى وتعلى بصوته، أنغام القلب الفرحان. أي كلام من بعد كلامه، عمره ما يروي عطش إنسان. قلنا وكان في كلامنا، وبأفكارنا المعنى جميل. مهما قلنا وكان في كلامنا، وبأفكارنا المعنى جميل. عند كلامه نقف قدامه، ونقول إنه ملوش مثيل. عند كلامه نقف قدامه، ونقول إنه ملوش مثيل. صوته بيعلى وتعلى بصوته، أنغام القلب الفرحان. أي كلام من بعد كلامه، عمره ما يروي عطش إنسان. صوته بيعلى وتعلى بصوته، أنغام القلب الفرحان. أي كلام من بعد كلامه، عمره ما يروي عطش إنسان. تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
أحبائنا المشاهدين أهلا بكم مرة تانية علشان نكمل الحلقة اللي ابتديناها من قيمة دقائق قصيرة، وعشان كده بفكركم أنكم النهاردة بنحتفل مع بعض مش بس باللي ربنا بيعمله في قناة الكارما هنا في نورث أمريكا، لكن الحصاد اللي ربنا بيفرحنا بيه في العالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. النهاردة نفسنا نسمع منكم في كل بلاد العالم النهاردة بتسمعونا في أي بلد، من فضلك كلمنا. النهاردة عشان نوصل بالرسالة دي ونمتد أكتر، قدامنا هدف في قناة الكارما للعيد ده بإذن يسوع أن احنا نوصله في أقرب وقت ممكن. محتاجين 750 ألف دولار في الفترة دي علشان امتداد الخدمة واحتياجات الخدمة، وكمان نفسنا في 750 واحد يقول أنا هكون معدد شهري لقناة الكارما. بفكركم ان التحدي ده فعلا باسم يسوع هنحصله، لكن ببركتك انت وتعضيدك انت الخدمه هتستمر في كل العالم اجمع. وعشان كده النهارده حاطين الاعلام بتاعت العالم العربي، وبنعلن في اسم يسوع ان كل بلد تتحدث العربيه في الوطن العربي هتكون للرب يسوع، للرب الارض وملؤه. دكتور رامز، انا عارفه ان على قلبك حاجات كتير الرب شغلك بيها اليومين دول بالذات من ناحيه الوطن العربي، تحب تقول لنا ايه؟ انا يعني بحب جدا ان انا اكمل التحدي مع الاخ صامويل، فيعني احنا انا مستمر في التحديات معاك ان احنا هنوصل يعني المنافسين، والمنافسه النهارده هتكون قويه وشديده ما بين الاخوه في الدول المختلفه. هتقبل التحدي معايا؟ نقبل يعني تفتكر ان هو ان احنا هنوصل لمنافسات قويه النهارده مش كده؟ باذن يسوع. بس قصدك مصر هتضرب على مصر ولا مصر هتدخل على بلاد ثانيه؟ لا ما احنا لسه هنقول بقى هنتكلم الاخ مازن الاردن يعني الموضوع الاخ مؤيد في العراق، فهيبقى في منافسات كبيره، فنتمنى ان انتم يعني تشاركوا معانا في المنافسات النهارده. طبعا هي منافسات وعلى دوري الصعيد وفي اسكندريه وفي القاهره، عندنا منافسات كتيره كلنا نشترك مع بعض. جو حلو، جو هيبقى من المرح، لكن في نفس الوقت احنا عايزين نحقق حاجات روحيه ونفوس كتيره ترجع للرب. انا برضو هطلب من المشاهدين اكبر مجموعه تشارك، اي حد بيفكر انه يتصل اتصل شارك معانا، هتقدر تشاركنا في التحديات، شارك معانا في الصلاه، شارك معانا اي حد عنده طلبه صلاه هنحاول تو اكوموديت معظم طلبات الصلاه النهارده. عندنا مجموعات كتيره ومشاركين النهارده، عايزينها حلقه غير عاديه من بدايه الصلاه. احنا على فكره في استمراريه الصلاه يمكن 4-5 ساعات بنصلي النهارده طول اليوم، وعلى خطوط الصلاه بنصلي كمان علشان الرب يدينا يوم غير عادي نشوفه في ارجاء العالم. الناس كتيره النهارده هتتصل، ناس كتيره بالايمان هتختبر قوة حضور الرب في حياتنا. عشان كده أخي صامويل، أنا متأكد النهاردة هيكون يوم رائع. أنا عارف إن في ناس مكرسة طول اليوم النهاردة، وأنا عارف إن في ناس بتصلي طول اليوم عشان الوقت ده يكون سبب بركة لكل واحد من حضراتكم. النهاردة بنتوقع إنه كل المكالمات اللي هتيجي مش بس هنصلي عموما، لكن هنصلي لكل مكالمة، هنصلي لكل واحد يشارك معانا وكل واحدة. والنهاردة كمان دكتور رامز دخل في تحدي جديد بيقول مش هناخد كده بالعدد الكلي وخلاص، لكن هناخد ببلاد، هنبتدي نحدد بلد بلد ونتكلم عن كل بلد ونصلي لأجل كل بلد ونصلي لأجل كل متصل من كل بلد وكل أهل لكل واحد بيعيشوا البلد دي. أنا حابب أديكم أبديت سريع عن عيد الحصاد اللي احنا فيه دلوقتي، واقول لكم احنا وصلنا لغايه فين بفضل تشجيعكم بصلاتكم وتعاضدكم الايام اللي فاتت. احنا النهارده رابع يوم لينا في عيد الحصاد او عيد الجمع اللي احنا بنعمله مرتين في السنه، مره كل 6 شهور، رابع يوم. ونشكركم جدا لاجل تشجيعكم، نشكركم لاجل تعاضدكم. النهارده لغايه دلوقتي وصل 25000 دولار كريدت كاردز و23000 دولار بروميسز، يعني توتال 48000. عشان كده بنشجعكم ونقول لكم كل واحد وعد انه يبعت اي حاجه من فضلك وعدها ابعتها. فاحنا عندنا توتال 48000، يعني قربنا من ال 50، لكن باذن يسوع النهارده نعدي يمكن ال 100. أمين. نشوف نقدر أمين. نعمل كده، وخاصة أمين. النهاردة في حد يا دكتور رامز حط ماتشينج فاند 10,000 دولار، واداني الشيك وقال لي أوريه للمشاهدين وحط التحدي. واو. النهاردة تقول لنا التحدي إيه؟ التحدي اللي هنعمل ماتشينج. ماتشينج لايه بالظبط؟ لمده قد ايه ومين اللي دلوقتي احنا انت كنت بتقول لي اتفقنا امبارح اللي حصلت ان اشكر كل سيده اتصلت، لان الستات بشكر ربنا اجل الاخوات ان هم فعلا حققوا الماتش في الرقم المحدد ليهم،
والنهاردة أنا نفسي فعلا كل سيدات من العالم العربي أسمع أصواتكم في كل بلد في العالم، علشان أنا عارفة أن الستات بيصلوا. ومن عزي كل رجل دفع للأخت عشان أقول لكم الموقف اللي حصل امبارح، أنه شخص اتبرع للستات وقال أنه عايزين نعمل ماتشنج فاند، الستات هم يعملوا وعمل بالشكل ده. فالنهاردة الماتشنج الشخص ده قال لنا الشيك، بعت الشيك اوريدي، شيك 10,000 دولار، بس هو طلب انه يتعمل ماتشنج، يعني بمعنى انه هيماتش كل فلوس هتتحط توصل لقناه الكارما. يعني لو نفسك كنت تتبرع ب 20 دولار سوري ب 40 دولار ومعاك 20 بس، هتدفع ال 20 كانهم 40 للكارما. دلوقتي لو حد يحط 100 دولار كانهم 200 دولار، حد يحط 500 دولار كانهم 1000 دولار، 1000 دولار كانهم 2000، 5 كانهم 10، ال 10 يبقى خلصت. أول تحدي في الساعة اللي جاية، الساعة دي أول الساعة اللي احنا نبتديها دلوقتي، يا ريت الستوب واتش تبتدي ستارت. يلا جهزوا لنا بعد إذنكم الستوب واتش على الشاشة. أول ما نقول لكم هنبدأ، بس نقول لأحبائنا المشاهدين عشان ما نضيعش كام دقيقة، نقول لأحبائنا المشاهدين يجهزوا شيكاتهم على إيه؟ ومين اللي يتصل بالظبط؟ وهنعمل إيه؟ أمين. احنا قلنا النهاردة بنتكلم على الدول العربية ودول مختلفة، فالحقيقة اخترنا ثلاث دول هنبتدي بيهم الماتش دلوقتي، وهنشوف الأخ صامول هيتابع لنا أخبار الماتش هيمشي ازاي. فهنبتدي بأول دولة همثلها أنا، مصر، وأنا عارف شعب مصر وكرامهم. وطبعا هيبقى عندنا من ضمن شعب مصر الصعيد. احنا مش هنقول دولة الصعيد مش كده دكتور رافت؟ ايه رايك الصعيد هيكسب ولا هيبقى القاهرة هتكسب؟ الصعيد الصعيد وصلوا خلاص امين. اي حد من نورث امريكا او من مصر هيكون من الصعيد او يكون من القاهرة، من فضلك هنعمل تقسيمة. ده تبعي انا. لا معلش خلينا في الصعيد لوحدها والقاهرة لوحدها. طب هتمثل انت الصعيد؟ عشان الصعيد لا يعاملون القاهريين. طب يعني انت هتمثل الصعيد ولا الصعيد؟ هتمثل الصعيد. طب دكتور رافت يعني بيتحمس للصعيد وعنده ثقة كبيرة، بس انا بصراحة معلش بتحمس لبحري وللقاهرة واسكندرية اسكندرية. الدكتور الزيت هتمثل اسكندرية. طب دي بالنسبة لمصر. عندنا بقى نطاق اخر هيمثله الاخ مازن، اتفضل. انا بدي امثل بلدي الاردن واحبائي بالاردن اللي سامعين، مع انه النسبه والتناسب يعني هي 1:10 بالنسبه لعدد سكان الاردن لمصر، ولكن الاردن للصعيد. الاردن للصعيد 1:5. انا تحدي ما بين الاردن والصعيد. لا بس الاردن والصعيد. ولكن انا بدي اشجع فعلا احبائنا الاردنيين. احنا لربما بنطاق انه بالفكاهيه وان بنضحك مع بعضنا البعض بلطافه، لكن على قلبي فعلا انه في هذا المساء انه احبائي من الاردن اللي قلبهم على شعبهم انه يتقدموا ويجوا ويقدموا لعمل الرب عن طريق المصرويه. وصلوا هنكن اخذ باسم من مصر. المصرويه وصلوا. ايوه ايه الشعب المكرم مصر. اهلا بيك يا باسم، اتفضل انت على الهواء. اكيد ده مش من الكنترول روم. الو. اهلا بحضرتك، حضرتك على الهواء اتفضل. انا كنت اتصلت بيكم قبل كده بس انا مش عايز اقول اسمي كامل، بس هقوله قريب ان شاء الله يعني. امين. انا كنت اتصلت بيكم امبارح وكان في مبلغ، انا كنت سامعكم بتتكلموا على الصعيد، انا سعيد يعني. اهلا بيك. تبع الدكتور رافت يرحب بك. القاهره اتصلوا. اتفضل. انا اصغر جميع الصعيد. انا في كان مبلغ كنت عايز اوديه قناه الكارما، بس انا عايزكم تصلوا معايا. امين. ربنا يشفيك. انا كنت تعبت من فتره وعملت عمليه، وتقريبا العمليه يعني الدكتور عملها غلط، احتمال احتاج عمليه ثانيه، بس انا عارف ان ربنا مش هيخلينا نعمل عمليات ثانيه، بصلاتكم معايا وايماني بربنا في اسم يسوع. امين. حاضر يا اخ باسم. دكتور رافت ترفعه لنا في الصلاه من فضلك. امين امين. الو. ايوه عشان انا حاسس ان الكارت هيخلص، احنا عندنا الساعه 4 الفجر فمش عارف اشتري كارت. خليك معانا. بس تقول حاجه ثاني يا اخ باسم بعد اذنك قبل ما نصلي لك. صلوا لي لاجل مرضي، واللي كنت هديه للدكاتره هديه زودوا على المبلغ اللي كنت حاطه في قناه الكارما، وانا متاكد ان مراد هتصل بيكم واحكي لكم على عظمه ربنا في اسم يسوع. تقدر تقول لنا حاجه صغيره عن المرض ولا ما تحبش؟ لا يا ريت. طيب امين. هنصلي معاك دلوقتي على طول يا اخ باسم، خليك معانا. او حتى لو خط قطع هنكمل صلاه. يا رب بشكرك لانك الطبيب العظيم. شكرا يا رب. بشكرك
أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. أشكرك يا رب يسوع لأنه أنت زي ما كنت بتقول تصنع خير، تشفي المرضى وكل المتسلط عليهم إبليس. أشكرك يا رب أنك أنت لازلت باسمك يا رب تجري آيات وعجائب، وباسمك يا رب تصنع المعجزات وتصنع المستحيل. أشكرك أن أجسادنا دي كلها رب أنت معاك المانيوال بتاعها، معاك يا رب كتالوج التشغيل بتاعها، أنت رب خلقتها وأنت اللي صنعتها، أنت اللي رقمت عظامها، أنت رب اللي نسكت كليتها. مبارك اسمك. النهاردة رب بنديلك المجد، الإله الشافي. أشكرك يا رب أنك أنت مزمع، أنك أنت تشمر عن زراعيك، أنك أنت مزمع يا رب أنك أنت تخترق وتغزو كل الغلال المظلمة اللي محيطة بالشعوب العربية كلها، اللي محيطة بكل الناس اللي ضغط عليهم الإسلام وأرواح الشر وكل الأشياء اللي بتقف ضد معرفة اسم الرب يسوع المسيح، الإله الوحيد اللي ما فيش غيره، اللي اسمه هو الوحيد اللي به ينبغي أن نخلص. النهاردة رب بنيجي علشان نديلك كل المجد. في بداية قعدتنا النهاردة عايزين نرفعك ونديلك رب المجد اللائق بيك، وعارفين أنك أنت بترتفع وسط تسبيح شعبك، وبتحب تسكن هناك، وبتحب رب أنك أنت تسمع الحق فيما نقول. رب يمكن نقول حاجات كتيرة، يمكن تطلع من بقنا حاجات كتيرة. الحاجة الحقيقية المضمونة هي التسبيح. الحاجة الحقيقية اللي مضمونة اللي لا يمكن اخطائها هو ان احنا نوصف جلالك ونوصف شخصك ونوصف كرامتك ونوصف جمالك ونوصف قوتك، وانك انت هو أمس واليوم إلى الأبد. يداك لم تقصر ان هي تخلص، يداك رب لم تقصر ان هي تمتد. وجميع الذين لمسهم نالوا الشفاء. مبارك اسمك، مبارك اسمك. بين ايديك اخونا رب باسم، بين ايديك مرض، وبين ايديك احتياجات جسديه في اسم الرب يسوع المسيح. اسمك فوق كل اسم، احنا بنرفع اسمك فوق كل اسم. اسمك عالي قوي 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 ومرتفع واعلى مما نتخيل. والنهارده رب بنيجي علشان خاطر نرفع اسم يسوع اللي بيركض اليه الصديق ويتمنى. بنرفع اسم يسوع، اسم يسوع علمك فوقنا محبة. مبارك اسمك يا رب. أنا بصلي لأجل كمان كل الناس المرضى والعيانين النهاردة اللي بيتفرجوا علينا وبيشوفونا وهيشوفونا في الإعادة يا رب، علشان خاطر النهاردة شحنة إيمان، دفعة إيمان. خلي يا رب إيمان المرأة نزفة الدم النهاردة يتغلغل من خلال الشاشة دي، عشان خاطر يوصل للملايين اللي قاعدين حواليها، ويعرفوا أنك حي، ويعرفوا أنك أنت لسه بقوتك بتصنع لنفسك شهادة لإسمك المبارك العظيم. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك. النهاردة عايزين بنقول لك يا رب أنت مرتفع وتسبحات شعبك وعالي جدا، وعالي جدا جدا جدا. والنهاردة رب في ظل إيماننا بيك آمين يا رب، بنمد إيدينا مع كل إيدين مرتعشة عشان خاطر نلمس هد بثوبك النهاردة. آمين يا رب. نلمس هد بثوبك النهاردة، عارمين أن عندك في خزينك النهاردة وفي رصيدك قوة مزمع أنك أنت تطلقها للملايين في اسم الرب يسوع، للجسد، للنفس، للروح، للاحتياجات الزمنية، للبيوت، للولاد، للمدمنين. ليك الكرامة، ليك الكرامة، ليك كل المجد. النهاردة رب بنصفق ليك، وفعلا يا رب، وفعلا بنعد طريق للسالك في القفار. أمين أمين. بنعد طريق للسالك في القفار. مبارك اسمك. أمين. أنا عايز أقول حاجة مهمة قوي. أخ باسم ده تحدي لكله، احنا مشغلين في التحديات مش هننسى. أخ باسم تحدي قاعد للساعة 4 الصبح ومريض وبيشارك، دي حاجة مش عادية. من مصر حاجة مش عادية. من مصر بكارت، بكارت من السلفون من القاهرة. أنا بخجل، أنا بخجل، لكن أنا عايز أقول لكم حاجة. هننقل للأخ مازن دلوقتي هيقول لنا هو بيتوقع ايه في التحدي النهارده. طب انا عايز اقول حاجه حلوه في عشان التحدي، وصل $200 من مصر. لا بس بالتركيز على التحدي عشان نصير تساوي. انا الصعيد، من الصعيد امثل 4 دول، معلش، اردن، فلسطين، سوريا ولبنان. انا بعرف احبائي من الاردن، اردن، فلسطين، سوريا ولبنان.
حتى يصير في تساوي بالعدد. خلاص. لأنه هاي هو حيصير 50-50 لأنه أنا نص الأفضل أسيوطي فمش راح أتحارب مع مصر وفي القاهرة. خلاص خلاص خلاص. طيب هننقل للاتحاد الثالث مع الأخ مؤيد. ده الكلام يجي هنا. مؤيد. قول لنا العراق هتعمل إيه؟ هتخسر 1-0. هتخسر 1-0. الحقيقة الشعب العراقي شعب رائع ويحب أنه يخدم الرب حسب معرفتي وخدمتي بين الشعب العراقي في تورنتو في ديترويت في ولا سيما في العراق بأسمع أخبار رائعة عن المؤمنين وصامدين في إيمانهم وراسخين وثابتين في إيمانهم ولذلك أشجع الشعب العراقي خصوصا المؤمنين أنه يرفعوا العراق يرفعوا دولة العراق من الروح روح الحرب والروح القتل روح الخوف الموجود بالعراق فلازم نرفع قلوبنا وشجع كل أخ وأخت عراقي عرفوا المسيح في كل أنحاء أمريكا وكندا ويسمى حتى في العراق اللي يسمعونا الآن أتمنى أنه من كل أخ وأخت يكون عندهم تثقل أنه يرفعوا صلوات للشعب العراقي أمين. المحتاج لنعمة المسيح أمين. لأن الحرب مشتدة على شعب الرب هناك بدليل الانفجارات التي تحصل بالكنائس وقتل القصص وكلهم وشمامسة فأحنا نحط تحدي أتمنى من كل قلبي أن الرب يتثقل على قلوب العراقيين في كل أمريكا يعني نسبة ضئيلة جدا ولو 50 عراقي أخ مؤمن أو أخت يتثقلون أن يقدمون للقناة الكرمة اشتراك شهري $100 على الأقل هذا يكون شيء بسيط وشيء شيء رمزي حتى تستمر البشارة توصل نعمة أمين. المسيح من خلال الكرمة لأن أختي أخوي العراقي أنت عندك متأكد أني أنه أنت عندك أخ أو أخت أو أقارب أو أصدقاء في العراق محتاجين نعمة المسيح أمين. ومظلة المسيح وما يعرفون الرب يسوع وتأكد أنه أنت لو شاركت وتساهمت في قناة الكرمة الرب رح يباركك ويبارك الناس اللي هناك من خلال قناة الكرمة أمين يا سلام. من بسببك توصل الرسالة للناس البعيدة عن الرب العراق أمين فأنا شجع ابتدينا الستوب واتش أمين وعايزين بالكلداني ولا بس لا عايزينها بالكلداني طب ادينا بالكلداني في جملتين جملتين بس لا مش عارف ما يعرفش اصغر جمله كلمه بجمله بالكلداني هم طبعا الشعب العراقي كله فاهم وعارفين انا بتكلم باللغه العراقيه الاكثريه لكن خثواتي خثواتي عزيزه كله اخن اختن كذاته انه عراقي دهر كل مندي حروب تامه مقطاله مقطوله كبيره تامه ف كبن منه أخو تشجعوته قناة الكرمة حتى أني ممطوخ رسالة إيشو عمشي حتى كل أرى التامة وكيبا كل ناشطة تأذي كبخلة تأذي إيشو عمشي حمخلص حياتهن أتمنى من الرب فعلا أنه الرب يلمس قلوب العراقيين الأخوة المؤمنين أتكلم بالأخص أختن كل أخوي وتمسؤولين قامد ألاها وقامد إيشو عمشيحة دمد أناشي لبزالة كل بقطالة بمياثة تامة فيا ريت كل أخو أنه تاويل أخو لبه لبة إيشوع تمساعدوته كله أنا ناشر حقوقه من إيشوع أمين في أمين. اسمي سؤال بكرة أنا بس عايز أدي بعد معين لما احنا بنقول نشارك كل واحد بالتحدي اللي هيحطه وإحنا ابتدينا الكلوك دلوقتي وعايزين نجري بسرعة مع بعض عايز أخذ مكالمة بسريعة أتفضل لولا من كندا أتفضلي حضرتك على الهواء أها أيوة مساء الخير لولا أنت منين يا لولا أنا من تورونتو من تورونتو كندا أنت منين أصلا من مصر أنا أصلاً أصلاً من مصر أوكي حبيبي سعيد وأنا القاهرة لا 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 أوكي تفضلي حبيبتي أنتي على الهواء أوكي أنا بتكلم النهاردة أنا لسه فاتحة دلوقتي تي في وشفت إنه شفت الدكتور أصلاً قال لي الواحد اسمه أيوة كده إيه اللي بيحصل دي معجزة يعني أنا بطلب رفع يعني بطلب صلاة من أجل أخ في الكنيسة عندنا في تورونتو اسمه باسم بس كده مش هو بس لا بس قلت ايه ده معقول ربنا سمع كده وبيستجيب رايته ايه امين في اسم يسوع فانا الحقيقه نفسي قوي انكم عندنا واحد في الكنيسه اسمه باسم وهو في الانتنسيف كير دلوقتي امين وحالته خطيره جدا جدا كان عنده كانسر في القولون وعملوا له عمليه بس طلعت في كومبليكيشنز في العمليه بعد كده اوكي نفسي قوي قوي اتصلوا له وبقاله تقريبا اسبوع في المستشفى انا اتصلت قبل كده علشان اتصلوا له بس
احنا متاكدين وكل العيله بتاعته متاكده ان ربنا هيتمجد ويتعالى. امين امين يا لولا. حاضر. وترفعوا له صلاه ليه هو ولعيلته. مراته اسمها منى وعنده بنت اسمها مونيكا. اوكي. يكون ربنا معاه وربنا هو اللي يزوره ويلمسه. نفسي قوي دكتور رأفت يصلي له. امين. وانا كلنا عندنا ايمان الحقيقه، كل الكنيسه عندها ايمان بان ربنا هيتمجد ويعمل عمل عظيم ويكون شفاء ودواء. شهادة في اسم يسوع. نؤمن النهاردة رب هيعمل معجزات على الهواء في اسم يسوع. أمين. وصلي أنت كمان معانا باستمرار للكرمة وأنا شريكة شهرية معاك. أمين. ربنا يباركك يا لولا. مرسي يا حبيبتي. هنصلي دلوقتي حالا. خليكي معانا دكتور أفاد. صلاة باسم. أشكرك يا رب، أشكرك أشكرك لأنك نظرت يا رب ولقيت الأرض مبيضة للحصاد والحصاد كتير يا رب. النهاردة يا رب بنقول لك ادخل يا رب لكل بيت، ادخل يا رب للسرير اللي قاعد عليه كل مريض، ادخل يا رب لكل مكان عليه شخص مقعد. النهاردة يا رب الزيارة خاصة بنحط قدامك يا رب أخونا باسم بالكولون كانسر اللي عنده يا رب، واي مضاعفات حصلت نتيجه العمليه او نتيجه سنويات او اي شيء. اشكرك انه لا يعثر عليك امر. امين يا رب. اعظمك يا رب ان كل اللي لمسوك نالوا الشفاء. والنهارده يا رب بنيجي مع ايدين اخونا المرتعشه علشان خاطر نرفعها، علشان خاطر تتلامس مع ايديك الكريمه. امين. الجباره اللي مليانة شفاء ومليانة حب في اسم الرب يسوع. أمين. لتنطلق إيديك يا رب. عايزين نقول لك يا رب مع الـ الكنيسة الأولى وهي بتصرخ إليك بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. يا رب أنا بصلي النهاردة عشان معجزات خلق. أنا بصلي النهاردة يا رب عشان أعمال قوات. اسم يسوع. أنا بصلي النهاردة يا رب عشان حاجات ما سمعناش عنها، ويمكن حتى ممكن نقعد نسرح بخيالنا وما نجيبهاش. أشكرك 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 أشكرك. مبارك اسمك. مبارك اسمك. ليك الكرامة يا رب وكل المجد. أمين أمين في اسم يسوع. معانا الأخت نجلاء من كاليفورنيا. أهلا بك يا نجلاء. ألو ألو أخت نجلاء. مساء الخير يا حبيبتي. تفضلي انت على الهواء. اهلا اهلا دكتور السيد. سلام رب معكم جميعا. مع حضرتك. اتفضلي. اشكرك حبيبتي. رب يبارككم. انا اتصلت حبيت اشجعكم واشجع الشعب المؤمن العراقي، وكمان اشجع الاخ مؤيد. امين امين اخ مؤيد. انت امين. رب يبارككم. انا حابه كمان اشترك معكم باختبار. انا امبارح اتصلت فيكم. ايوه فكرتي. ايوه وانا حكيت انه هذا الشهر الرب اكرمني بفوركاستمرز وهي كلها للرب. امين. لكن انا صحيت الصبح واجاني انذر اوردر. اشكر الرب يعني استجاب. هللويا باسم الرب. امين. رب يبارك. شفتي يعني امبارح بالليل قدمت تقدمه والنهارده الصبح. ربنا باركها. ربنا باركها. امين. ربنا يبارك. ربنا يبارك. رب الهنا. امين. ميرسي نجلاء. انت حتكوني مفتاح البركه لكل العراقيين اخت نجلاء. في اسم يسوع. نعمه الرب. في اسم يسوع. وجبت امين امين سامع على وجه الاخ مؤيد انضم دلوقتي للفريق. امين امين امين. ربنا يباركك اخت نجلاء. اوكي حبيبتي. ربنا يباركك. ربنا يباركك ويستخدمك اكتر. معانا الاخ ريتشارد من كندا. اهلا بيك. طيب خلينا نفتح الساعه تايمر لانه لسه واقفين مستنيين. اه ممكن. اوكي ممكن نبدا من دلوقتي الماتشنج التشالنج. احنا عندنا 10,000 دولار مقدمه لقناه الكارما. ال 10,000 دول هيماتش اي تقدمه اي حد هيقدمها لمده الساعه اللي جايه. احنا قدامنا التايمر على الشاشه هيشتغل دلوقتي هيبتدي التايمر ده لمدة ساعة. أي حد هيقدم تقدمة هتبقى الدبل. أي حد هيقدم 50 هتبقى 100. أي حد هتبقى يقدم 100 وهكذا. يلا بس كمان عايزين نقول على التشالنج مصر والأردن والعراق. ويقولوا لنا من أنهي دولة. حتى طبعا الناس ممكن تكون عايشة في أمريكا بس يقولوا لنا أنهي دولة.
والدول الثانيه طبعا ممكن تتبرع وتقول هي عايزه تخش تبع حزب العراق ولا تبع حزب الاردن ولا تبع حزب مصر، يعني فالدول الثانيه العربيه كلها تشترك. طب يا جماعه الموضوع ساخن، انا دلوقتي وصلني 300 من مصر 300 من العراق. واو. فمعانا الاردن. لا هندي معلش، ندي الفرصه لاخ مازن، انا مش عارف ايه القصه اخ مازن. الاردنيين بيحبوا ياخدوا وقتهم عشان بس تكتيكو مظبوط. لا هتتاخروا انتوا كده هتتاخروا. لا لا لا، الاردنيه بينتظروا لغايه لما يشوفوا اكتر حاجه اتجمعت وبعد كده يدفعوا فيها. ايوه. طب بس يا اخ مازن ايه رايك ما تضم شويه الدول معاك تاني، الكويت والامارات والسعوديه؟ مع بعض الامارات على فكره. ناخد الاخر ربما نلعب مصر ضد الشعب العربي كله الباقي الدول. لا ضم معاك شويه تانية. طيب التايمر شغال عايزين ناخد مكالمات. الامارات وقطر والبحرين والكويت. انا بحب السعوديه. معلش بس اديهم، معلش اخ سمر، بحب التحدي، اديهم الحريه ان ينضموا لاي دوله هم عايزينها. معلش بس انا معلش معانا مكالمات بليز. معلش الاخ ريتشارد من كندا، اهلا بيك اتفضل. سلام المسيح معاكم ومع حضرتك اتفضل. يعني جلستكم حلوه هوايه. انا اشوري عراقي. اهلا بيك. اهلا اخونا ترنايا داخل سباي ويت. اخت عزيزه مريم باروخ اخاتي عزيزه أتي. ممكن اكلم مع اخ مؤيد بالاشوري لو سمحت؟ اتفضل اتفضل حبيبي مؤيد. يعني اكل قدمتم له ومقرط له بسوري بدوزوته يقظ قمر شاشطري شاشطة من دابة تقول خيل دمار الإشمشيخة رأسش خلالي تليفون وهم زملي منه من يجار كان زمل من أخ مؤيد. يعني بدوزوته أنا ليه أتنوى بيه في زمت وسورة. مش لسه كنت بقول لك كده بس اسمعي بس كنت لسه بقول الكلام ده من 10 دقايق. آمين. أيمن محكي لك من ياتي؟ محكي لي منه خاله. لا بلاش ميلوخ. مش ما يعني رابع بس محكي لك مني. ايه متم محكي لك مني ميلوخ شمد عراقيين. ايه اتقطم شاشطلي وخط خيل دمارن اشمشي ختيلة راسش خلالي تليفون من رجال كم زمد منه اخذ. مريم بارك لك اخوانا عزيزة. شكرا مريم بارك لك وكل اخو. شكرا مريم بارك لك اخوانا عزيزة. عندي مطلب عليكم يا اخوان. اي تفضل. شفتوا مين القديس اللي رحب للكنيسة وشافوا واحد مستعطي قدام الكنيسة؟ مين كان؟ بطرس ويوحنا. حاضر. قالوا شحات ايه؟ قالوا ليس لنا فضة ولا ذهب بعطيكم، بس اللي عندنا سوف أعطيها لك باسم يسوع المسيح. قم وامشي. أمين. قام وامشي وأنا حأقول لكم بإيماني القوي. أمين. اللي ليس عندي ذهب وفضة ولكن باسم يسوع المسيح يسد احتياج باسم يسوع القناة الكارما اللي هي محتاجة هذا المبلغ الليلة. أمين. باسم يسوع باسم يسوع. أمين. اسم يسوع حيسد هذا المبلغ. وانا واثق الله يبارك واحد من اخواننا المستمعين اللي عنده املاك حيطلع وحيقول انا حسد ال 10,000 دولار النهارده. امين. باسم الرب يسوع. امين امين امين. مريم بارك لك اخواننا عزيزه رشاد. ربنا يسد احتياج كل القنوات اللي يخدمون يسوع، وانا لي فخر واعتزاز بكم. امين. ربنا يباركك يا اخ ريتشارد وثانك يو على مكالمتك. ربي يباركك حبيبي يا خرج. باي باي. معنا الاخت ايفون من كان. الو اخت ايفون. ايوه دكتوره سيزات. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك اتفضلي. انا بسلم على الدكتور رامز. انا ام هيز كازن. ازيك يا رامز؟ يا طنط ايفون ازيك؟ عشان كتير بنورت كاليفورنيا وربنا يباركك ويبارك خدمتكم. وانا بتصل بشكر قناه الكرمة على تعبها وعلى خدمتها وعلى كنيستها، الكنيسه المفتوحه في بنتنا 24 ساعه. وبتفكرني لما كنا في اجتماعنا في مصر وبنعمل اجتماع تبشير يا رامز وندعو الناس من الشارع للاجتماع. دلوقتي يعني سهل التبشير من التلفزيون، ما فيش داعي للي كان بيحصل لنا زمان في الشارع. فاكر ولا نسيت؟ لا طبعا. تعال اسمع دعوة المسيح. فاكر. ايوه. فبشكر ربنا على قناة الكرمة انها مفتوحة في بيتنا 24 ساعة، وعلى كل الناس اللي بتتعب وبتشقى وبتسهر. وانا بعدد قناة الكرمة شهريا، والشهر دوت
في مبلغ تاني رايح لهم، بس ما بحبش اقول الحاجات دي على التلفزيون. ربنا يباركك. طب شجعتي حزب مصر، هتختاري الصعيد ولا تختاري القاهرة؟ لا انت عارف ان انا من القاهرة. خلاص ده حزب القاهرة، ما انا عايز الناس تنضم معايا، يعني هبقى لوحدي؟ احنا من القاهرة يا شعب القاهرة، انا اريد واحتاج الى مساندين. امين. العراق ممتدة والصعيد ممتد، احنا عايزين القاهرة واسكندريه معانا، مش كده؟ اسكندريه معايا. طبعا طبعا. ربنا يبارك في كل مكان وصلوا مكاننا وعايزه اشوفك قبل ما نشوف الارض هتبان اللعب. مطمن. شكرا ليكي. ميرسي اختي ايفون، وثانك على مكالمتك وتشجيعك. هتحبي اي صلاه او نصلي لحاجه معينه؟ طيب امين. وخالتي وقعت والهيب اتكسر، فمحتاجه صلاه برضو. امين. خلينا نصلي لها. اسمها ايه؟ طنط إستر، مامي جوزيف. طنط إستر، هنصلي لها دلوقتي على طول. يا رب بنشكرك من أجل طنط إستر. نصلي يا رب أنه إذا كان التعب اللي عندها يا رب هو يكون للبركة. نصلي تمد إيدك يا رب للألم اللي عندها والوجع والوقع اللي هي وقعت. يا رب مد إيدك بقوة في هذا المساء في اسم الرب يسوع المسيح، وكلنا نتحد ونقول آمين. 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 آمين في اسم يسوع. آمين. آمين. طب اللي احنا قلنا نبتدي نصلي من اجل العراق. طب معلش معانا مكالمات تاني. معانا الاخت الهام من كاليفورنيا. اهلا بيكي اخت الهام. الو. الو. اتفضلي انت على الهوا. مساء الرب يسوع المسيح. سلام الرب يسوع المسيح معاكم. ومع حضرتك. اتفضلي. عراقيه. نشكر الرب. نشكر الرب على قناه الكرمه، قناه التي ممتده لكل العالم. في اسمه الله يخليك. هاليلويا. نشكر الرب. نشكر الله. سلام لكل الاخوه والاعزاء وتلاميذ المسيح. امين امين. لكم كلكم، بالاخص سلام خاص اخويا العزيز المرنم الرائع. الله يخليك. المسيح. ربي يبارك. اخويا العزيز مؤيد. ربي يبارك. شلونك حبيبي؟ شلونك اخويا؟ الحمد لله. نشكر الرب اختي العزيزه. شكرا. امين. نشكر الرب. ربي يباركك وعلى تشجيعك. احنا كلش مديونين للرب يسوع المسيح. احنا يعني لو ايش من ضحي ايش من نقول للرب يسوع المسيح هو قليل. نعم. بس احنا نطيل قلوبنا وافكارنا، ننطيل ان نثبت في طريقه باسمه. امين. ومريا بارك لك حبيبي، ومريا ممتد لك ملكوت ديو ان شاء الله، وبشرد المريا كلها. مريا مني لو ما تيلي وما ود لي لالن كلها. شكرك لي او الهن حيه. امين. مريم بارك لك. شكرك لي الهن ديلي بواد عجائب. شكرك لي او مريا دولي لن حياه ابديه. نعم. شكرك لي ام شيحه، ام شيحه ديلي كله محبه. نعم. مريم بارك لك. نشكر رب يسوع المسيح، نشكره لانه هو الله. نعم. امين. مريم بارك لك. مريم بارك لك. شكرا. والسلام لاختي العزيزه دكتوره زيزيد، سلام لاخويا صموئيل والدكتور رأفت الكل. بس عندي ابني يريد يحكي وياكم يسلم عليكم. هو العام الفات مين حكى ويا اخ نظار والكل. عمره 8 سنين. هي تمجد وياكم. تفضل. مين؟ الو. 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 انت اسمك ايه؟ ماجد. 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 ايوه ماجد. الو. انت عندك كم سنه يا ماجد؟ سمع. الو حبيبي. انا اقول مبروك اليوم من قناة الكرمة. امين امين. ربنا يباركك. ربنا يباركك. احنا هنصلي كمان علشانك. اسمك حبيبي، شو اسمك انت؟ احتفل يا كل الارض. احتفل الرب يا كل الارض. امين امين في اسم يسوع. امين. 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 هو صنعنا ونحن شعبه خير ورعاه. امين. نشكرك يا حبيبي. ثانك يو سو ماتش. شكرا جدا على مكالمتك وعلى كلمه الرب اللي انت فعلا بتشاركنا بيها. ميرسي اخت الهام على مكالمتك وعلى تشجيعك. ربي يباركك. شكرا لك يا اخت الهام. ربنا يباركك. معانا عبير من نيوجيرسي. اهلا بك.
عازم. سوري الاخ عزيز، بس خليني اقول لك ابديت بسرعه لانه ابتدت الاردن كمان. الاردن بوصل لنا 100 دولار. انا يعني جنبي اخويا في الاردن حاسس انه واقف مكان. معانا 100 من الاردن و2050 وصلت من مصر و300 من شعب مصر و300 من العراق. فنشكر ربنا في تجاوب حلو. لا احنا عايزين احسن. معانا الاخ عزيز من نيوجيرسي، اهلا بيك. اهلا، مساء الخير دكتور عزيز. اهلا بحضرتك الاخ صموئيل، الدكتور رامز، الاخ مؤيد، الدكتور رافع المجموعه، ربنا يبارككم كلكم ويباركك. هي انا مش عارف مصر وصلت كام دلوقتي، لكن الرب حط على قلبي ان انا اتبرع ب 2000 دولار انا وايمان زوجتي. ما هي دي ال 2000 ان يبقى في يعني مبلغ شركه تعضيد للكرمه. امين، ربنا يبارك. بنصلي للكرمه لانها سبب بركه كبيره قوي ليا انا وايمان من وقت طويل. امين. والرب يعني من خلال القناة دي بيباركنا كتير قوي. ويمكن عايز أشارككم بحاجة كده في البدايات خالص، أنا الرب وضع في داخلي سؤال، يمكن كلنا بنسأل نفسنا السؤال ده، والقناة زي قناة الكرمة مستخدمة لمجد الرب، ليه الرب يسمح أن يكون لها احتياج؟ ليه الرب يسمح أن قناة زي دي يكون بتحتاج لفلوس؟ فلقيت الرب بيجاوبني بحاجات معينة لحياتي أنا الروحية والحياة شعبه. أول حاجة، علشان قناة الكرمة بتقدم خدمة، وكل خادم حقيقي لابد أنه بيتشارك مع كل شخص مخدوم في الألم والتعب، زي رب المجد كده مكتوب عنه أنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعون المجربين. لو قناة الكرمة مش بتمر بنفس الظروف اللي بنمر بيها من أزمات اقتصادية، من احتياجات، والرب وعد بتزيد كل احتياج، كان هيبقى فيه فراغ وعدم إحساس ما بين الخادم والمخدوم. لكن الحاجة الثانية، إن الرب علمنا العطاء العملي من خلال قناة الكرمة. كتير قوي بنسمع وعظات عن العطاء، لكن المحك العملي اختبرناه، وهنلاقي ناس كتير قوي بتدخل وبتشكر قناة الكرمة إن أنتوا علمتونا العطاء. فالرب كان ممكن يشغل شخص واحد من ديردير إنه يحط مبلغ كبير قوي ويشيل القناة كلها الخمس سنين قدام، لكن الرب عايز شعبه كله اللي احتياجاتهم بسيطة قوي، اللي دخلهم بسيط قوي، انهم فعلا يتعلموا العطاء من خلال محك عملي في قناة الكرمة. ثالث حاجة، الكرازة. لو النهاردة قناة الكرمة قناة غنية جدا زي قنوات كتيرة قوي عالمية، انا هقول انا هكرز ليه؟ لما يكون عندي فلوس زي القناة دي انا اكرز زيهم، لكن لما بشوف قناة الكرمة رغم كل الاحتياج دوت مستمرين في الرؤية ومستمرين في العمل الكرازي، ده بيخليني مع كل احتياج احط على قلبي ان انا مش هقف، لكن هكرز باسم الرب وهنفذ الوصيه المكتوبه على الشاشه، اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل الخليقه كلها. الرب يبارككم، وحقيقه على خط الصلاه احنا بنصلي من اجل قناه الكرمة كتير، ونتمنى فعلا ان احنا نكون شركاء دايما في الخدمه، ومن مجد لمجد في اسم الرب يسوع. امين. ربنا يباركك اخ عزيز. الاخت ايمان كان عندها اختبار زوجته. تحب تشاركنا بيه دكتور رامز؟ لا، اللي هي تشارك بيه. اوكي. الو اخت ايمان. الو، مساء الخير ليكم كلكم، ربنا يبارككم. اتفضلي. انا بس كان عندي اختبار احب اشارك بيه عشان العطاء. انا كنت بشتغل، وكنت يعني دايما اقول اركن العشور على من المرتب في كل مره، لكن اكتشفت ان ده كان بيسبب يعني خساره ماديه ليا، وكان فعلا بيسلب البركه من حياتي. كان في تعطيل في امور الشغل، وكان فعلا ابليس كنت بحس انه بيسلب اموالي. لكن بعد كده قعدت اصلي وتوبت يعني قدام ربنا، وبعد كده قلت له يا رب انا عايزه اعرف احط فين العشور. كل شهر اقول له كده يا رب ارشدني ادي لمين لي احتياج بالظبط. وفعلا مره كنت في اجتماع في كنيسه معينه في مصر، وكنت حاطه فلوس العشور في ظرف، وصليت للرب قلت له مش عارفه احطها كده في صندوق ولا انت هترشدني اديها لمين. وفعلا بعد الاجتماع جات لي واحده انا ما اعرفهاش خالص، اول مره اقابلها، قالت لي انا عايزاك حاجه، وقالت لي انا جوزي بيعمل عمليه ومحتاجه قوي مبلغ معين. قلت لها كام؟ الست قالت لي نفس المبلغ اللي في الظرف بتاع العشور. قلت لها المبلغ ده الرب بعته لك. قد ايه فرحت جدا، وقعدت بعد كده تشكرني. وفعلا انا يعني قعدت قدام الرب وقلت له انا يا رب خلاص يعني من هنا ورايح كل الفلوس هتكون يعني العشور كلها لي كل شهر. فالرب بدأ يباركني بعد كده بركة غير عادية. فأنا فعلا بدأت أعرف أنه الشخص اللي بيعمل كده اللي بيدي الرب أول حاجة في حياته الرب بيكرمه، لكن لما بنسلب الرب إبليس بيبقى بيسلب حقوقنا وبيسلب أموالنا وبيسلب كل حاجة في حياته.
بشكركم جدا وربنا يبارككم. ربنا يباركك يا إيمان، وشكرا فعلا على مشاركتك أنت والأخ عزيز، لأن فعلا كل كلمة أنت قلتوها حقيقية، ورب عايز يوصل بيها لكل واحد النهاردة بيشوفنا وبيسمعنا. شكرا جدا على تقدماتكم وعلى محبتكم. على فكرة الأخ عزيز والأخت إيمان من ناس يعني الأمنة جدا، مش عشان هم كانوا موجودين، لكن هم بيلتزموا بالصلاة باستمرار، فأنا نفسي نصلي من أجلهم بسرعة. يا رب أنا بشكرك جدا من أجل أخوي عزيز وأختي إيمان، بنصلي أنه دي الأسرة يا رب تكون فعلا أسرة مباركة، ومتستخدمها في الفترة اللي جاية بأكثر قوة، وتحقق يا رب جميع الأمور اللي أنت على قلبك من ناحيتهم. أشكرك من أجلهم في اسم المسيح. أمين. أمين. أخت سلوى، عايزك تشاركينا بشوية اختبارات أو أكتر حاجة لمست قلبك في الفترة اللي أنت بديت تخدمي فيها في قناة الكارما. الحقيقة أنا مديونة للرب جدا بالخدمة في قناة الكارما، لأني كل يوم بشوف مجد جديد، وكل يوم بشوف روعة جديدة من الرب. كان في، أنا عايزة أقرأ بس آية يعني جت فعلا قدامي قبل ما أحكي اختبارين لمسوني قوي. في مزمور 37 عدد 16 بيقول كده: القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. وبعدين: لأن سواعد الأشرار تنكسر وعاضد الصديقين الرب. في عدد 22 بيقول: لأن المباركين منه يرثون الأرض والملعونين منه يقطعون. 25: أيضا كنت فتى وقد شخت، لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. كلمتني واحدة أخت في الفند اللي فات، كنت لسه بادية في الكارما، وقالت لي عايزة يعني بعدها كده بكم شهر، قالت لي من شهر كده، قالت لي أنا هحكي لك اختبار إزاي رب أكرمني. الفند الريزنج اللي فات ما كانش معايا فلوس، وكنت زعلانة قوي أني مش قادرة أقدم للرب. بعدين رحت استلفت مبلغ وقلت الواحدة صاحبتي سلفهوني، وأول ما هيجيني التاكس ريتيرن أنا هسدهولك. قالت لي، قعدت أحسب التاكس ريتيرن، قلت هو في حدود كذا، أنا هستلف المبلغ ده ولما يجي التاكس ريتيرن أسده. قالت لي، تتخيلي أخت سلوى، الرب بعت لي ضعف المبلغ اللي أنا كنت متوقعه في التاكس ريتيرن. ما كنتش أتخيل أن هيجيني الدبل من المبلغ اللي أنا قدمته للكارما واللي أنا استلفته. فأنا سديت لصاحبتي الجزء بتاعها وزاد معايا قده تاني. ده بالظبط اللي كانت الاخت ايمان بتحكي عنه والاخ عزيز، ان هم ربنا علمهم العطاء العملي من خلال قناه الكرم. احبائنا المشاهدين، بفكركم ان الساعه عماله تمشي، فاضل حاجه و40 دقيقه، 42 دقيقه دلوقتي. فانا بفكركم من فضلك ارفع سماعه التليفون. بشكر كل واحد اتكلم، وبشكر كل واحد حتى ما دخلش على الهوا لكن بتحط تقدمتك. من فضلك الساعه دي نفسنا ان احنا نعمل ماتش لل 10,000 اللي الاخ ده تقدم بيها، عشان يبقى تقدمتك انت تتضاعف. لو قدمت 100 دولار تبقى 200 دولار، 200 دولار تبقى 400 دولار. بفكركم ان في كمان منافسه بين العراق والاردن ومصر. ارفع سماعة التليفون، النهارده عايزين نسمع من كل الدول العربيه في اسم يسوع. اتفضلي اختي، لو كملي واحد تاني. وبعدين كلمتني واحده تاني بتقول لي هقول لك اختبار رائع جدا. اتفضلي. قالت لي برده في الفند اللي فات انا كنت محوشه 1000 دولار عشان اشتري عربيه، علشان عربيتي تعبانه قوي وبتوصلني الشغل بالعافيه ومش عارفه هتكمل معايا ولا لا. فقلت انا هحوش سنه بالعافيه. كملتهم 1000 وفرحت بيهم، قلت علشان احاول ادور على اي عربيه حلوه يعني تنفعني اكمل بيها، عشان عربيتي دي هتقف في اي وقت. قالت سمعت بالاحتياجات بتاعه الكارما. الكارما هي عيلتي وهي ناسي وهم اصحابي وهم حبايبي، وحاسه ان انا ليا الرب فوق والكارما تحت. فما قدام الاحتياج بتاع الفند اللي فات لقيت نفسي ببعت الألف دولار اللي أنا محوشاها العربية. هللويا. وبعدين صليت قلت له يا رب بارك في العربية التعبانة بتاعتي توصلني الشغل. قالت لي بارك فيها لحد ما حوشت 1000 تانية عشان أجيب عربية. هللويا. لقيت الأخ سامول بيقول لي السقف، والسقف بينقط والدنيا تعبانه وصعب عليا اللي حاصل في الكارما، وشفت الميه اللي بتنقط. طب وبعدين ده انا عايزه عربيه يا رب. في ناس عرضوا عليا عربيه بس يعني كانت قديمه شويه، قلت لهم لا، انا عندي ايمان ان انا هدفع في السقف الألف الثانيه، واللي الرب عمله معايا في العربيه الاولانيه بتاعتي انا هينفخ فيها وهتمشي بصوره احسن، وحبتدي احوش الألف الثالثه.
سامو المشاهدين يحتاج يتبغل في الثالثه تخلص حاجه. هو جه فند ده بس. على فكره انا اقول بمناسبه كده تحدي، اللي عايز يشترك يشترك في اي تحدي، تبقى حزب تبع حزب مصر او الاردن او الاردن او العراق وسوريا، ممكن تنضم للاردن. انا هقول حاجه، هنخش في التحدي، لو انت عايز بركه حقيقيه في الفتره اللي جايه قدام الرب شارك معنا في التحدي. في اسم امين. 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 انا اعتقد الرب هيرد رايت اواي. يعني النهارده اللي محتاج حاجه حط بالايمان حاجه، ازرع حاجه بالايمان هتحصد رايت اواي. امين. لانك محتاج والرب امين انه يسدد جميع الاحتياجات. مش ان انا بدي من الفضله اللي عندي. خلي بالك لو اديت من الفضله اللي عندك يبقى انت في النهايه ممكن مش هتحصد بنفس البركه اللي واحد محتاج. فانا بقول اي حد في اي مكان في العالم عندك احتياج ازرع معانا النهارده، ازرع دلوقتي، انضم لاي حزب، اي حزب انت تختاره، مصر، الصعيد، العراق، الاردن، اي حزب انت تحب تختاره. أمين. واشترك معانا في التحدي والرب هيجاوبك رايت اواي. أمين. 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 في أبديت. في من ساعة ما بدينا التحدي، خليني أقول لكم إيه اللي حصل. أنا بشكركم لأجل كل التقديمات اللي جت. جي 200 دولار، جي 300 دولار، جي 2050 دولار، جي 100 دولار، وبعدين جت 2000 دولار. فالتوتال 4650. نشكركم ونشكر ربنا. باقي من الوقت تقريبا 39 دقيقة. التحدي شغال، بشجعك وبشجعك من أي دولة كنت، من جوه أمريكا قول لنا أنت أصلا إيه، يعني مصري أو عراقي. والتحدي موجود، الأخ مؤيد بيشجع والأخ مازن ورامز. وأنا عارف أن كل تقديمة بتقدم للكارما، احنا بنعمل الموضوع ده بطريقة فن وحلوة، لكن أنت عارف وإحنا عارفين أن كل تقديمة بتتقدم للكارما ربنا بيستخدمها بكل قوة أنها توصل لشعوبنا في كل مكان وتكون سبب بركة وإطلاق لشعوبنا والأهالينا اللي هناك، الناس اللي تعبانة توصل لهم رسالة قناة الكارما بالبركة والتغيير. بس على فكره انا عايز اصحح برضو حاجه سريعه، هي مش بيدي للكرم، هو بيدي للرب اللي بيستخدم الكرم. أيوة. عشان ندي المجد للرب. عشان ندي المجد للرب. فانا بوجه دعوه اي حد هيدي للرب من خلال التشانل او من خلال الكرم، هو بيدي للرب النتيجه حصاد في حياته الشخصيه. ونفسي اسمع الاخبار عن الاردن. انا حاب اسمع من شعب الاردن ومن احبائنا في الاردن. أمين الرب يشجعنا. تعرف أخت زيزيت لو سمحتي لي بس كلمة على قلبي، هيك الثيم لليلة يكون قلبي على شعبي، إنه يكون الثيم تبعتنا قلبي على شعبي. وبديك تسأل نفسك هذا السؤال، هل قلبك على شعبك؟ قلبك على شعبك بالأردن؟ قلبك على شعبك بسوريا ولبنان؟ قلبي على شعبي. الرب عماله بيعمل عمل عظيم عن طريق قناة الكرم إنه يوصل للشرق الأوسط رسالة عظيمة. بدي أشجعك ارفع التلفون واحكي أنا قلبي على شعبي وبدي أقدم للرب من غير ما أخجل، من غير ما أكون خجلان. والرب يباركك شعب الأردن، سوريا، لبنان وفلسطين. تعال تشجع مع بعض ونقدم للرب قلبك على شعبك. جزء كبير من الأردن من فلسطين مش كده؟ جزء كبير من الأردن الأردنيين والفلسطينيين شعب واحد كله. أمين. وإحنا كلنا شعب الرب، شعب أمين. واحد. تعرف أخ حط الرب على بالي آية عظيمة جدا. الآية اللي حطها على بالي هي من رؤيا يوحنا اللاهوتي، بيحكي وهي في تمثيل عظيم موجود ما بيننا هون في هذا المكان اللي إحنا موجودين فيه. بيحكي وهم العدد الإصحاح الخامس وعدد تسعة، بيحكي كان شعب الرب يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختوم لأنك ذبحت واشتريتنا بدمك لله أبينا من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. ما أعظم وما أجمل الامتياز اللي أعطانا يا الرب أنه نكون فعلا من كل شعب ولسان وقبيلة وأمة موجودين نعطي مجد ليسوع ونوصل رسالة يسوع. أمين. لكل أمين. العالم. أمين. تعال مع بعضنا البعض في هذا المساء ندعم عمل الرب من خلال الكرم. أمين. هنبتدي دلوقتي عايزين نصلي للدول. أمين. دولة دولة واحد. أمين. نختار دولة واحد يصلي وإحنا شغالين في التحدي برضه. فاضل نص ساعة. أنا بفكركم أن فاضل نص ساعة ووصلنا لغاية دلوقتي من الماتشنج 4650. فعايزين باسم يسوع قبل نص ساعة الجاية نكون عملنا ماتش للعشرة علشان نبتدي في ماتشز تانية. بصلي من كل قلبي ان كل واحد النهارده ما تكونش بتتفرج على التاريخ لكن تكون بتغير التاريخ، يكون قلبك على. أمين. شعبك وعايز توصل بشعبك وامتك لانها تعرف الرب وتوصل رساله المسيح لكل بلد عربي. بفكركم مستنيين مكالماتكم في خلال نص ساعه الجايه عشان باسم يسوع 36 minutes
يعني 36 دقيقة الفاضلين عشان نكمل ال 10,000 دول يبقوا ال 20,000 لو احنا قدرنا نجمعها في الفترة الجاية دي 10,000 من 4,650 نكون فعلا بنعظم عمل الرب. وعلى فكرة أنا برضك بشجع أحبائنا في كل مكان اللي يحب يسيت أب ماتش يتصل بينا ويقول لنا أنا عايز أعمل ماتش بعد ما 36 دقيقة دول يخلصوا قول لنا أنا عايز أعمل ماتش ب 10,000 ب 20,000 ب 5,000 للوقت اللي جاي كمان. أنا بشجعك لو ربنا يحط على قلبك إنك تشجع شعب الرب في كل مكان وتسيت أب ماتش من فضلك اعمل كده. اتصل بينا في كنترول روم يقولوا لنا أول ما يخلص الماتش ده نبدأ ماتش تاني أو ابعت لي تكست مسج لو معاك رقم تليفوني ابعت تكست مسج وهيوصل أو يكلم الكارما هم يبعتوا لنا تكست. أوكي طبعا نبتدي نصلي من اجل العراق الاخ مؤيد هتقول لنا نبذه سريعه عن احتياج العراق في يعني في دقيقه نبذه عن احتياج العراق وحد يبتدي يصلي من اجل العراق. طب معلش ناخد مكالمه جات لنا مكالمه هضطر اقاطعكم لما تيجي مكالمات علشان الوقت بيجري. هتكلم معاهم بالاردني معانا الاخت منيره من نورث كارولينا اهلا بيكي. سلام الرب معكم. مع حضرتك اتفضلي. بحكي من نورث كارولينا. انا كمان من نورث كارولينا ربنا يباركك. أهل هنا. أهلا بيك. أنا بسلم عليكم كلكم واحد واحد أنا وجوزي وابني وعندي اختبار للكرميم والرب يسوع شو عمل بحياتنا. نحن من مشتركين الكرميم من زمان من لما فتحت الكرميم ربنا يباركك. ما كنا بنشتغل أنا ولا جوزي بس كنا بنعطي للرب دايما اللي بنحطه على قلبنا لأنه الكرمة هي أهلي هون وأنا أهلي من سوريا ما لي حدا هون غير الله جوزي وإنتوا أهلي. أمين أمين ربنا يباركك يا أخت منيرة. وكنت مرات كتير كون أنا بتضايقة وبس لما أفتح الكرمة هيك حس إنه أهلي معي وكلمة الرب معانا ونحن عم نكبر. سو ما بقدر يعني في كتير إشي بدي أحكي ما بقدر بس الفند ريزنج 6 months ago أنا ما كان معنا عم نعطي $100 كل شهر مش لأنه مو لازم نحكي إنه قديش عم نعطي بس كنت كمان مقهورة كتير كيف بدي سيب مصاري أكتر مشان أعطي للكرمة وساعد فيها. عطيت ساعة ذهب وقتها كانت لابني بدي خليها ما كان معي مصاري قلت يا رب لاقيني اني اشتغل انا شغلي اي شغلي واول راتب اشتغله بدي اعطيه بس خلال هاي الفترة صار معي اجوبي والرب حماني منها. شربت سم بالغلط السم مبيدات حشرية للأرض الزراعية وبعد ما شربت السم أدركت إنه هذا السم. صليت للرب قلت له يا رب أنا لإلك حياتي إذا رحت أنا لإلك وإذا بقيت إلي ابني وما إلي حدا بالغربة أنت بتلاقي حدا تشفيه بس الرب عيسني وأنا هلأ بحكي يعني والله عطاني بارت تايم جاب وهلأ أول راتب أخده لتو ويكس $200 بدي أبعتن للكرمي هلأ ربنا يبارك الرب عم بيمشي معنا وأنتوا أهلي ومثل بصلة لسوريا ولأبني ولجوزي نحن هم بالغربي. أمين. والرب يكون معكم ويعطيكم ويكون مع كل واحد عم بيخدم الروح القدس تكون معكم. كثير أنا من فعلي ما عارف شو بدي أحكي بس حسيت إنه الدكتور ألكس وقتها ابني اتصل وصلالي وبتمنى إنه هلأ يسمع الاختبار. أنا طيبني وما عم باخد دواء هلأ نهاية أنا كان عندي أزمة وطبت كليا والسنة ما رحت على المستشفى قلت لازم اشهد لاسم الرب والرب قديش امين وقديش انتو عملكم عظيم وكيف عم تبنوا عائلات وكنيسه ببيتنا يعني 24 ساعه الرب يكون معكم. ربنا معاكي يا اخت منيره. يا رب نشكرك من اجل الاخت منيره ونشكرك من اجل عملك الحي يا سيد الرب. شكرا لانك انت مشددهم ومعزيهم ومقويهم. كمل عملك في حياتهم. نشكرك من اجل شهادتها. كمل بالبركة باسم يسوع نصلي ونعطيك كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين. يسوع. آمين. على فكرة أنا بشهد أنه في صلوات طول النهار من قناة الكرمة. العمل اللي بيحصل وبتشوفوه كل الاختبارات ده مش مجرد ناس اتجمعت. في صلوات طول النهار. اشترك معانا. اشترك معانا من العالم كله. احنا عايزين
وكنا بنصلي ان يبقى عندنا مجموعات صلاه في كل ارجاء المسكونه. عايزين نكون شعب بيعمل ويصلي، والنتيجه حصاد كثير ومن كثيرين وفي كل التوقيت. مش الرب لما كان في الكنيسه الاولى كان بينضم للكنيسه كل يوم الذين يخلصون. فدكتوره زيزيت ادينا دلوقتي نبذه عن what's going on. الاخت منيره اتبرعت ب $200، بقى في 300 من الاردن دلوقتي، المجموع 4850. ومعانا مكالمه الاخ جون، اهلا بيك. الو، ازيك؟ انا جون من رئيس جمال بديع، عامله ايه؟ اهلا بيك يا جون. ازيك يا حبيبي؟ على فكره عايزين نبارك لجون عشان لسه جايب بيبي جديد. مبروك، الف مبروك، بقيت بابا الاثنين دلوقتي صح؟ ربنا يبارك. ازيك؟ انا نفسي اشارككم يعني في دقيقه بسرعه باختبار يعني ربنا عمله معايا. اول لما جيت امريكا جديد حصل ان في خادم كان لسه بدأ الخدمه بتاعته ونزل عندي في البيت، وحتى البيت ما كانش بتاعي يعني. وربنا شغلني ان انا اديله تقدمه، وفعلا اديته تقدمه، وهي فعلا كانت كل اللي انا معايا في الوقت ده. وتاني يوم حد جالي البيت وقال لي الرب شغلني ان اديك الظرف ده، انا مش متعود على كده، بس انا يعني ما قدرتش انام غير لما اجيب لك الظرف ده. حتى ممكن يكون هم سامعيني دلوقتي يعني. الظرف ده كان فيه 4 أضعاف التقدمه اللي انا اديتها. هللويا هللويا. عايز اقول يعني الله عظيم. النقطه الثانيه اللي نفسي يعني اشجع بيها، انا عايز اديله مش عشان عايز انفست اكتر، من انا عايز اديله لان حياتي ومالي وعمري واولادي وكل اللي انا فيه ده من خيره. فانا يعني اكتر من انا في تحدي ان انا حتى لو عندي احتياج انا عايز يعني اديله عشان يرجع لي، لا انا عايز اديله عشان اللي انا فيه ده مش بتاعي، ده مش ملكي، ده بتاعه هو. فده يعني منه وليه وبيه كل الاشياء. انا يعني بصلي لاجل كارما، والرب يباركهم ويستخدمكم اكتر. وزي ما كان بيقول الدكتور رامش، في صلوات كتير بترفع لاجل كارما، الرب يوسع خدمتكم ويستخدمكم في كل مكان توصلوا لكل بيت. ربنا يباركك يا جون، ولو ينفع تحوليني للكنترول روم. ربنا يباركك وشكرا على مكالمتك دكتور رامش. صلي من اجله. الاخت جون واخت مريم وبنجامين، وعايزين نصلي علشان الاخ جون في دعوه على حياته، فعايزين نصلي الرب يستخدمه، له كلمة وكمان بيقود الترنيم في الكنيسة، فعايزين نصلي ان الرب ياخدهم الى اعماق مضاعفة مضاعفة مضاعفة. ممكن تصلي لهم بليز؟ يا ربنا الطيب، نباركك ونعظمك لاجل امانتك معنا ومحبتك لينا واحسانك علينا. نشكرك لاجل اولادك رب، مكتوب القديسون والافاضل الذين في الارض كل مسرتي بهم. بنشكرك لاجل اخونا جون وزوجته، لاجل البيبي الجديد يا رب والطفل الثاني. قادر ان تباركهم وتحسن اليهم يا رب، وتسيك حولهم بسور من نور ونار يا رب. استخدم كل مواهبهم لمجد اسمك، اطلق عبدك يا رب ليخدمك اينما شئت يا رب واينما اردت. نشكرك مرة أخرى لأجل مشاعر عبدك، محبته الكرمة، باركه وكافئه كل خير وعوضه بحسب غناك في المجد في المسيح يسوع ربنا. أمين. في المحبوب الغالي ربنا يسوع اسمع واستجيب، ولك أمين. كل المجد. أمين في اسم يسوع. أمين. أحبنا المشاهدين، كمان نفسي أشارك حضراتكم، وصل $1,050 من مصر، بقى المجموع 5,900. وفضل كام دقيقة يا صامون؟ فضل كام دقيقة؟ فضل 27 minutes. 27 دقيقة من فضلكم. ارفعوا سماعة التليفون وكلمونا من أي بلد عربي. هنوصل. نفسنا نخلص مصر. سوري، من أمريكا وعايشين من بلاد العربية يعني، بس حد مصري عايش هنا. أوكي، بس احنا عايزين نخلص 10,000 الأولانية في اسم يسوع في الساعة دي، فضل 27 دقيقة. فمن فضلك الوقت بيجري، لو ما لحقناش نخلص ال 10,000 دي مش هنقدر ناخدها، لأن الشخص اللي حط ال 10,000 قال لازم تجيبه زيها في خلال الساعة. ففكرك شعب رب في كل مكان، ارفع سماعة التليفون. لا ده احنا كمان بحط تحدي ان الماتش الجاي هيبتدي. أمين. يعني انا بحط تحدي ان حد هيتصل بماتش في خلال 27 مينتس في اسم يسوع. لان احنا على فكره احنا مش هدفنا ان احنا، خلي بالكم، احنا هدفنا ان كل واحد مشترك هيبقى براير بارتنر، يعني صديق للصلاه. والحاجه الثانيه ان هو بيقول عشان انا هكون ملتزم اصلي معاكم، انا بعلن ان انا هشترك بصوره ايجابيه بصوره فعليه. كتير في دولنا العربيه كنا نسمع كتير ايه، عايزين نتكلم
والعرب بيجتمعوا ولكن لا يجتمعوا على شيء معين. لا، عايزين نغير الفكرة دي. الجو الروحي مستو ان الرب بيدينا اتحاد يخلينا نعمل اعمال في اسم يسوع. هناخد فترة تسبيح قصيرة وهنصلي في الاثناء دي، وعايزة كمان انتوا كمان تصلوا بحيث بعد ما نجتمع من فترة التسبيح يكون مبلغ اخر وصل ويكون حد ربنا شغله يحط ماتش تاني باسم يسوع بعد ما نخلص 10,000. خليكم معنا، سبحوا الرب، عظموه، افرحوا بعمله بيعمله في الكرمة. مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740. يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بكماله أوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بكماله أوصافه. الله محبة وحبه يشفي العليل، وأمنته ثبتة وحقه جيل بعد جيل. الله محبة وحبه يشفي العليل، وأمنته ثبتة وحقه جيل بعد جيل. يبعد في الصيف سحابه في الشتاء ملجأ لحبابه، يبعد في الصيف سحابه في الشتاء ملجأ لحباب. دمه اللي سلع عشان أعظم دليل. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بكماله أوصافه. شعب العراق يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بكماله أوصافه. شعب المصري يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بكماله أوصافه. الله عظيم ومجده غطى السحاب، اسمه مهوب اسمه رب الأرباب. الله عظيم ومجده غطى السحاب، اسمه مهوب اسمه رب الأرباب. يجمع شعبه يغنوا يفرحوا بالقرب منه، يجمع شعبه يغنوا يفرحوا بالقرب منه. ما دام هو في وسطهم حتفوح الأطياب. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بكماله أوصافه. شعب السوري يرنم ويعلي هتافه
بغناها الرب مكرم بكماله أوصافه شعب اللبنان يرنم ويعلي هتافه بغناها الرب مكرم بكماله أوصافه الله في الحكم عادل ينصف المظلوم وعني كشف الحقائق والكل معلوم الله في الحكم عادل ينصف المظلوم وعني كشف الحقائق كل معلوم حفضل أهتف وأغني حتى من قلبي سجني حفضل أهتف وأغني حتى من قلبي سجني إلهي حي يسمعني ويزين الغيوم شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه بغناه الرب مكرم بكماله أوصافه شعب الأردن يرنم ويعلي هتافه بغناه الرب مكرم بكماله أوصافه هللويا هللويا الرب ركب سحابه للأباد للأباد العاد وتم خرابه هللويا هللويا الرب ركب سحابه للأباد للأباد العاد وتم خرابه نفرح بيك نرفع ليك تسبحنا وأغنينا عبر بيك وسط الضيق كل صعب تأتينا نفرح بيك نرفع ليك تسبحنا وأغنينا عبر بيك وسط الضيق كل صعب تأتينا طمن بيك كل مشوار أيامنا وليالينا هللويا هللويا الرب ركب سحابه للأباد للأباد العاد وتم خرابه هللويا هللويا الرب ركب سحابه للأباد للأباد العاد وتم خرابه مد يمينك يا جبار اروي ظمأ أوانينا اكتب واسحق باستمرار كل هنا لفدينا مد يمينك يا جبار اروي ظمأ أوانينا اكتب واسحق باستمرار كل هنا لفدينا اسم فدينا يسوع البار هو الأعلى فوقينا هللويا هللويا الرب ركب سحابه للأباد للأباد العاد وتم خرابه هللويا هللويا الرب ركب سحابه للأباد للأباد العاد وتم خرابه وحد شعبك من وراك وبروحك اشعلنا بعيون الإيمان نارك متقدم صفوفنا وحد شعبك من وراك وبروحك اشعلنا بعيون الإيمان نارك متقدم صفوفنا تكنستك طلبتها رضاك هيباتك عليها هللويا هللويا الرب ركب سحابه للأباد للأباد العاد وتم خرابه هللويا هللويا الرب ركب سحابه للأباد للأباد العاد وتم خرابه أنت مريض تحتاج للشفاء؟ هل أنت مقيد تحتاج للحرية؟ هل تعاني من الحرمان وتفتقد الحب والاهتمام؟ هل تعيش في مشاكل وهموم وليس منفذ للرجاء؟ تعال إلي هو ذا يناديك الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ عزيزي نريد أن نشاركك احتياجاتك ونأتي بها إلى إلهنا العظيم الكرمة الحقيقية فنجد رحمة وعونا في حين أنا الكرمة وأنتم الأغصان بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا كن شريكا في الكرمة
مرحبا المشاهدين، اهلا بكم مره ثانيه علشان نكمل التحدي اللي باسم يسوع النهارده هنوصله، لان فعلا شعب المسيح في كل مكان مش بس بيرنم لكن بيعضد خدمه الرب. النهارده جايين نقول رب انت ساكن وسط تسبيحات شعبك للابد، العدو تم خرابه الى الابد. باسم يسوع بنعلن ان كل بلد تتكلم اللغه العربيه، كل بيت في كل انحاء العالم بيتكلم باللغه العربيه، رساله المسيح بتوصل له عن طريق قناه الكارما اللي بتبث في شمال امريكا، في الوطن العربي، في استراليا، في نيوزيلندا واوروبا. النهارده بنعظم عمل الرب معانا في عيد الحصاد، وبنفكركم ان دعوتنا كلنا زي ما الرب يسوع قال اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. النهارده باسم يسوع هنوصل برساله الانجيل لكل بلد في كل العالم. دكتور رامز، انا عارفه ان ربنا حط على قلبك ان احنا نبتدي نصلي لكل دوله من دول العالم العربي. تحب نبتدي بأي بلد؟ قبل ما اقول كده، انا عارف ان احنا مختلفين وبنتحدى بعض، بس انا قلت نقرب المسافه شويه. امين. فاتحدت انا والاخ مازن، هنعمل حاجه دلوقتي، هنعمل دعوه، لان احنا رنمنا ترنيمه العدو تم خرابه الى الابد. اي حد حاسس ان العدو خرب حياته هيعمل ايه يا اخ مازن؟ ياخد خطوه ويكلمنا، يرفع السماعه وياخد خطوه. تعرف الفرق بين الانكسار والانتصار خطوه انت بتقدر تاخدها. واذا رفعت اخذت هاي الخطوه ورفعت السماعه وكلمتنا، احنا حابين كنا نتكلم انا واخوي المحبوب، راح يكون عندك اولويه انك تطلع على التلفون وتحكي معنا، وحتى نصلي معك ونشجعك حتى تطلع من اللي انت فيه، من الحزن تنتقل للفرح. تعرف هاي الخطوه انت بين ايديك، خذ هاي الخطوه وارفع السماعه وكلمنا في هاي اللحظات. على فكره بدايه حياه التغيير في زكا انه لما طلع على الشجره والرب ناداله نزل وكان فرحان جدا. احنا هنصلي صلوه قصيره جدا دلوقتي خطوة. كل واحد العدو تم خرابه يتصل ويتكلم وياخد خطوه ايجابيه. خليك اشترك معنا في الصلاه وتحرر من الخطيه النهارده. كل المجموعه هتصلي ليك. يا رب انا بصلي كل واحد مقيد، كل واحد مبيع تحت الخطيه، كل واحد العدو تم بيخرب حياته يصلي الان وياخد خطوه بالايمان ويجي ويتصل، عشان كلنا هنصلي من اجله ان العدو تم خرابه في اسم يسوع. وخلينا نبتدي بالعراق. امين امين. انا بس عايزه اشجعكم ان وصل لغايه دلوقتي من ال 10,000 الاولين 6,450، وفضل كام دقيقه يا صامول؟ وفي وصل ثاني 350، ووصل ثاني 350 و50 بعدهم، يعني تقريبا 7,000. بشجعكم باقي حاجه 20 دقيقه. طب مين الاني اكتر، اني اكتر حزب انت ما طمنتناش، العراق ولا الاردن ولا 6,000؟ طبعا الاردن. بس هو لغايه دلوقتي الصعايده، الصعايده نايمين خالص. معلش معلش، الصعايده فين؟ لا بس هو دلوقتي لسه ما وصلوش. ايه رايك في الصعايده؟ مش بنسالهم انتوا صعايده ولا بحاربوا، احنا ساكتين بنقول مصر وخلاص بقى. لا عايزين الصعايده يرفعوا راسها. بس هو كله مصر دلوقتي. دلوقتي كله مصر. دلوقتي احنا عندنا العراق متعادلة مع الأردن ولبنان ومجموعة الدول بتاعت مازن. في تعادل على الدول بتاعت مازن. لا مصر. لا دول الخليج فين؟ مفيش حد من الكويت ولا من السعودية؟ يعني وجه لهم رسالة. عايزين نصلي. أنا هدي دعوة لأي أخ، أو أنا عارف إنه في مجمع من الكنائس في الكويت قوي جدا. في دبي. أنا هدي ها؟ في دبي كمان. وفي دبي. فأنا هدي دعوة، أنا هدي دعوة جريئة شوية معلش. هل ممكن حد من الاماكن دينا يدينا ماتش قوي؟ يسيت اب ماتش، يعني يقول يسيت اب ماتش، يسيت اب ماتش للحلقه، ونبقى يعني هنشترك معاهم بالصلاه لحمايه ونهضه من اجل منطقه الخليج بجميع. عايزين دلوقتي نبتدي مع بعض نصلي من اجل العراق. العراق ممكن نحط خريطه العراق لو نقدر، عشان نصلي ونشاور ناحيتها كلنا ونصلي كلنا لشعب العراق. الاخ مؤيد يصلي من اجل العراق. نصلي لحمايه، نصلي ربنا يتمجد مع الشعب ده، ربنا يباركهم، ربنا يبعت وظايف، نصلي لاولادهم، نصلي لزوجاتهم. ادي خريطه العراق قدامنا. النور طالع منها، وخلينا مع بعض نصلي. اخ صامول، ولو قبل ما احنا نبتدي نصلي، يعني في حاجه مهمه، انه ما فيش حاجه عند الرب هي صدفة، لكن خطة إلهية ابتدى فيها من العراق رغم الثورات اللي بتحصل في الوطن العربي دلوقتي. لكن الله بده يعمل، يريد يعمل انه بريك ثرو للعراق، حتى بدليل انه دخلت الكنائس وفتحت الأبواب رغم الحروب والمجاعات والأشياء اللي بتحصل في العراق وروح الخوف والقتل الموجود المستمر.
لكن احنا بدنا نريد دم الرب يسوع حمايته على العراق ويخترق كل البيوت ويدخل المسيح في كل البيوت في العراق، ولا سيما يعني كل الدول العربيه فيها سخاء غير عادي، لكن يعني مش بحيث للعراقيين، حتى شجع العراقيين انه هم اسخياء في العطاء حسب معرفتي بهم، فاشجعكم اخوتي واخواتي الاعزاء العراقيين الموجودين المؤمنين انك تدعم قناه الكرمة حتى توصل رساله المسيح للعراقيين اللي هم اقربائك اصدقائك احبابك اللي ما يعرفون المسيح، مثل ما الرب يقول دمهم علينا، احنا مسؤولين عن هذول الناس اللي ما يعرفون الرب، لكن انت بمشاركتك البسيطه وبسخائك وعطائك مثل ما اعطى الرب نفسه من اجلك وانت اخذت الحياه الابديه مجانيه، قدم ولو يعني ارقام رمزيه لعمل الرب اللي من خلال الكرمة تصل القناه للعراق ولأقاربنا وحبائنا في العراق حتى يعرفون يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتهم. هم على فكرة ابتدوا أقوياء بس ناموا بتوع العراق. لا ما تخافش هم أبطال. يعني أنت متأكد؟ طبعا. طب شوف فاضل قد إيه على الماتش، فاضل قد إيه على الماتش، الوقت فاضل قد إيه؟ فاضل إيه؟ ما بدناش ندخل في الأمور السياسية يعني. بعد حوالي 19 دقيقة. طب 19 دقيقة نشوف العراق هتعمل إيه؟ بس هنصلي لها. برضه هنصلي. صلي إخوة. خلينا كلنا نتحد في صلاة من أجل أرضنا في العراق وأحبابنا في العراق وإخواتنا في العراق، إنه الرب يعمل بريك ثرو. الرب في الحاجه اللي ممكن تتعمل في سنين ممكن في ليله واحده الرب يعملها. يا رب انا نشكرك ونباركك من اجل احسانك وعنايتك لشعبك في العراق يا سيد الرب. نحن نؤمن انك انت الاله الرائع يا سيد الرب اللي انت قادر على كل شيء ولا يعسر عليك امر. شكرا يا رب. نشكرك من اجل الامتيازات العظيمه يا رب اللي نستمد قوه روح الله فينا لك يا رب. انت يا رب قوه العلي تصل انت وتقتحم الاجواء في العراق يا رب، وانت تنتهز الارواح يا رب وتسرد الارواح الغريبه، بل انت يا رب تتمشى يا رب بين يا رب المدن في العراق يا رب وتلمس الناس البعيده عنك، وانت السيج من حوالين العراق وتفتح الابواب وقلوب الناس لجلالك وتقربهم اليك يا رب. حمايه دم الرب يسوع على العراق وكل المحافظات في العراق يا سيد الرب، ولا سيما يا رب كنيستك في العراق تحميها بدمك الكريم وتعضدها بيمين برك وترفعها على اذرع الابديه يا سيد الرب، لانك انت الاله الرائع يا رب، وابواب الجحيم لن تقوى عليها باسم الرب يسوع يا رب. نرفع كل نفس يا رب محتاجة لسماع صوتك من خلال قناة الكرمة يا رب تصل وتدخل إلى بيوت يا رب البعيدة عنك، بيوت يا رب من خلفيات أخرى في العراق يا رب، وأنت يا رب قادر أن تغير القلوب يا رب بكلمة منك يا سيد الرب، بلمسة منك يا رب تشفي شعبك في العراق وتحمي شعبك في العراق وتسندهم بيمين برك يا رب، وأنت سدد كل احتياجاتهم بحسب غناك في المجد، ولك الحمد والشكر إلى أبد الآبدين. آمين. 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 آمين في اسم يسوع. سمحتي لي أنا الرب حط على بالي بس زي وعد الرب بعطيه للإخوة الأحباء بالعراق حاب أشاركه إذا سمحتوا لي. مزمور 37 لأحبائي في العراق الرب يحكي لكم لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يذبلون. اتكل على الرب، اتكل على الرب، افعل الخير، اسكن الأرض ورعى الأمانة، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. انتظر الرب، انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد. كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لأن عاملي الشر سريعا يقطعون، والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكانه فلا يكون. أما الودعاء، أما أنت يا شعب الرب في العراق، ترث الأرض وتتلذذ في كثرة السلامة. هللويا. الرب يبارك شعبنا في العراق وأحبائنا في العراق. على فكرة اللي احنا بنعمله النهاردة هللويا دي أرضية عشان الرب ياخدنا. أنا هقول كده على فكرة، وإحنا بنصلي النهاردة الرب حط قدامنا أمريكا ساعات أو الدول المتقدمة بتبعت طيارات بدون طيار، مش كده؟ بتعمل إيه؟ مش بترمي سهام على أماكن، والسهام دي إيه؟ سهام محددة الهدف وبتصيب الهدف. قنابل. أيوة أخت سلوى، أنت مش تؤمني معانا النهاردة إن في طيارة من السماء هتطلع بدون طيار بسهام للدول دي تكسر قوة العدو؟ أمين في اسم يسوع. إيه رأيك؟ الرب يقدر يعملها ولا لا النهاردة؟ طبعا يقدر يعملها، وصلاتنا عبرت عن كده.
واحنا كنا منتظرين نب، والنهارده صلينا بكل قلبنا ان الرب يوصل لكل بلد ويتمجد في كل بلد، ونمتلك اراضي ونمتلك نفوس لمجد الله في كل بلد من بلادنا العربيه اللي احنا بنصلي لاجلها. واحنا فعلا بتجيلنا مكالمات كتير من بلاد. انا بالمناسبه هقول اختبار، اتصل بيا واحد من اسبوع وهو انا كنت صليت معاه وناسيه يعني، فبيقول لي ازيك يا اخت سلوى بتاع، انا عندي خبر حلو ليكي، هو مش مسيحي وجاي للرب واختبر الرب وقال لي انا بكره هتعمد. فقلت له الله برافو عليك، احكي لي اخبار. قال لي تاني هحكي لك، مش حكيت لك قبل كده وصليتي معايا انت نسيتي؟ قلت له معلش سامحني عشان المكالمات كتير وكده. فحكى لي الاختبار بتاعه بسرعه وقال لي انا قبلت الرب واشكر الله، انا عايش في عزه وانا بكره هتعمد، والرب اداني حياه رائعه جدا انا فرحان بيه. طب ده سهم يساوي قد ايه؟ اشكر الرب يساوي قد ايه؟ ولا ملايين العالم يعني 3000 اللي في الربع ساعه اللي جايين سهم سهل انه يجي، مش كده سهل انه انطلق من السماء ولا لا؟ احنا بنؤمن بكده وبنشكر ربنا يبعت. طب احنا في وصلنا لقد ايه؟ جه منها جزء قوي، في جزء ايه؟ 300 اتفضلي و 800 بقى المجموع 7950. الله، وفاضل كام دقيقه يا صامول؟ فاضل 14 دقيقه تقريبا. 14 دقيقه. أنا عندي ايمان هتطلع سهام اقوى من كده في اسم يسوع. هي جايه في اسم يسوع، فاضل تطلع دلوقتي. هي جايه. في حد اتصل من الصعيد وحط تقديمه 800 دولار. اشكرك يا رب. على فكره مش بيقولوا شعار ارفع راسك؟ هقول ارفع راسك انك ايه؟ صعيدي. صعيدي امين. الصعايده كلهم. انت دكتور رافض، طب معلش ممكن نطلب صلاه من اجل كل الصعايده دلوقتي؟ امين. كل الصعايده معلش، كل من الصعيد نصلي لهم صلاه كده سريعه. اغلبهم نزل في النكت خلاص. لا هتتحول تبقى سهام، هتبقى سهام. في 200 دولار من سوريا كمان وصلت دلوقتي. سوريا بتشد حيلها. اشجع كمان اخوتنا السلطيه والاردنيه الجرشيه السوفانيه اللي انت بتعرفوش طبعا الاسامي هي، هم بما اي حاجه فيها اي حاجه كده. اقول لهم حاجه بالسلطيه ولا بالايه؟ في لغه كده هم حبايبي، هم قول لهم جمله حلوه كده تشجعهم. يعني احنا كلنا اولاد الرب وشباب الرب. الاردني قريب جدا على اللغات الثانيه، والشعب اللي سامعني احبائي بالاردن يعني بدنا هيك تتجو بيسوع، تعال مع بعضنا البعض نمجد اسم يسوع من الاردن. انا بعرف قلبك على شعبك بالاردن، كل مكان انا بروح عليه بسمع اخوتي بالاردن بيحكوا لي انه شعبي هون واخواني هون واخواتي هون واولادي بمعان وبجرش وبالسلط وبالطفيله وبالكرك وبعمان وبجبيها وبكل مكان. يسوع حي. قلبك على شعبك ارفع السماعه واحكي أنا بدي أبارك شعبي، لأنه أنا بثق بأنه عمل الرب حي عن طريق خلال من خلال قناة الكرمة. أمين. هنصلي لأجل الإخوة من الصعيد، نصلي لأجل المصريين كلهم. لا أنا معلش أنا عايز أصلي الإخوة على فكرة، الإخوة في الصعيد في إبلي يا عمي. كل الصعيد هيزعلوا إذا بصلي بس الصعيد. معلش لا هنصلي كل إبلي، هنصلي البحري بعد كده، ما أنا لازم أنا تبع القاهرة لازم أصلي البحري. بس الدكتور رافض هيصلي الإبلي وأنا هصلي ولا هصلي البحري؟ المنيا تبع بحري. طب انا عايزه اقول حاجه. المنيا تبع السيد. وصلنا دلوقتي المجموع 8950 من العشرة. الله. وفاضل كام دقيقه يا سامول؟ انا عايز اقول ان فيهم الناس بتوع الانترنت، احنا بنتابع في 200 دولار اللي وصل بالنيابه عن سوريا من على الانترنت، وصلت من شويه صغيرين. احنا بنتابع على الانترنت في قبل كده اي تبرعات بتيجي احنا بنحطها على بعض كلها، واللي باقي تقريبا 12 دقيقه. على فكره انا هعمل برضو تحدي، معلش انا بحب التحديات، هشوف الانترنت هيسبق التليفونات ولا لا. طيب احنا على فكره الانترنت اسرع وسيله دلوقتي، تقدر تديني احصائيه التليفونات اكتر ولا الانترنت؟ معلش في تليفون معانا دلوقتي. بنت الرب من نيوجيرسي اهلا بيكي. الو، ازيك يا صامول عامل ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي رأفت والاخت سلوى. اهلا وسهلا بيكي مؤيد. اهلا. والاخ مازن. كلكم ازيكم عاملين ايه؟ وربنا يخليكم ويستخدمكم. اهلا وسهلا بيكي وربنا يستخدمكم اكتر واكتر وتنتشر كلمه الرب في كل البلاد في اسم يسوع. واللي بدا عمله فلابد ان يكمل. امين. في اسم يسوع. باسم يسوع. وربنا معاكم ويسلم لي على منى يا صامول. ربنا يباركك. ربنا يباركك. وهنصلي لك كمان صلاه خاصه اسكندريه اوريجينالي. هنصلي مش بس عشان الصعيد، اسكندريه جت. اسكندريه وجت نورث كارولاينا. اسكندريه ضمن بحري. بس دلوقتي جت اسكندريه مكالمه ونورث كارولاينا مكالمه. معانا مكالمه ثانيه. اهلا بنت الرب من نيوجيرسي. الو، من فضلك وقت التلفزيون واسمعينا من التليفون.
الو يا جماعه، من فضلك وقت التلفزيون واسمعينا من التليفون فقط لان في تاخير في الوقت. اتفضلي حضرتك على الهواء. الو اتفضلي حضرتك اسمعينا من التليفون من فضلك. في بنت يسوع معانا، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، يعني انا سعيده ان انا بشارك معاكم، وعاوزه اقول لطنط سلوى الاختبار اللي هي كانت بتقوله فعلا مش شويه على موضوع العربيه دوت. هللويا. بس حقيقي بيحصل معايا اولموست في العيد الحصاد اللي فاتوا كلهم الرب بيتمجد معايا وبيقف جنبي في موضوع العربيه بتاعتي، ويعني بحس ان الرب فعلا موجود والناس كلها بتستغرب حواليا قد ايه الرب بيعظم العمل بتاعه. وكل يوم بقول لهم انا عربيتي بتحصل فيها معجزه، يقولوا انت عايشه بالمعجزات يعني. امين. بقول لهم دي بركه الرب وبركه صلواتكم وبركه انتوا علمتونا العطاء ازاي والمحبه. أمين. ازاي والمحبه اللي بنشوفها فيكم، يعني انا انتوا فعلا اهلي وانتوا اصحابي، انتوا عيلتي هنا. وقد ايه انا فخوره ان انا يعني الكرمه دي هي كل حاجه في حياتي يعني. والرب يبارك من مجد المجد، والرب هيسدد كل شيء. وانا واثقه في عمل الرب معاكم، وانا بستمد الثقه دي منكم بصراحه يعني. امين. ربنا يبارك. الرب يبارككم يعني. وقد ايه انا فخوره بصامويل ومنى وكل الاحفاد. انا مش عايزه اذكر يعني انسى حد، بس انتوا يعني فعلا يعني علامه فيها حب رائع انا بشوفه فيكم، ودونا عن اي حاجه ثانيه. ربنا يبارك. اسمها ايه؟ بقول لهم هي الكارما، هي دي حياتي يعني. مفيش حاجه ثانيه يعني. ربي يستخدمكم من مجده. وانا بطلب بس صلاه بسيطه لاختي في المنيا في الصعيد. امين. وانا يعني هقدم تقدمه بسيطه برضو. ربنا يباركك. هي وهي راح تعمل عمليه وعندها مشكله شويه في الموضوع دوا ومحتاجه تصلوا على السرقه يعني. امين. تحبي تقولي اسمها؟ كاميليا. كاميليا. فاديه. فاديه. ساميه. 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 والرب هيديك عربية جديدة إن شاء الله في اسم يسوع. في اسم يسوع هنصلي من أجلها. خليكي معانا على التلفزيون. الأخ دكتور رفعت هيصلي من أجلها، بس ناخد مكالمة الأول. أخت جورجيت أهلا بيكي مرة تانية. ألو أخت جورجيت حضرتك على الهواء، تفضلي. أخت جورجيت من فضلك وقت التلفزيون واسمعينا من التليفون بس من فضلك. طيب اوكي دكتور رفعت، معلش ارفع لنا صلاه من اجل ساميه. امين. يا سامع الصلاه، اليك ياتي كل بشر. نشكرك يا رب، نشكرك لان اذناك لم تثقل انها تسمع صراخ شعبك يا رب. بنجيلك وبنرفع اختنا ساميه قدامك في اسم الرب يسوع المسيح. سدد كل احتياج يا رب، روحي ونفسي وجسماني وزمني وطبي، كل شيء يا رب. الباكج كلها على بعضها، الشيلة كلها يا رب بتاعتك انت، بنحطها يا رب مع كل اخواتنا الموجودين في صعيد مصر. بنحطها يا رب مع كل اخواتنا اللي موجودين في صعيد مصر في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب اشرق بنورك بزيارة خاصة. احنا عارفين يا رب انك انت تاريخيا زرت مش بس الصعيد لكن مصر كلها، لكن عارفين يا رب الاماكن الكتيرة اللي انت عديت عليها علشان خاطر تقول يا رب انه في يوم من الايام هتكون هذه الارض للرب ولمسيحه، علشان خاطر يا رب الاماكن دي مش غريبة عليك، انت قلت فيها رب حتى كطفل، لكن يا رب وضعت بصمات السماء على هذه الأرض. مبارك شعبي مصر. انت وعدت انه وانت جاي في سحابة عظيمة هترتجف
أوسان مصر من وجه الرب. إن كنت صنعتها زمان على سكيل، النهاردة هتصنعها على سكيل واسع وكبير، تزلزل أوسان مصر من قلوب الناس، من أفكار الناس، في اسم الرب يسوع المسيح. آمين. 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 في اسم يسوع. معنا الأخت جريس من الأردن، بس عايزة أفكركم أن فاضل 5 دقايق ولغاية دلوقتي وصلنا 8950، المبلغ اللي فاضل قليل، بس نفسنا نكملهم 10 في ال5 دقايق الجايين دول. من فضلك حتى لو مقدرتش تخش على الهوا، سيب تقدمتك في الكنترول روم عشان نقدر نحسبها، حتى لو تخش تكلمنا بعد كده بس عشان نقدر نعمل أبديت، نقفل 10,000 في اسم يسوع في ال5 دقايق الجديد أو أونلاين. عايز أشجع رامز أنه في حد دخل من دقيقة تقريبا وحط 200 دولار من نورث كارولينا. هللويا. فكده احنا بنتابع اي تقدمه بتيجي اونلاين او هنا في كنترول روم. ربنا يبارككم ويستخدمكم. يبقى الدكتوره زيزيت هتبتدي ترفع راسها كذا حد من نورث كارولينا. اثنين واسكندريه. يعني ما يعني ماشيه معاك. اشكرك يا رب. يعني اول لا بكره نعمل ولايات. طيب دلوقتي وصلنا 9150 ومعانا الاخت جريس من الاردن. اهلا بيكي. الو. ألو مساء الخير. مساء النور، حضرتك معنا على الهواء، تفضلي. أنا مبسوطة كتير في القناة لأنه هي زي منارة هون عنا في الأردن. شكرا رب. وأنا بكون أخته لمازن. أخته لمازن. صحيين لغاية الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 6 الصبح. الساعة هلا عنا 6 الصبح وفتحت التلفزيون لقيتي لازم أشوفكم. عشت للرب. نشكر كثير ناس بيحضروا قناة الكرمة ومبسوطين لأنه اسم الرب معلن دائما. حتى على التلفزيون فرحانين إنه منشوفكم ومنسمع أصواتكم ومتصلوا لجميع البلاد. أمين الرب. وأنا حابة أتبرع ب$100. أمين. أمين. رب يباركك. رب يباركك ويبارك في خدمتك وبعائلتك وفي الشعب الأردني كله. الرب يباركك جريس. أمين. أمين. شكرا لكم. وبطلب منكم أنه تصلوا لبلدنا. أمين. وتصلوا لمناطقنا كمناطق منفردة في الأردن. أمين. عمل الرب واسع عنا وعم بيستخدمنا فيها في الأردن. أمين. أمين. يا رب. هنصلي لأخت جريس، بس عايزين قبل ما نصلي لأخت جريس هنتكلم على تاني بلد هناخدها، كانت الأردن مش كده؟ الأردن آه. فهتقول لنا بسرعة نبذة. أنت عارف باقي 3 دقايق. ما أنا إحنا وإحنا شغالين الساعة. أوكي اتفضل. باقي 3 دقايق، عايزين نشجع احبائنا في كل مكان. أمين. اللي باقي فيو هاندرد دولار 9,100. خلينا نشوف في هي حطت 100 7,750 باقيين تقريبا كله بالانترنت بكله كله 9,950 اللي وصل لغايه دلوقتي بالوعود والاكشوال والانترنت وكل حاجه. فباقي 450 دولار وباقي عندنا حوالي 200 وشويه. هيقول لنا على الأردن في ال3 دقايق دولة وهنصلي لأخت جريس ونصلي الأردن بسرعة. أمين. وفي الفري تو انتربت مي أني تايم. لا هنصلي هنصلي هنصلي. تعودنا على جو الديمقراطية وعندنا ثورات في الدول العربية، فالجو جو الحرية. أوكي مفيش حد هيبقى ديكتاتور. هنقوم عليه. اتفضل يا أخي. احنا بنشكر الرب من أجل الأردن ومن أجل ما يعمل الرب في الأردن، في عمل عظيم قائم في الأردن. تعرف بالرغم من الصعوبات ولكن شعب الأردن بيحب الرب. هللويا. وغالي على قلب الرب يسوع. أنا بشكر الرب من أجل الخدمات القائمة في مناطق مختلفة. بتعرف الأردن في برا عمان المدن مش معروفة، لكن في خدمات قائمة بمادبة وبمعان وبالفحيص وبجرش وبالسلط وبأماكن نائية جدا، والرب يكمل في عمله. أنا بشكر الرب من أجل الإخوة اللي بيقوموا وبيعملوا بعمل الرب بكل أمانة، اللي قلبهم على شعبهم حتى في الأردن والأردنيين الموجودين في أمريكا. الرب يبارككم. تعال هيك مع بعضنا البعض. عجبتني فكرتك إنه الرب بعت طيارات من غير طيارين على الشرق الأوسط وبيعمل إنفيجن للعدو الخير هناك. العدو تم خرابه في الشرق الأوسط. وأنا ما بحب أحكي إنه الرب قادر، الرب بيقدر، لكن الرب قادر وبيعمل. الرب عماله بيعمل بالوقت الحالي. كل شيء بمشيئته، اللي بصير بالأردن، اللي بصير بمصر، اللي بصير بالعراق، صاير بمشيئة الرب. عشان هيك خلي عيوننا على الرب يا شعب الأردن المحبوب، وتعال مع بعضنا البعض نتشجع ونأيد عمل الرب بالكرمة ونعمل الرب اللي بيقوم عن طريق قناة الكرمة. ارفع التلفون، بدي أشوف الأردن يوصلوا يعني نص عدد الأخوة في مصر. خريطة الأردن على الشاشة يا أخ مازن. أيوة.
في اسم يسوع هنصلي كلنا من اجل الاردن. امين دلوقتي. امين فضل. وبتشجع الاخوه اللي من الاردن في كل مكان الموجودين معنا، فعلا انا بامن بقوه الصلاه، انك تمد ايدك على الشاشه، ترفع ايدك معنا وتعال نصلي مع بعضنا البعض، حتى ما الرب يكمل عمله في الاردن ويعطي حكمه للحكومه الاردنيه وللشعب الاردني، بانه الرب يسير كل شيء بحسب مشيئته ويرجع شعبه ويرجع اولاده اليه باسم يسوع. يا رب احنا نشكرك لانك انت اله حي، انت اب صالح يا رب، تحبنا محبه الاب لاولاده، شكرا لانك انت بتحب الشعب الاردني يا سيد الرب وشعبك في الاردن. يا رب انا بصلي انك تكمل في عملك ايها السيد الرب وتعطي لشعبك يا رب نصره دائمه على عدو الخير. يا رب انا بصلي باسم يسوع انك انت تخترق الاجواء الروحيه في الاردن وتجعل هناك يكون نهضه عارمه في الاردن يا سيد الرب، انه تصل من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها باسم يسوع، انك انت تاتي يا سيد الرب بكلمه الحق بيسوع وتنشر كلمتك في الأردن أيها القدوس. يا رب أنا بصلي من أجل الشعب الأردني بأكمله يا رب يسوع، من أجل إخوتنا في الكنائس، من أجل يا رب الشعب اللي ما بيعرفك يا سيد الرب، أنك أنت ترد الكل إليك يا سيد الرب وتعرفهم بالحق أيها القدوس. يا رب بصلي من أجل كل شخص بإيدي كنيستك الآن باسم يسوع، أنك أنت يا رب تباركه باسم يسوع، لأنك أنت حكيتنا أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يا رب إحنا منصلي لكل شخص بيسيء لكنيستك، منصلي أنك أنت يا سيد الرب تأتي برحمتك عليه يا سيد الرب وترحمه وترده إليك يا رب، تعطيه أنه يتنور ويعرف الحق بالكامل أيها القدوس. بصلي أنك تشدد شعبك في الأردن باسم يسوع وتعطي نصرة لشعبك أيها القدوس باسم الرب يسوع المسيح، نصلي ونؤمن بأنك أنت سمعت واستجبت ولك كل المجد إلى الأبد. آمين. أنا شايف ابتسامة. أنا مستني الابتسامة، التايمر وقف بس مش عارف وصلت الفلوس ولا لا، وهنقدر بدل ما هي 57,500 لغاية دلوقتي هنقدر نخليها 68 ولا لا؟ هستنى كنترول روم يقولولنا إنه في الفلوس دي دخلت 450. في 100 من سوريا. اوكي سوريا والاردن شغالين بقى، لكن يبقى كده باقي 350 9550 دولار. فانا مش عارف التايمر خلص، ممكن نلعب في الوقت الضايع. نلعب في الوقت الضايع 5 دقايق 9650 يعني باقي 350 دولار. الاردن والعراق يعني نلعب على الفاينلز. هنلعب على الفاينلز 5 دقايق كمان. رامز انت بلد ديمقراطي وانت حزب المعارضه، هنديها 5 دقايق. انا بحكي اللي راح يخلص ال 350 راح يكون من الاردن. البحراوية رامز يمكن يكلمونا. طيب احنا الدوله اللي بعد كده ايه نصلي؟ بالبحري مصر. مصر هنصلي من مصر. امين. انا هقول نبذه سريعه على مصر. ان مصر اعتقد الفتره الحاليه هي فيها تخبط، فانا هصلي ان الرب يدي المصريين ان هم يحبوا ربنا اولا. امين. اتقي، وهقول لكل المصريين اذا كان خلفيتك مسيحي او غير مسيحي، حب ربنا وتقرب من ربنا، وان المسيح بيدعوك. عارفين هيحصل ايه؟ كلنا هنبتدي نحب بعض، وكلنا هنبتدي ان احنا نكون بنعرف نتعايش مع بعض في حاجه سلميه. احنا بنقول ديمقراطيه، والديمقراطيه هي ان تحترم وتحب الاخر، فالنتيجه تكون نتيجة مثمرة، ويكون في أرض مصر حصاد كثير. مصر إمكانياتها كبيرة، مصر فيها خيرات كثيرة، لكن المشكلة أننا لا نعطي الفرصة لأن نحب بعض، ولا نعطي الفرصة أن إحنا نحترم بعض. فأنا أصلي على أرض مصر أن روح المحبة تسود، أنه أي حاجات الشيطان وضعها في مصر تكون النهاردة من خلال البذرة اللي بنعملها في الصلاة. وأتمنى كمان أن أخوتنا في مصر، وإحنا أنا بشجع بحري، بتمنى أن البحروية يتصلوا ويصلوا ويشجعونا ببذرة عن طريق الصلاة، وبذرة عن طريق حاجة عملية نساعد بها عمل الرب في الكرب. يا رب بشكرك من أجل أرض مصر، بشكرك يا رب أن أنت ذهبت إلى مصر بعد ولادتك يا رب، وانت قلت مبارك شعبي مصر. بصلي الان يا رب في كل على الهواء ان يا رب تتكلم الى كل قلب مصري، وبنخص يا رب في البحري يا رب، بنصلي ان الناس تتصل وتصلي وتشترك معانا، ونحط ايدينا في ايدين بعض. عايزين السلام ينتشر في ارض مصر، عايزين الكراهيه تنتهي، عايزين الحكم يا رب يكون ليك انت،
أيها الرب السيد، لكن يا رب صح الأبطال، خليهم يصحوا ويفوقوا ويصلوا، وكلنا نتحد مع بعض عايزين سهم الآن من هذه الطيارة الهوائية السماوية المقيدة بالروح القدس أن تأتي الآن إلى أرض مصر، فتعطي حرية، تعطي انتصار. عمر ما كانت السياسة هتحل مشاكلنا، عمر ما السياسة هتسدد احتياجاتنا، لكن الروح القدس باسم المسيح يأتي إلى بيوتنا، يأتي إلى أولادنا، يأتي إلى مدارسنا، يأتي إلى إخواتنا وأسرنا، فيبارك أرضنا بالخيرات الكثيرة التي وعدتها إلينا. كسر كل قيد للشيطان، لأن العدو تم خرابه في اسم يسوع المسيح. آمين. 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 إحنا عايزين النهاردة نصلي لكل بلاد العربية، بغض النظر عن إذا كنا يعني في ناس ممثلين أو هيكلمونا. بشجع كل واحد من أي بلد عربي النهاردة ارفع سماعة التليفون، كلمنا قول عايزين نصلي من أجل بلدي، من أجل سوريا، من أجل عمان، من أجل السعودية، من أجل فلسطين، من أجل السودان، من أجل الصومال، كل بلد عربي النهاردة مستنين نسمع منكم. حتى لو أنت عايش في أمريكا أو أستراليا أو في أي حتة في العالم، لكن أصلا من أي بلد عربي نفسنا النهاردة نبارك شعب الرب في كل بلد عربي. أذكركم النهاردة يوم خاص جدا، عندنا إيمان أن احنا فعلا نحصد بركة مش بس مادية، لكن نرسل كمان بركة عبر الهواء وعبر قناة الكرمة إلى كل بلد عربي، لكل شعب. النهاردة نقوم ونبني كلنا، بارك شعبك، قلبي على شعبي زي ما الأخ مازن كان بيقول لنا، النهاردة قلوبنا على شعوبنا، النهاردة عايزين نبارك الشعوب اللي ربنا خرجنا منها واللي ربنا أوجدنا فيها، لأن ما فيش حاجة في حياتنا بالصدفة. دكتور رأفت، النهاردة لو حبينا نقول إن الله ليه مخطط في اللي بيحصل في شعوبنا العربية دلوقتي، الثورات والتغيرات السياسية وكل بيحصل على الساحة، دي مش صدفة، دي حاجات ربنا مثبتها من الأزل إن تحصل في الوقت ده. بس خلينا قبل ما دكتور رأفت يتكلم، في معانا مداخلة. هنري من كندا، اتفضل يا أخ هنري، عليك عن الهواء معانا. ألو. مرحبا، يعطيكم العافية. مهلا، أهلا بحضرتك، اتفضل. أهلا هنري. الله يبارككم ويبارك قناة الكرمة، ونطلب منكم تذكرونا بصلواتكم. أيوة. وبدي سؤال بس، قديش باقي للمبلغ؟ الباقي للمبلغ $450. ايوه 350 يا اخي هنري. طيب انا عاوز بقدمه للكرمه. ربنا يباركك. ربنا يباركك. ربنا يباركك. ربنا يبارك. من سوريا. منين يا اخ هنري حضرتك اصلا؟ انت الفاصل. من لبنان. اها. الاخ مازن هو الختم. ايش بقى صوت واحد اخ اسمه اللي بدخل الجول الاخير معناته فاز بالجيم كله. الذهبي هم لابد دلوقتي، بس احنا بنلعب بقاعده الهدف الذهبي. ماشي. ربي يباركك يا اخ هنري. انت عارف اخ هنري دلوقتي احنا وصلنا ل 58,000، ولانه ده ماتشنج فاند، فال 58 هتبقى 68، فهطلب من الاخوه يحط لنا يبقى 68 كده. الماتشنج ال 10,000 اخذناها وحطيناها على الشاشه، والفلوس الانديفيدجوالز اللي جت نشكر ربنا ونمجد ربنا، لانه كل دولار بيوصل نقدر نمجد بيه اسم المسيح، ونقدر نصلي ليك ونصلي لعيلتك ونصلي لبلدك، ونقدر نوصل باسم المسيح لكل مكان في الارض. ربنا يبارك. نشكرك. نشكرك جدا يا اخ هنري من اجل مكالمتك وتشجيعك وتقدمتك، وهنصلي من اجل سوريا. امين. امين. هو من هو من لبنان. من لبنان. نصلي من اجل لبنان. بس هل هو عنده احتياج، عندك اي احتياج للصلاه اخ هنري؟ انا بصراحه انه ما فيش عندي، انه بس طبعا بطلب منكم ان تذكرونا بصلاتكم مشان الله يضل يوفقنا والمسيح يضل معنا ببيتنا. طب ممكن دكتور رأفت ترفع لنا صلاه من اجل لبنان؟ امين. امين. اشكرك يا رب لانك فعلا اتكلمت كتير عن لبنان، وحبيبي فتى مثل ارز لبنان. يا رب بشكرك لانها في قلبك، بشكرك يا رب ان عندك خطة ليها مهما كانت جغرافيتها، مهما كانت تقسيماتها الطائفية. يا رب اذكر يا رب هذا الشعب وهذا المكان في اسم يسوع، في اسم يسوع انزع اي حاجة لا ترضيك يا رب، واستثمر كل طاقة موجودة تتحط بين إيديك
في اسم الرب يسوع المسيح، في اسم الرب يسوع المسيح. يا شارع الشعوب، يا شارع الشعوب، يا مشتهى كل الأمم، في اسم يسوع. آمين آمين آمين. في أخبار عن أي ماتشين جديد؟ نشوف نشوف، مفيش من جوه، لكن هشوف التكست مسج. بس عايزين نصلي إن فعلا ربنا يثقل على حد، يحط مبلغ 5000 10000 20000 30000 اسم يسوع. النهارده عندنا ايمان قوي جدا ان ربنا يسدد المبلغ باقصى سرعه. هنصلي من اجل كل الشعوب العربيه. لو فعلا نفسك تغير التاريخ مع ربنا، لو نفسك ربنا يستخدمك انك تغير تاريخ بلدك، حط بذره النهارده في اسم يسوع. قول انا نفسي رساله المسيح توصل للسعوديه، للكويت، للامارات، لكل حته في بقاع الوطن العربي، أينما كنت، في استراليا، في أمريكا، في أي حتة في العالم. النهاردة ربنا بنصلي والخرائط قدامنا والخريطة البلد العربي قدامنا عشان فعلا نغير الأعلام حوالينا. النهاردة عايزين تبقى ليلة فاصلة في حياة شعوبنا العربية. على فكرة نسينا نقول أنه في مجموعة قوية جدا، هي مجموعة نورث أفريكا، شمال أفريقيا، وفي نهضة الرب بيعملها كبيرة قوي في الجزائر، تونس والجزائر والمغرب. فنفسنا نسمع حد من الجزائر، نفسنا نسمع حد من الجزائر. امين. معانا الاخت منى من فلوريدا. اهلا بيكي اخت منى. جزائريه. اهلا بيكي. سوريه. اهلا بيكي يا منى. يباركك يا حبيبتي ويبارك كل الغاليين اللي قدامك دلوقتي، يحفظكم في ملء النعمه والبركه. وانا بتحد معاكي انه ما فيش يعني ناس حلوين كده طيبين اسخياء النهارده يحطوا ماتش عن كل بلد، عن كل وطن عربي، على كل بلد عربيه في اسم يسوع. اسم يسوع. انا من سوريا ونفسي اتحد معاكم ونتحد مع كل اللي بيسمعونا بالصلاه لسوريا. امين. عاوزة أقول نبذة صغيرة على سوريا، إنه إحنا عارفين إنه في مؤامرات كثيرة في الوطن العربي دلوقتي بتحصل، لكن خاصة سوريا. سوريا عليها مؤامرة رهيبة، لكن أشكر الرب لغاية دلوقتي بقالها ده ثالث شهر بالمعمعة، لكن الرب مازال حميها، مازال موقفها. أنا عاوزة أصلي النهضة تعم سوريا، حكمة غير عادية للرئيس بشار والشعب اللي معاه، واتحادهم في بعض، ما يردوش على الحاجات اللي بيسمعوها كذب من هنا وهنا. فياريت أنا كمان من خلال منبر الكرمة بشارك كل السوريين إنه يتحدوا معنا في الصلاة ويشاركوا الكرمة في احتياج. أمين. الكرمة في صلاتهم، في دعمهم، حتى لو كانوا في سوريا أكثر الناس لسه نايمة ويدوبها فايقة. يا رب يكون الناس دلوقتي بتسمع وتشارك في الصلاة. أمين. وتشارك في تعديد الكرمة عشان الرب يتمجد وصوته يوصل للعالم كله. أمين. من خلال الكرمة. أمين. ارفعي صلاة من أجل سوريا يا منى، وأطلب من كنترول ونحط الخريط عشان كلنا كمان نتحد في الصلاة من أجل سوريا. أمين أمين يا رب. هللويا شير يا ربي، من بركك من علي اسمك يا قدوس، نشكرك نحمدك، مستحق المجد والكرامة في حياتنا يا رب. لك السلطان، لك الإكرام يا ملك الكون، يا ملك الشعوب، يا ملك على قلوبنا يا رب. جايين قدامك من نخضع ليك، من نتضع قدامك، جايين باتحاد القلب والنفس أنا وإخواتي يا رب، بتتحد أرواحنا بروح قدسك يا سيد، ومنصلي ونتشفع يا رب لأجل بلدنا، لأجل سوريا يا رب. أنا جاي أقف أنا وإخواتي في الصغر يا رب، طالبة حماية دمك علينا وعلى الكرمة وعلى بلدي سوريا يا سيد. جاي أتضرع إليك لأجل القائد يا رب، حكمة إلهية، تعديل وتجديد لي من عندك، فهم من عندك عشان يعرف إزاي يتصرف يا رب. احميه ورعاه أنت يا إله السماء، يا إله الكون، استره بستر جناحيك وظلله بخوافيك يا رب. اذكر الحكومة اللي معاه، اذكر قوات الأمن والجيش والشرطة يا رب، احميهم من مكايد عدو الخير، وحمق كل مشوراته ضد البلد وضد القيادين اللي فيها. احمي شعبها في اسم يسوع، احمي كنايسها وجوامعها يا رب، احمي الناس كلها يا رب. يا رب ارسل نهضتك لشعبك هناك يا رب، دمك يغطي سوريا يا رب، انت وحدك تكون ترسي ليها، انت اللي تدافع عنها، ارفع عليها نور وجهك يا سيد. ارحمهم يا رب، توبهم يا رب، طهرهم يا رب، روح توبة لكل شخص فيها يا سيد، بكت بروحك على كل بر
وخطية ودينونة يا سيد الكبير والصغير يا رب، استيقاظ لشعبك فيها يا رب، صح ولشعبك فيها، لكنيستك فيها يا رب، عشان يقوموا يقفوا على الأسوار، يرفعوا أمامك أيادي طهرة، يصرخوا ويصلوا أمامك بالتضاع يا رب، منتظرينك يا رب، منتظرينك تظهر في سماء سوريا، تحررها تطهرها، تفك أيدها، تخلصها وتنفيها المكتوب. هذا هو الرب إلهنا انتظرناه فخلصنا، هذا هو الرب انتظرناه، نبتهج ونفرح بخلاصه. فرحنا يا رب بخلاصك للبلد وتطهيرك ليها من الشر والأشرار من المتآمرين عليها. فرح قلوبنا بنفوس بتتوب وترجع لك من كل القلب، بقلوب تشتاق تعرفك وتعيش لك يا رب، يا رب يا عظيم يا قدير، احنا واثقين بيك يا رب، احنا واثقين بيك يا رب، انك هتعمل اكثر بكثير مما نفتكر او نطلب، وحتظهر الحق والحقيقة يا إله الحق والحقيقة، وحيجي اليوم اللي كل ركبة حتنحني ليك وكل لسان حيعترف بيك يا رب، وتكون سوريا للمسيح في اسم يسوع. ازرع حقك في أراضينا، بارك الكرمة وعملك فيها، بارك اخواتي المسلين امامك، بارك الصلوات لكل الشعوب لكل البلدان يا رب، نصلي لأجل خلاص العالم كله، لأجل الشرق الأوسط وكل العالم يا سيد. يا رب لك المجد، لك الكرامة، لأنك بتسمعنا، لأنك بتستجيب لينا، لأجل اسمك العظيم اللي دعي علينا. ولك أبي مع روحك في المحبوب الغالي يسوع كل شكر وحد، كل كرامة ومجد إلى الأبد. أمين أمين في اسم يسوع. أشكرك جدا يا منى على مكالمتك وعلى صلاتك، ونصلي ان فعلا ان شعب الرب في كل مكان في العالم العربي، تكون فعلا كل بلد في العالم العربي بتعرف المسيح، روح توبه، روح صلاه، روح رجوع، ويعرف كل العرب الرب. انا كمان بشجعكم ان وصلت لنا $100 من اخت او حد في سوريا، أخت سورية هي عايشة في كندا، بس بشكر ربنا لأنها قلبها على شعبها. بشكركم جدا وبفكركم تليفونات مفتوحة، نفسنا حد من أي بلد عربي من أي حتة يتكلم، أو من أمريكا أو من كندا، يقول أنا عايز أحط مبلغ ماتش عشان أشجع أخواتي في كل مكان، كل واحد على قدرته، كل واحد على حسب طاقة يده، أن يعطي للرب عشان نغير مع بعض كلنا لمجد الرب يسوع خريطة العالم العربي. على فكرة أنا عايز أقول إنه أهمية الماتش، نعم، عايزين نقول إيه أهمية إنه حد يحط ماتش. أعتقد اللي بيحط ماتش بيحط تحدي قدام الناس. أمين. إنه ناس تانية زي ما اللي بيحط ماتش عنده إيمان، فاللي بيعملوا ماتش عند كمان بيبقى عندهم إيمان إن ياخدوا خطوة. فأنا بقول أهمية الماتش، الماتش ده زي بطل أو واحد بيقود مسيرة وبيقول أنا بصورة عملية كده أنا هقف في الصغرة وأخذ خطوة في اسم يسوع. معنا الأخت، وبيشجع أنه مثلا لو هو بيحط 5,000 أنه يشجع ناس تاني يحطوا 5,000 قدامها. أمين. وفي نفس الوقت اللي بيسدد الماتش ده أو اللي بيشترك فيه، لو هو بيحط $100 أو $50 أو $200، هو عارف أنه في حد هيحط المبلغ ده قدامه. في المناسبة 100% انترست على حساب توفير، ماشي، بس أهمية الماتش، يعني الشخص اللي بيعمل الماتش ده واحد بطل او واحد قائد، موتيفيتر دايما في اي، على فكره اي حاجه ناجحه او اي شركه ناجحه لابد يكون في حد موتيفيتر. على فكره انا وصلني واحد موتيفيتر رائع، بعت تكست مسج وقال I'll set a match for $5,000 for the next 15 minutes. هللويا. 15 minutes هندي دقيقتين ونص. بس النجاح بيجيب نجاح، والتحدي حلو. فالشخص ده انا عارف ان هو لقى الموضوع حلو، قال انا عايز اشجع شعب الرب في كل مكان في 15 دقيقة. نعم. نلم 5,000 دولار. فين هو الاخ؟ الاخ ده من كاليفورنيا. امين. بس يعني مصر. العراق، عايز يعرف العراق برضه. العراق اصلا علامه خالص. طب معلش ناخد الاخت جورجيت من نيو جيرسي وبعدين نبتدي التوقيت. العراق الاخت جورجيت. هي من نيو جيرسي، اتفضلي يا اختي جورجيت، اهلا بيكي. اهلا، ازيك يا دكتوره ريليت، ازيكم كلكم؟ نشكر ربنا، اتفضلي حضرتك على الهواء. انا بشكر ربنا جدا جدا من اجل كرمة رفعتنا وبنشوف فيها حاجات جميله جدا بترفعنا روحيا، وكمان بادي الشكر للدكتور رامز اللي عمل لنا البريير لاين. امين. فعلا انا فرحانه جدا جدا ان بنصحى الصبح بنقعد مع الرب بنصلي
اليوم كله بناخد فيه بركة بننزلي. أمين. بنبقى فرحانين بالرب جدا. من شهرين حصل معايا اختبار كان نفسي أقوله لكم وشاركم معايا فيه. حتى أنا اتصلت بالدكتورة جديدة كنت بسألها على جاني وجع في رجلي رهيب جدا استمر شهرين وما كنتش عارفة إيه التعب ده. وتروحت للدكتور قال لي اعملي تحاليل طلع ما فيش حاجة. قال لي اعملي أشياء طلعت ما برضو ما فيش حاجة. فاحترت جدا. كان في يوم جمعة بيبقى عندنا الكنيسة ورحت الكنيسة بالعافية مع إنها قريبة مني جدا. وكان القسيس بيوعظ على أنواع الصلاة. فكان بيقول في صلاة تشفعية وفي صلاة تساؤلية وفي صلاة تعبدية. فقال الصلاة التعبدية دي خلينا نعبد الرب من غير ما نطلب منه طلبات. ساعتها أنا يعني معرفش اتمليت إزاي. رب ملاني فعلا. قعدت قلت له يا رب أنا بحبك. أنا مش عايزة أي حاجة من الدنيا غير إن أحبك وتحبني. عايزة أعيش في حياة يعني بعيدة عن العالم. فرحانة بيه. كنت فعلا فرحانة بالرب وطايرة مش ديانة باللي حواليا من كتر ما أنا حاسة بتلذذ بالرب. وفعلا تلذذت جدا بالرب. صدقوني روحت رجلي ما فيهاش أي تعب. هللويا. أنا ده من شهر مش حاسة بأي تعب. ولما بصلي ربنا بيديني قوة فوق قوة. واختباراتي كتير مع الرب. أشكر الرب من أجل الصلاة. أنا واثقة إن الرب بيعمل معنا معجزات. وكل ما بنبتلي بالصلاة وكل ما بنصلي بنلاقي هجوم كتير من إبليس. لكن النهاردة أنا بقول إن إحنا نثق في الرب. وإبليس ده تحت الأقدام. ومن مجد المجد القوة هترجع للرب وهيديها لنا. ولازم نثق في السلطان اللي ادهولنا. وإحنا بنصلي الماسك وكل يوم بنصلي الماسك. وفي البرير لاين ما بنبطلش صلاة من أجل ماسك. وهيدينا رفعة لماسك. وهنشوف أمين. فعلا النفوس اللي بتحارب المسيحيين كلها تجي للرب. أمين في اسم يسوع. مرسي خالص يا أخت جورجيت. جورجيت على فكرة كل يوم بتصحى الصبح بتصلي كل يوم بلا استثناء. 5:30 الصبح. تغيير. بنشوف النتيجة الصلاة. عشان كده احنا بنعمل دعوة كل حد عايز يعرف البراير لاين. البراير لاين prayersphone.com وتخش وهتعرف how to join وتعرف الأرقام. لكن عايز اقول ان الصلاة عملت تغيير وعملت ثورة. احنا بنتكلم في دولنا العربية وهنشوف ان الاردن والعراق هيخشوا معانا في دائرة الصلاة والتحدي اللي احنا شغالين فيها. عايزين اقول تحدي جديد بس تحدي مختلف. نفسي ان كل الدول ومن كل دولة من كل خلفية نشترك مع بعض ونتحدى بعض مين هيصلي اكتر. نقدر نعمل كده اخ صامول؟ رائع. امين. طب مين هيكسب؟ كلنا. الكنيسة. الكنيسة في العالم كله ستنشط وستبتدي بالمجموعة اللي بتصلي. والنتيجة الناس اللي بتصلي مش بس بتصلي لكنها بتشارك بصورة عملية. والنتيجة نفوس كتيرة قوي بتتغير. أمين. بفكركم كمان قدامنا تحدي. في حد من كاليفورنيا اتكلم وقال هحط $5,000. هنبدأ دلوقتي 15 دقيقة. طب معلش نبدأ من دلوقتي ولا دلوقتي نخلي الدكتور رأفت يقول كلمة سريعة. نبدأ من دلوقتي وويل الدكتور رأفت بيتكلم ممكن يكون وصل لنا $5,000. من فضلك سيب تقدمتك في الكنترول روم. حتى لو انت عايز تخش على الهوا سيب تقدمتك. هم يقولون عليه في الكنترول روم. وهنبتدي حالا نكاونت داون 15 دقيقة. من فضلك ارفع سماعة التليفون. صلي من أجل بلدك. غير تاريخ شعبك لمجد الرب. قبل ما الدكتور يرافق احنا وصلنا لأني بلد آخر حاجة لبنان مش كده؟ صلينا من أجل سوريا ولبنان ومصر والأردن والعراق. عايزين نصلي من أجل ليبيا. اوكي نبقى الدكتور رافت هنسمع الدكتور رافت بعدين نخش على صلي من اجل ليبيا. لا انا نفسي قوي ان احنا نبقى فاهمين يعني القضيه اللي بنتكلم عليها. الشعوب دي حاجه في قلب ربنا ومهم قوي ان احنا نبقى فاهمين ان هي احنا يعني يبدو في كلامنا ان احنا بنتكلم وبنضحك وكده لكن فعلا الموضوع جد جدا عند ربنا. الناس النهاردة كتيرة جدا بتقول اللي يحكم مصر هو الشريعة الإسلامية. الكتاب المقدس بيقول الكلام دوت في أشعية 55:4 وبيتكلم كنبوة عن الرب يسوع كنسل داود. هو قد جعلته شارعا للشعوب
الفرق ما بين الشريعة الإسلامية وما بين المسيح كشارع للشعوب فرق كبير جدا. في فرق من أنا أدي للناس ناموس يمشوا عليه، هما مش هيتغيروا، لكن هما علشان خاطر ما يتعاقبوش، عشان إيديه ما تتقطعش، عشان خاطر ما تقطعش يده ورجليه من خلاف، علشان خاطر ما يرجمش، هيعمل حاجات معينة. لما ما يكونش حد شايف هيعملها، لما ما يكونش حد هيعاقب هيعملها. لكن لما الكتاب المقدس بيقول عن الرب يسوع إنه شارع للشعوب، مش بيدي للناس قواعد، لكن اللي بيتقابل معاه بيغير حياته، بيقلب كيانه. أنا هسأل حضرتك سؤال، بيقلب كيانه. هل في غلط يعني أن يكون عندنا شريعة وننفذها؟ لا مش غلط، بس في فرق ما بين أنه أنا عندي أمر بنفذه، وفرق أن أنا بحب، ولما بحب قوي بحب اللي مدي الوصية. الكتاب المقدس بيتكلم عن الذي يحبني يحفظ وصاياي. هنا بيتكلم على نقطة التغيير. عشان كده في العهد القديم لما كان بيعمل المقارنة، لأن كان عندهم شريعة بنفس الشيء، هو بيقول إنه لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. طب سؤال، يعني هل لو إحنا عملنا العقاب واحد سارق هنخليه كده يبطل سرقة؟ لا. الحاجة الغريبة بقى مثلا يا دكتور للي أنت بتقوله بالنسبة للسارق، لو أنا النهاردة واحد سرق قطعت إيده اليمين، سرق تاني قطعت إيده الشمال، بقاش عنده حاجة يسرق بيها، لكن ممكن يعمل أي حاجة تانية، هل أنا كده وقفت السرقة إطلاقا؟ ليه؟ لأنه لما ما عنديش الرادع دوت مش باين، أو أنا هقدر أعمله بطريقة تانية، وهقدر أعمل غسيل أموال ما سمهاش سرقة لكن ليها اسم تاني، أعملها بأي طريقة تانية مختلفة. لكن إيه رأيك في اللي بيقوله الرسول بولس لا يسرق السارق فيما بعد؟ ده بيتكلم عن واحد حياته اتغيرت، واحد القضية عنده النهاردة مبقاش انه بيسرق او ما يسرقش، لكن ده حياته اتغيرت نتيجة انه تقابل مع شخص المسيح الحي اللي بيعمل جواه حاجة عجيبة جدا وبيلده ثانية، خلق يعني جديد، في خليقة جديدة. اللي بيحصل ايه؟ بيقول لا يسرق السارق فيما بعد بل يتعب عاملا الصلاح لكي يعطي من له احتياج. التغيير يخلي الشخص اللي كان بيسرق هو اكتر شخص بيعطي. عشان كده احنا بنشوف الموضوع ده في الطب، ان لو واحد عنده خراج ما ينفعش اديله مضاد حيوي مش هيوصل له، واقول ده اسهل طريقه وخلاص كده يتعالج، لكن لازم افتح الخراج. بالظبط، لازم اتعامل مع اصل المشكله. لما المسيح يكون شارع للشعوب، القضية مش هتكون قضية القوانين. القوانين مهمة والقوانين لازمة لتنظيم حياة المجتمع، لكن لو الناس نفسها ما تغيرتش من جوه هتعمل كل حاجة ممكنة عشان تتحايل على القانون. على فكرة مصر بالذات يعني وبعض البلاد العربية التانية، الشريعة بتاعتها والقانون بتاعها محكم جدا وفي كم هائل من المواد، لكن كلها غير مفعلة. ليه؟ لأن في فساد. الفساد جاي منين؟ ان الناس اللي قائمين على تنفيذ القانون دوت بيحطوه ويفسروه زي ما هم عايزين. عشان كده لو احنا النهاردة بنفكر وبنصلي لأجل الشعوب دي، احنا بنصلي لأجل شيء مهم جدا، بنصلي عشان خاطر يكون مشتهى كل الأمم هو شارع الشعوب وشارع شريعة الشعوب دي. أمين. معلش رفت معانا الأخت ماريا من واشنطن. أهلا بيك يا أخت ماريا. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بحضرتك، اتفضلي. ايوه انا بسلم على اخويا رامز وعليكم كلكم. اهلا بيكي. اهلا بيكم، الرب يبارككم. بيبارك حضرتك. ممكن اكلم اخويا رامز؟ اسلم عليكم. اتفضلي، هو سامعك. كلكم طبعا، انتوا كلكم حبايبي. اتفضلي. ازيك يا اخت ماريا؟ انا مبسوط اسمع صوتك، والرب يباركك على كل الصلوات وكل مشاركتك في الصلاه. ربنا يباركك يا اخويا رامز ومنورين الشاشه كلكم، ربنا يبارككم. ربنا يباركك. ربي يباركك ويباركك. انا محتاجه صلاه لينا ولولادنا وحبايبنا، ربنا يبارككم كلكم باسم يسوع. امين. ربنا يباركك يا اخت ماريا، اتفضل. يا رب بشكرك من اجل اخت ماريا، بشكرك من اجل اولادها. يا رب انا بصلي انه النهارده يا رب تدي قوه للاسره وحمايه للاسره. أشكرك من أجل أخت ماريا، دايما بتتصل وعايزة تصلي.
ودايما بتطلب من اجل بيتها ومن اجل اولادها. يا رب انا بشكرك لانك انت يا رب فعلا بتنظر الى هذه الطلبات، اشكرك بانك بتستجيب، وهذا البيت يكون للرب من الصغير الى الكبير. وفعلا زي ما قلنا ان العدو تم خرابه في هذا البيت باسم يسوع. امين امين. رب يباركك اخت مريم. امين، ربنا يباركك. احبائي المشاهدين، بفكركم ان في تحدي جديد وصل من 5 دقائق. في حد قال انا هحط $5,000 ماتشنج فاند، يعني اي حد هيحط مجموع $5,000 زيهم في خلال 15 دقيقه الجايين دول، الاخ ده هيحط $5,000، هيبقى يوصل مجموع التقديمات $10,000 في 15 دقيقه. من فضلك ارفع سماعه التليفون، بارك شعبك، بارك خدمه الرب، بارك عمل الرب في قناه الكارما. قناه الكارما بتوصل لكل انحاء العالم تقريبا عن طريق الانترنت وعن طريق الساتلايت، وربنا بيستخدم نفسنا ان يكون في 24 ساعه ناس ترد على تليفوناتك، ناس تصلي معاك، ناس تتشارك معاك في احتياجاتك. بفكرك كمان ان في هديه قناه الكارما بتقدمها، وهي هدية تقدير وشكر من كل متبرع. لكل واحد هيحط ايديه في قناة الكارما هيوصلك تمثال زي كده بحجم أصغر من كده، فيه الرب يسوع قاعد في السفينة وفيه تلميذين بيلقوا الشبكة، علشان دي مهنتنا كلنا بغض النظر عن كنا دكاترة أو بيزنس بيبل أو أي حاجة تانية. لكن النهاردة ربنا بيقولك أنت صياد للناس، النهاردة شبكة الكارما بتوصل لكل أنحاء العالم عشان نصطاد من كل أنواع السمك. أي تقدمة $200 أو أكتر هيوصلك الحجم ده، $1,000 أو أكتر حجم أكبر، $5,000 أو أكتر حجم أكبر كمان. من فضلك ارفع سماعة التليفون في الـ10 دقايق الجايين، قول نفسي أبارك شعبي، هنصلي من أجل كل الدول العربية النهاردة، عايزين نجمع $5,000 في خلال الـ10 دقايق الجايين. ارفع سماعة التليفون وشاركنا. على فكرة أنا بس هقول حاجة، معانا كريدت، معانا $100 وصلوا بكريدت كارد، و200 برامس، يعني وصلنا $300 من الـ5,000 دول. فمن فضلك ارفع سماعة التليفون بسرعة، كلمنا، شاركنا، وبارك الرب بعطاياك. أيوة دكتور رامز. النقطة اللي قالها الدكتور رافت وكان بيناقشها نقطة مهمة قوي، نقطة الحرية. وأنا أعتقد دكتور رافت أنت بتتعامل طبعا كتير مع مدمنين، فموضوع الحرية لو طيب وحبايبنا كلنا لان احنا بنحبهم. لو على فكره هدي دعوه لو اي حد مدمن وعايز يتصل ويدي بذره بالايمان الان، اتصل وشارك معانا في الفند ده اللي في 5000، والرب يديك حريه وكلنا نصلي من اجلك. بس ارجع للدكتور رافت. دكتور رافت، لو انت تدينا بعد معاملتك مع الناس كلها الحريه، ايه اسهل طريقه للانسان يعيش الحريه دي وازاي يختبرها؟ بالنسبة للمدمنين بالذات، بالنسبة للمدمنين الحقيقة الإدمان من أكتر الأمراض اللي في رأيي أنا إنها dehumanizing، يعني بتفقد الإنسان إنسانيته، لأنه بيبقى الـ center of gravity أو الـ مركز الثقل براه، فبيبقى دايما مشدود. يمكن هو بعقله ما يبقاش عايز، يمكن هو من جواه ما يبقاش نفسه، يمكن حتى اللذة فقدها، وكل اللي خايف منه إنه هو إزاي يتعرض لأعراض الانسحاب وخايف منها، فدايما بيتجرب حاجة براه، فبالتالي إنسانيته بتفقد بالظبط. وسامحوني في التعبير، أنا مش قصدي بيه أي حاجة، لكن بالظبط زي واحد محطوطة في رقبته سلسلة وحد تاني من بره هو اللي بيقوده. أمين. عشان كده نفسي نصلي، عايز يعطي حرية، عشان كده نفسي نصلي بسرعة دلوقتي من أجل كل المدمنين. أمين. ومن أجل ممكن على فكرة إدمان، في ناس بتعيش إدمان الشوبينج، شوبيهوليك، يعني ناس عنده إدمان يقعد يشتري يشتري يشتري. طب أنا هقول دعوة، كل اللي عندهم مشكلة في موضوع الشراء أو كده، حط البذرة في الشراء الآن معانا عند الرب في الماتشنج ده، والرب هيساعدك أو هيساعدك ان انت تبطل موضوع الشوبينج. مش بس كده، كل المدمنين، في ناس كتير قوي ولادهم مدمنين، ازواجهم مدمنين، زوجاتهم مدمنين. خلي اللي يحط الماتش دوت الشخص اللي النهارده بيصلي لحريه للشخص اللي هو بيحبه، ابنه، بنته، في ادمان سلوكي، في ادمان يعني للمخدرات وللسجاير والكحوليات وللخمور ولل جامبلينج، يعني قمار، القمار.
لكن في كمان إدمانات سلوكية كتيرة، إدمانات للجنس والبورنوغرافي وزي ما قلت للشوبينج والحاجات دي كلها. خلي الشخص اللي عنده حد فعلا نفسه إنه يتحرر النهاردة يقول له يا رب أنا بحط الأمر ده مش تمن لأي شيء، لكن يا رب ده أنا النهاردة عايز باسم الرب يسوع أعمل عمل إيمان أكثر بيه القيد اللي حطه عدو الخير على حبيبي أو حبيبتي أو بابني أو بابني. عشان كده الطيارة دلوقتي أمين. هتدي سهم على الإدمان، سهم من روح القدس. بس قبل ما نصلي لكده، في أي أبديت؟ لسه مستنين. $300 بس وصلوا من 5000 وفاضل 4 دقايق. لا ده أنا كده هزعل الأول. 4 دقايق هنطرد بسك عايز... أنت في الماتش ده. أنا عايز احنا يعني هنصلي. امين. طب دكتور رامز، نصلي من اجل ليبيا. نصلي من اجل ليبيا، لان ليبيا ساعات ما فيش ناس كفايه تصلي من اجلها. احنا النهارده نصلي لربنا يوصل برساله المحبه والغفران والتجديد لارض ليبيا. امين. بشجعك احباء المشاهدين من فضلك ارفع سماعه التليفون واحنا بنصلي النهارده. حط تقدمتك، قلت انا عايز اكون نايب عن شعب ليبيا، عايز احط بذره لبركه شعب ليبيا. بنصلي هنطلع الخريطه على التلفزيون وهنصلي من اجل شعب ليبيا. بس التليفونات مفتوحه، فاضل 4 دقايق نفسنا نجمع $5,000 عشان ننتقل بماتش اخر، وربنا يبارك شعبه. النهارده يحصل شفاء، يحصل تحرير من قيود كتير، يحصل غفران خطايا، ناس تتولد النهارده. بنؤمن ان النهارده يوم كرازه عالمي في كل انحاء العالم، نفوس تتلامس مع شخص رب يسوع نفسه. ارفع سماعه التليفون، كلمنا وشجعنا. اتفضل دكتور رامز. يا رب احنا بنرفع شعب ليبيا ما بين ايدك. يا رب ليبيا مش بعيده عن سهام الروح القدس، ان تاتي الان بسهم يا رب الروح القدس الى ارض ليبيا. يا رب في مجمع، في كنائس هناك في ليبيا، حتى لو كانت مش كتيره، لكن بنصلي يا رب انك تيجي تزور هذه البلد. تعال زور يا رب الانقسام اللي موجود، تعال زور الحرب، القتل، الأسلحة. يا رب تعال أنت بسلاح الروح القدس. يا رب أنت وصتنا أن احنا نصلي يا رب على كل بلد، ونصلي على كل مكان، ونصلي من أجل العالم. أنت قلت اذهبوا العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل. يا رب بنذهب الآن من خلال الهوى. يمكن ناس بتشوفنا من ليبيا، يمكن ليبيين موجودين في لندن، ولا موجودين في أوروبا، أو موجودين في أمريكا، يكون بيشوفونا بيصلوا معانا، او يشوفوا واحنا بنصلي من اجل بلدهم ليبيا. يا رب عندنا غيره النهارده تيجي تزور هذه البلد. يا رب وقف الحرب في هذه البلد، بنتحد مع الشعب الليبي ان احنا يا رب بالروح القدس توقف الحرب الشيطانيه وابليس اللي يريد انه يدمر يا رب هذا الشعب. يا رب تعالى زوره النهارده في اسم الرب يسوع. ايضا يا رب بنصلي من اجل كل مدمن يا رب، كل مقيد. اذا كان عندك ادمان، إذا كان يا رب في إدمان للخمر، إذا كان إدمان للجنس، إذا كان إدمان للمخدرات، إذا كان إدمان يا رب للقمار، يا رب تعالى النهاردة حرر كل مدمن، حرر كل مدمن. يا رب عايزين نفوس تتحرر، عايزين نفوس دلوقتي تتصل. يا رب عايزين ناس تتصل، حتى لو ناس مع مدمنين يا رب خليهم يتصلوا ويحطوا بذرة معانا الآن، عشان احنا بنصلي كل هذا العمل، عشان احنا بنصلي عشان الناس تتحرر في اسم الرب يسوع المسيح. ولك أمين. كل الشكر والحمد. أمين. في اسم يسوع. أمين. معنا الأخت نرجس من أوهايو، أهلا بيكي. ألو أخت نرجس. يا ألو. اتفضلي حضرتك على الهواء، سامعينك. مساء الخير يا شعب الرب، ربنا يبارككم ويستخدمكم. ربنا يبارك حضرتك. احنا بنكون سعداء كتير لما بنشوفكم، وده بيشوقنا ان احنا في انتظار الرب، ان مجيء الرب قرب. امين. حقيقة انا عايزه اقول اختبار حصل معايا المره اللي فاتت في الفندق اللي كان. ايوه. كان في اخر لحظه، والرب فعلا شجعني، رحت جبت كريدت وقدمته للرب. وعايزه اقول الرب صالح جدا بامانه. في ناس سمعتني وهجمتني وقالوا لي حد يجيب كريدت عشان يقدم. انا فاكراكي، انا متعوده على اسمنا، انا فاكراكي، والرب دايما صالح معايا. امين. ففعلا كان في راجل من رجال الله موجودين، وكان امين فعلا، اتصل بيا وقال لي انا عندي ارجع لك المبلغ. قلت له نو واي، انا بختبر ايد الله، ما تحاولش. نو واي. فحقيقي عايزه اقول بعدها بثلاث ايام بالظبط
أنا بحط إيدي في شنطة بقالي 6 شهور ما استعملتهاش، لقيت فيها أكتر من نص المبلغ. وبعد كده أنا طول عمري بدفع للسكن، مفيش فلوس بترجع لي أبدا. أول مرة يجيني مبلغ من التاكسي ضاعف لي المبلغ اللي قدمته. أشكرك يا رب. ما الأمانة الرب، الرب عظيم فعلا، والرب عايزنا فعلا نبارك الرب. أمين. نقدم بفرح حقيقي فعلا. أنا بدأت مع الكرمة كنت بدفع $1 في اليوم، وكنت فعلا بدفع $50 في الشهر. والرب علق الإنكم بتاعي، زودت برضو زي ما الرب زودني. هللويا. أنا برضو يعني وقت صعب، لكن بأمانة الوقت ده ربنا بيبعت لي فلوس إزاي أنا ما أعرفش، بس على قلبي إن أنا بتسكن بقناة الكرمة فعلا، وبنصلي الأديان كتير ونشكر رب من أجل قناة الكرمة، ونشكر رب من أجل خاص الصلاة والدكتور رامز، ربي باركنا من خلالهم كتير. وعايزة أقول لأخي سامويل، ربي بيقول لك قد أمر إلهك بعزة. هللويا. امين. والرب هو اللي عود اسحاق في تلك الزرعه. امين. وهيكون تعويض سمك حلا في يوم واحد. امين يا اخي نرجو. وعند الرب فعلا قناه الكرمة دي ارض خير. واي انسان عايز يستثمر فعلا عطاياه يحطها في قناه الكرمة، وهيشوف الرب هيعظم العمل معاه ازاي. خلينا نختبر ايد الله، خلينا نعيش في اختبارات حقيقي. مش ممكن احنا هنتمتع بايد الله الا لو فردنا ايدينا. امين. الا لو فتحنا جيوبنا. امين. الا لو فتحنا قلوبنا. الرب عايزنا فعلا احنا ننفتح، ولما احنا ننفتح هو هيفتح علينا، هيعطي من قوات السماء ويعطينا كائلا مهزوزا مدبنا في اسم الرب يسوع. عايز اقول يعني المبلغ ده قليل جدا، كان ممكن خلص في يومين. يعني لو كذا واحد فعلا كان قاموا كان الموضوع انتهى، لكن مش عارفه ليه الناس مش قادره تتحرك وتاخد خطوه. خلينا نثق في الاله الحي، خلينا نثق في الهنا القدير، ونثق في الهنا فعلا يملي كل العزه والمجد والجبروت، لان هو فعلا وعد يملا كل احتياجنا بحسب غناتنا. عايز تكون غني، استثمر فلوسك للرب، الرب عايز يديك غنى روحي غير اي غنى ثاني، الرب عايز يرفع من شأننا فعلا. خلينا نعظم الرب. وانا بشكركم كتير، وبشكر قناه الكرمة، وبشكر كل عامل في قناه الكرمة. ربي يبارككم ويستخدمكم، وسلام المسيح معاكم. ربنا يباركك يا اخت نرجس، وشكرا للرب على امانتك واختبارك الشخصي عن امانه الرب معاكي. بشكرك لانك فعلا انت بتشجعي ناس كتير جدا يمكن بتستقل بالمبلغ اللي بتقدمه، لكن الرب النهارده بيشجعك عن طريق الاخت نرجس ان مفيش تقدمه قليله فعلا. الرب بينظر لكل تقدمه بتقدمها من قلبك. بشكر ربنا لان الهنا امين وصالح ويا الابد رحمته. هناخد فتره تسبيح. خليني ادي ابديت بس قبل أوكي. قبل التسبيح، لانه لسه الماتشنج بتاع الدول شغال. امين. لسه في ناس، يعني في حد اتصل وحط $200 من العراق. هللويا. اشكرك. امين. فالعراق كده لسه بتشد. عندنا $200 تاني بكريدت كارد من حد عايش مصري عايش في امريكا، وعندنا $300 تاني بروميس مكتوب ايجيبشن، بس ما اعرفش عايش هنا في امريكا ولا فين بالظبط. طب يا سامر، من غالبا من الصعيد. يبقى التوتال كام اللي عايز يرفع راس الصعيد بس هو مش عايز يقول. في حد لسه جاي، لسه الاخبار طازه بتيجي. اخت سودانيه، اخت من السودان. على فكره احنا كنا نصلي للسودان زي ما بعدين السودان. حطت $100. $100. عندنا وعد، وكنا بنتكلم مع الدكتور رافت. السودان حريه صلاه من اجل اولادها انهم يتحرروا من الادمان. امين يا رب. امين. امين. دكتور رافت، الادمان تخصصك. هتديها صلاه من اجل اولادها يتحرروا من الادمان. لا، عايزينك تنصحها انت يا دكتور رافت. انت اكيد بتقابل مع اباء المدمنين، بتقول لهم ايه؟ امين. ده موضوع طويل. لا، احنا عايزينه في اختصار وصلوه سريعه. صلوتين. فصلوتين، صلوه لاولاد الاخت السودانيه دي من الادمان، وصلوه من اجل السودان. امين. امين. شمال وجنوب. الشمال والجنوب، لانها جنبك على طول في الصعيد يعني. امين. النوبه، واخد الناحيه الجنوبيه. النوبه وال انزل تحت للسودان. عايز اقول لكل اب وكل ام واولادهم مدمنين، في حريه في المسيح. القديس أغسطينوس كان مستعبد للإدمان بكل أنواعه،
سواء الخمور أو الإدمان الجنسي أو كل حاجة. وكان لي أم اسمها القديسة مونيكا قعدت تصلي له، وكانت دايما تروح للأسقف وتعيط له وقال لها ابن هذا ابن هذه الدموع لن يهلك. أنا عايز أشجع كل واحد وكل واحدة، اركع وصلي للرب وادي له فرصة إن هو يتعامل معاهم. وأنا واثق إن ربنا فعلا عنده حرية عايز يديها، لكن اوعى تفشل واوعى تيأس. هنصلي مع أختنا السودانية وهنصلي علشان خطر السودان. النهاردة السودان بقى دولتين من أول يوليو، وعلى فكرة أنا خبر ما يعرفوش الناس إن أنا واحد من ضمن المدعوين عشان خاطر يروح يحضر احتفال في جنوب السودان بالاستقلال بتاعه. وأعتقد إن احنا بنصلي لأجل السودان بشماله وبجنوبه. خلونا نصلي دلوقتي. يا ملك ملوك الأرض كلها، جايين النهاردة نديلك مجد وكرامة يستاهلها اسمك الكريم العظيم المبارك فوق كل اسم وكل رياسة وكل سلطان وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل وفي المستقبل أيضا. يا رب بنحط قدامك أختنا رب الحبيبة من السودان وأولادها وأي إدمان عندهم علشان خاطر حرية. انسف كل اللي مأيدهم يا رب واكسروا في اسم الرب يسوع المسيح، وحط ما قدامهم الناس اللي يفوقوهم وخليهم يصطدموا بحقيقة يا رب العبودية اللي هم عايشين فيها، وادلهم معاها يا رب الطلب وانه يجروا وراك علشان خاطر انت تعطي الحرية الكاملة في اسم الرب يسوع المسيح. حاجة تانية يا رب، النهاردة بنصلي لأجل كل الناس اللي عندهم إدمان بطريقة عامة يا رب في اسم الرب يسوع، سواء إدمان للسبستنسز أو الإدمان للسلوك في اسم الرب يسوع المسيح. خليهم يا رب ينتبهوا علشان خاطر يستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته. ادي يا رب وميض في قلوبهم علشان خاطر يقولوا enough is enough، ويطلبوا ويحطوا أيديهم ويرفعوا أيديهم لفوق علشان خاطر أنت محضر ليهم الحرية الكاملة في شخصك. يا رب أنا أصلي علشان خاطر حكومة السودان، بصلي يا رب لأجل كل طغيان علشان خاطر تكسره في اسم الرب يسوع، بصلي لأجل كل عمل شيطاني علشان خاطر أنت تكسره في اسم الرب يسوع المسيح. بصلي يا رب عشان تنبه الحكام والفريق عمر البشير، وإذا لم ينتبه طيروا في اسم الرب يسوع المسيح، وإذا استمر في طغيانه فوق كل عالي عالي والأعلى فوقهما في اسم الرب يسوع، أنت تضع للبحر حدا لا يتعداه. كل محاولة منه لتطبيق الشريعة الإسلامية في اسم الرب يسوع احنا بنقف قصادها النهاردة، وبنكسر كل مشورة أخي توفل، وبننبه روحه في اسم الرب يسوع المسيح. في اسم الرب يسوع المسيح بنصلي رب لأجل الحكومة الوليدة في جنوب السودان، اديها رب رخاء. هما النهاردة بيبتدوا على أرض، وأغلب الناس اللي في الحكومة هناك طالبين وجهك أنت وعايزين اسم يسوع يعلى في أرضهم. ادلهم رخاء ونماء وثراء، وخلي اسمك يتعظم في هذه البلاد في اسم الرب يسوع المسيح. أمين 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 أمين. أخ مازن، أسألوا على حاجة. إيه رأيك في الحرب الروحية؟ بس تقول لي كده بسرعة إزاي نكسر، عشان بنتكلم على موضوع الإدمان والحرية، فنفسي أسمع في كلمة سريعة الحرب الروحية إزاي نكسب في الحرب دي. تعرف الكسب بالحرب الروحية السهل الممتنع، إنه في شيئين. الشيء الأول إنه تسبيح في نصرة وانتصار، والرجوع إلى الرب والركض عند أقدام الرب يسوع والصلاة فيها الانتصار، لأنه الحرب مش حربنا، الحرب هي للرب.
إذا بحاول أحارب الحرب بنفسي أنا رح أخسر الحرب، ولكن إذا اعتمدت على الرب أنا أكيد كسبان الحرب. وأنا مستغرب أنك أنت سألتني هذا السؤال، لأنه على يعني لسه بفكر بشيء حطه الرب على قلبي وأنت بتصلي دكتور. أنا بشكر الرب من أجل حساسيتك للروح القدس وحساسيتك فعلا أنه الرب معطيك حساسية للأمور السياسية من هاي الناحية، والصلوات والأثوريتي that the Lord is giving you. ببداية الحلقة قرأتي أنت أخت زيزيت قلت قام من المزمور الثاني والآية الثانية بيحكي قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. قام ملوك الأرض. وأنا سألتني أنت عن الحرب الروحية، بتعرف إحنا بالوقت الحالي منعيش بلحظات حاسمة بالحرب الروحية، والحرب هي على الرب. يعني إحنا شعب الرب اللي موجود هون، ولكن عدو الخير بده يقيم حرب، موجه حرب على الرب وعلى مسيحه. علشان كده أخ مازن سوري أن أنا أقطعك، بس أقول حاجة حلوة، أنه إحنا وفي ناس كتير قوي بيحاولوا يحللوا الأمور، لكن هل تفتكر تحليل الأمور بيدي نتيجة؟ أنا بحبش أقضي وقتي بتحليل الأمور، لأنه عارف أنه حلال الأمور الرب يسوع، فبحب أقضي وقتي بأنه بتطلع على يسوع. آمين. بس اللي على قلبي أنه أشاركه بشيء عملي. أنا بدي أشجعك، أنت عارف إحنا منعيش بزمن صعب وبوقت روحي صعب، وأنا حكيت الفكرة، هل قلبك على شعبك؟ هل قلبك على شعب الرب؟ هل قلبك على شعب الرب؟ إذا قلبك على شعب الرب، تعرف الرب أقام قناة الكرم في هذا الوقت لسبب معين حتى يكمل عمله، وتكميل عمل الرب أنا وياك إيدين الرب يسوع، واللي أنت بتقوم بتقديمه حتى توصله لشعبك في الشرق الأوسط هو اللي رح يوصل عمل الرب يسوع للشرق الأوسط. أنا وياك لربما مش رح نوصل للسودان أبدا، ولا عمرنا رح نقدر نزور السودان، ولكن قناة الكرمة بتوصل لكل بيت بالسودان، بتقدر توصل الرسالة. فبدي أشجعك إذا أنت قلبك على شعبك، الأخ مؤيد رح يرنم ويعطينا شوية ترنيمات، ولكن بدي أشجعك أنه فعلا تسأل نفسك هذا السؤال. أنا بقول كلمات أنه قلبي على شعبي، ولكن إيش الإشي اللي أنا بعمله حتى أثبت أنه قلبي على شعبي؟ نعم. عدو الخير ما بده إياك تعمل إشي، بده إياك بس تحكي كلام، ولكن الرب بيحكي لك أنت فعلا هل أنت قلبك على شعبك؟ قوم واعمل شيء عملي حتى تورجيني أنه قلبك على شعبك. أمين. 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 والرب الرب يشجعك فعلا أنه تأخذ خطوة عملية. تعرف نقدر نقضي كل السنين القادمة أنه نحكي كلام، ولكن الرب بده أبطال يحكوا مش بس كلام، ولكن يقوموا ويعملوا ويأخذوا خطوات إيمان. وإحنا بنسمع اختبار بعد اختبار بعد اختبار وشهادة بعد شهادة عن كيف أنه الرب أمين وصادق. تعرف يسوع صخر الدهور لا يتغير، لن يتغير، وعده أمين وصادق. إذا أنت أعطيت تعطى، إذا باركت تبارك، إذا أعطيت من ما عندك الرب رح يعطيك أضعاف مضاعفة. وهذا مش لأنه أنا بوعدك أو الأخت زيزيت أو الدكتور أدهم بوعدك أو الدكتور رأفت، ولكن لأنه وعد الرب أمين وصادق. أمين. أمين. الرعد الرب أمين وصادق. أمين. أنا بس خايف الأخ صمول ينام مني. لا لا لا، الأخ صمول هاي. نحن عايزين أبديت. أنت في أبديت مش بس مندل. ناخد تسبيحة نعظم فيها اسم الرب، لأن داخلين حروبنا بالتسبيح. أنا بتكلم على الحرب، لازم نكون كلنا صحيين. أمين. الماتش وصل منه شوية بس قليلين قوي، 1160 بس. لا لا ده ضعيف قوي، معناه الناس ابتدت تنام. 1160. لا لا احنا عايزين انصحهم بترنيمة ولا ايه؟ نصحهم بترنيمة، ترنيمة ونستعد بقى للحرب اللي جاية. تسبيح للرب. امين. امين.
أراضي كتيرة قدامنا وبوعودك تغنينا كل ما تدوس وأقدمنا دمن الرب لينا وأراضي كتيرة قدامنا وبوعودك تغنينا يسوع ملكنا ظافر والخطايانا غافر يسوع ملكنا ظافر والخطايانا غافر كل ما تدوس وأقدمنا دمن الرب لينا كل ما تدوس وأقدمنا دمن الرب لينا ماشيين بنرنم رفعين أنظرنا لفدينا عالماضي دايما دايسين وعالخوف اللي ملينا ماشيين بنرنم رفعين أنظرنا لفدينا عالماضي دايما دايسين عالخوف اللي ملينا يسوع ملكنا ظافر والخطايانا غافر يسوع ملكنا ظافر والخطايانا غافر كل ما تدوس وأقدمنا دمن الرب لينا كل ما تدوس وأقدمنا دمن الرب لينا ماشيين بنغني الأناشيد وقلتنا في إيدينا تحنا بموكب نصر وأكيد يسوع النبي حنينا ماشيين بنغني الأناشيد وقلتنا في إيدينا تحنا بموكب نصر وأكيد يسوع النبي حنينا يسوع ملكنا ظافر والخطايانا غافر يسوع ملكنا ظافر والخطايانا غافر كل ما تدوس وأقدمنا دمن الرب لينا كل ما تدوس وأقدمنا دمن الرب لينا ماشيين بنخطي صعوبات بتعطل رؤيتنا باسم يسوع نسحق حيات اسمك في نصرتنا ماشيين بنخطي صعوبات بتعطل رؤيتنا باسم يسوع نسحق حيات اسمك في نصرتنا يسوع ملكنا ظافر والخطايانا غافر يسوع ملكنا ظافر والخطايانا غافر كل ما تدوس وأقدمنا دمن الرب لينا كل ما تدوس وأقدمنا دمن الرب لينا ماشيين بنعدي أماكن مليانة أحزان طول ما يسوع في القلب ساكن قلبي معه فرحان ماشيين بنعدي أماكن مليانة أحزان طول ما يسوع في القلب ساكن قلبي معه فرحان يسوع ملكنا ظافر والخطايانا غافر يسوع ملكنا ظافر والخطايانا غافر كل ما تدوس وأقدمنا دمن الرب لينا كل ما تدوس وأقدمنا دمن الرب لينا ماشيين بنحكي اختبارات عن إحسانك لينا دمت عن قريب نقال وعالساحة بتلاقينا ماشيين بنحكي اختبارات عن إحسانك لينا دمت عن قريب نقال وعالساحة بتلاقينا يسوع ملكنا ظافر والخطايانا غافر يسوع ملكنا ظافر والخطايانا غافر كل ما تدوس وأقدمنا دمن الرب لينا كل ما تدوس وأقدمنا دمن الرب لينا قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3 وجميع التبرعات معفاة من الضرائب ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية لذلك اتصل بنا على 714-709-4300 ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com
أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم مرة ثانية بعد تسبيح وتعظيم لاسم الرب اللي بيعمله معنا في قناة الكرمة. فعلا كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته يقول الرب. بنشكر ربنا لأن إلهنا عظيم، ومش بس بيصنع عجائب في القديم لكن بيصنع عجائب النهاردة، لأن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. عشان كده النهاردة جايين بنصلي بإيمان نحن كل أرض طلعنا منها، كل أرض ساكنين فيها هتكون للمسيح بإذن الرب. بحب تعملنا سمو الأبديت على اللي حصل، بس عايز أقول على طلبات الصلاة. في أخت تقدمت بعطية $100 من فلسطين بكريدت كارد، وفي واحدة تانية قالت برامس هبعت $100 كمان، لكن عندها طلبة أن ابنها يتحرر من السجاير. أمين. وكمان في 500 يورو وصلوا من مصر. وبرامس بتصلي طلبة صلاة ان ابنها يلاقي شغل هو هنا في امريكا. وكمان في واحدة عراقية ساكنة في فرنسا قدمت $100. النهاردة عايزين فعلا شعب الرب في كل مكان يتحد معنا في الصلاة من اجل كل الطلبات دي. اخت سلوى عايزين نصلي من اجل فلسطين. أمين. إن ربنا يتعظم في أرض فلسطين مع الشعب الفلسطيني، مع الست اللي طلبت تحرير لابنها من السجاير. نفسنا نكون فعلا في حتى أثناء الصلاة والتسبيح ترفع سماعة التليفون. عايزين نكمل $5,000 التحدي اللي محطوطين قدامنا بإذن يسوع في أقرب وقت ممكن. على فكرة كمان، بس فلسطين نقدر نقول ملخص دولة مقدسة لكنها مقسمة. يعني الأرض دي أرض مقدسة لكنها أرض مقسمة. عشان كده الرب قال صلوا من أجل إيه؟ نصلي من أجل أورشليم، من أجل سلام أورشليم. أمين. صموئيل، هل الكرم بتوصل لفلسطين؟ لأجزاء من فلسطين؟ بيتصلوا منها. فنفسي الأخوة الفلسطينية يتصلوا ويشجعوني. الناس بيتصلوا من وقت للتاني. بيتصلوا وبنصلي معاهم. ماشي، ده الأخوة سلوى قاعدة على التليفون طول الوقت تقول لنا اختبارات. عندنا ناس من فلسطين بيتصلوا فعلا كتير، بنصلي معاهم، ناخد فرص رائعة جدا معاهم. ماجد الرب، تحفيز لشعبنا في فلسطين ولشعبنا الفلسطيني الموجود في أمريكا وكندا ولشعبنا اللي موجود في كل أنحاء العالم اللي بيحب فلسطين واللي قلبه على شعبه بفلسطين. إنك الآن ترفع سماعة التلفون تحكي أنا قلبي على شعبي وبدي أقدم لقناة الكرمة 5,000 10,000. أنا بعرف الشعب الفلسطيني صدقا من أكرم الشعوب اللي بعرفهم، لأنه كرمة وبعطوا من كل قلوبهم. طبعا كل شعبنا العربي معروف عنه بالكرم، لكن الشعب الفلسطيني أنا بعرف اختبرتهم، يعني أنا اختبار شخصي أنه عشت معهم. فالرب يبارك إخوتنا من فلسطين، والرب يعطينا to meet the match of $5,000 in the next 15 minutes. We have 15 minutes. بس انا بحيز برضه لمصر، انا عارف مصر هي اللي هتكسب. في وصلت 100 كريدت كارد من واحده مصريه فعلا في كندا. مصريه بتحب فلسطين، يعني انت قصدك على حد مصر بيحب فلسطين برضه اتبرع دلوقتي. احنا هنتكلم على فلسطين بس مصر هي اللي هتكسب. امين امين. على فكره الماتش باقي منه 2400 بس. هاليلويا. طب هل ممكن واحد يدينا؟ عندي ايمان كده ممكن واحد يقول انا هكمل الماتش. مش انت عايز تخلص اللي جاي. لسه ماتشات جاي كتير. اللي جاي حيأدي 2400 واحد اللي هو جاي في اسم يسوع. أخت سلوى قضينا في صلاة بأجل فلسطين. أمين. يا ربنا المبارك، نعظمك ونباركك لأنك إله رائع، إله عظيم، إله أمانة لا جور فيك البتة. يا رب بنشكرك لأجل شعب فلسطين وكل المحبوبين على قلبك. شكرا. الذين يسكنون هناك. يا رب بارك فلسطين. يا رب تعال عليها بمجد خاص، تعال عليها بقوة خاصة، تعال عليها ببركة خاصة. وحد شعوب شعبك يا رب، ووحد قلوب شعبك، واجعلهم يا رب يكونوا قلبا واحدا يا سيدنا رب، يعبدوك أنت الإله الحي الحقيقي وحدك.
ويسوع المسيح الذي أرسلته. نشكرك لأجل المحبوبين يا رب الغاليين الذين يتصلون بنا وعلى قلبهم يا رب الكرمة ويصلون من أجلها ويعضدونها. قادر أن تباركهم وتكافئهم وتعوض تعب محبتهم بحسب غناك في المجد. أختنا يا رب التي طلبت لأجل ابنها فعلا المستأثر يا رب من التدخين يا رب تعالى بتحرير كامل على قلبه. أنر عينيه يا رب وأخرج القشور منها كما صنعت مع شاول وحررته وأصبح بولس رسول الأمم. يا رب تعالى بمجدك على فلسطين، تعالى بمجدك على شعبك هناك، باركهم يا رب، بارك الحكومة والحكام، تعالى واظهر لهم ذاتك ليعرفوك يا رب ويختبروك ويعيشوا في سلام دام. في اسم المسيح بنصلي لأجل كل فرد فيها، لك الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. نعم أمين سيارة. في اسم نعم يسوع. نعم. معنا الأخت هيفاء من الأردن، أهلا بيكي أختك أخ مازن. الأردن شكلها حلوة. دي أخت الأخ مازن، اتفضلي حضرتك على الهواء. أنا هيفاء بطارس أخت لمازن. أهلا بيكي. بحب أبارك الرب. $250. ربنا يبارك. وبحب تصلوا للأردن ولعائلتي تحديدا وللكل. أمين أمين. وأنا من متابعين قناة الكرمة دائما. أمين ربنا يباركك يا أخت هيفاء. الأخ مازن هيصلي من أجل أمين. الأردن أمين. ومعلش أتعبك كمان من أجل سلطنة عمان. أيوة هنصلي أمين الرب. أجل الأردن أمين وسلطنة الرب. عمان الرب يباركك هيفاء ويبارك عيلتك ويبارك أولادك ويبارك خدمتك. أنا بعرف أنه أنت بنت الرب وغالي على قلب الرب، أنت وأولادك وجوزك والعيلة كلها، ورب يكمل عمله معاكم ويكمل بركته معاكم باسم يسوع. أمين. يا رب أنا بشكرك من أجل يا رب أولادك في كل مكان، أشكرك يا رب من أجل يا رب بنتك هيفا وكمال يا رب العائلة ديما ورنا وداليا وجميل ومالك يا سيد الرب، أشكرك لأنك أنت إله قدوس. شكرا يا رب أنت إله الأمانة، يا رب أنت أمين لا تنكر نفسك. شكرا يا رب لأنك أنت كنت مع هيفا وكمال وعائلتهم وستبقى معهم وستكون معهم إلى الأبد لأنك أنت أمين أيها السيد الرب. بصلي أنك تعطيهم حكمة في قراراتهم باسم يسوع يا رب، تسدد كل احتياجاتهم، تعطيهم يا رب سلام 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 يسوع أنه يسود على العائلة بالكامل يا رب. تعطي حكمة يا رب للأمور المستقبل بالنسبة للعائلة كاملة أيها السيد الرب. بصلي أيضا من أجل يا رب شعبنا في كل مكان يا رب، بدي أرفع أمامك يا رب سلطنة عمان أيها القدوس. يا رب أنا بعرف عمان بلد صغيرة، ويا رب بعرف أنه هناك في عمل نواة صغيرة للرب في عمان، ولكن أيضا أعلم أنك أنت قادر أنك تخترق عمان أيها السيد الرب. يا رب باسم يسوع يا رب نرفع شعب عمان أمامك يا سيد الرب، نرفع السلطان قابوس والسلطان يا رب العائلة المالكة أيها السيد الرب والحكومة في عمان يا سيد الرب، فعلا أنك أنت تعطيهم أنه يشوفوا مخافة الرب ويعملوا بمخافة الرب. أو يا سيد الرب أنت تخترق هذاك الأجواء أيها السيد الرب باسم يسوع. نحن نطلق سلطان يسوع يا رب، روح القدس الآن يصل إلى عمان أيها السيد الرب. بدي أصلي من أجل شعبك يا رب، الأبطال العمانيين اللي بيعرفوك يا سيد الرب، أنا ما بعرفهم ولكن أنت بتعرفهم شخص شخص يا رب. تلك الأشخاص الذين يبحثون عن الحق أيها السيد الرب، أنك أنت تقابلهم. يا من أنت تقابل، يا من قابلت شاول أنت تستطيع أن تقابل أشخاص كثيرين في عمان يا رب. أمامك عمان يا سيد الرب، تعال بإيدك، مد إيدك على سلطنة عمان أيها القدوس. أنا بدي أضعها أمامك من بدايتها لنهايتها أيها السيد الرب، وأنت قادر، أنت ملك الملوك وجلالك عالي وبتوصل لكل مكان وشعبك غالي عليك يا سيد الرب. زور عمان برحمتك باسم يسوع نصلي ولك أمين. كل المجد أمين. 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 أمين أمين في اسم يسوع. بتقدمة الأخت هيفا نزل الفاضل 2150 من الماتشنج. بشجعكم نحن قدمنا التحدي ده ونفسنا نقفله بسرعة في اسم يسوع علشان تمتد قناة الكرمة وخدمة والعمل ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. ممكن بس أشارك أنا معلش حيكر حاب أكون مطيع للرب الأشياء اللي بضعها على قلبي. معطيني الرب هالكلمات حاب أشاركهم كمان مع شخصين ثلاثة بسمعونا على التلفزيون، وأنت بشاك بالرب أو أنه مش متأكد أنه الرب بسمعك أو ما بسمعك. اسمع، الرب بده يعطيك هذا الوعد وبده أكد لك أنك أنت اللي مشكك بالرب وأنت اللي متردد تأخذ الخطوة. اسمع شو بحكي لك الرب، وأنت اللي طلبت من الرب مش سامع أو انتظرت لفترة طويلة. الرب بحكي لك من مزمور 34 بحكي طلبت إلى الرب فاستجاب لي،
ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال عليك حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل على الرب. اتقوا الرب يا قدسيه لأن ليس عوز لمتقيه. ليس عوز لمتقي الرب. الأشبال احتاجت وجاعت. أما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. هلما أيها البنين، هلما أيها الابن، هلما أيها البنت، بنت الرب، استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واصنع الخير. اطلب السلامة واسعى وراءها. عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. اسمع وجه الرب ضد عاملي الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. أولئك صرخوا إلى الرب والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم. قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامك يحفظ كل أولادك يحفظ كل عائلتك. الرب أمين وصادق. يحفظ جميع عظامه وواحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير ومبغضي الصديق يعاقبون. الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب. لا تخاف. خذ الخطوة مع الرب يسوع بالإيمان وانت متكل على الرب يسوع والرب رح يعطيك بركة عظيمة. اتكل على الرب واصنع الخير. على فكرة احنا طول النهار بنصلي، طول اليوم بنصلي، فاحنا لسه صحيين ومنتبهين. خش معنا في الحرب الروحية بس حط رجلك. الكلام اللي بيقوله اخ مازن كلام في غاية الأهمية. عشان كده بنقول دلوقتي مش بكرة. عشان أجل لبكرة. عايز تأجل انت حر، بس النهاردة في بركة لبكرة. أمين. أنا عايزاك تدينا نبذة سريعة عن النهضة في الجزائر. احنا كنا عارفين ان في نهضة روحية حاصلة في الجزائر دلوقتي. نفسنا نصلي لشعب الجزائر، بس تدينا نبذة عن الجزائر لان ما سمعناش ولا حد جزائري يتكلم لغاية دلوقتي، او نفسنا حد من اي شعب تاني يصلي بالنيابة ويحط تقدمة بالنيابة عن شعب الجزائر. الجزائر وهي دولة كبيرة طبعا وفيها يمكن مش أقل من حاجة وعشرين مليون، رب عمل فيها نهضة وعامل فيها تغيير غير عادي. بنسمع إخوة جزائريين كل يوم، والحاجة الحلوة إنهم كلهم من خلفيات يمكن بعيدة، يمكن صعب، لكن الرب لما بيجي بيزور مكان أو الرب بيجي يزور بلد بنلاقي مئات ألافات بتيجي. ما بنعدش، ما بقاش عد. علشان كده أنا بصلي النهاردة إن الإخوة في الجزائر يكونوا سبب نهضة للجزائر أكتر وللمغرب ولتونس. أمين. يعني أنا بقول نهضة الجزائر مش للجزائر، نهضة الجزائر للجزائر وتونس والمغرب، وربنا كمان يستخدمها في فرنسا. أمين. في إخوة جزائريين كتير قوي في فرنسا، في أوروبا وبالذات في فرنسا. فنفسي إنه هم يتحدوا مع بعض ويصلوا من أجل الجزائر، ويصلوا إن الرب يقوي النهضة بتاعتهم، يقوي. خلونا كلنا خش تحدي. الموضوع محتاج إن ناس تقف وتقول إحنا هنصلي. وأنا بقى مش هقول تحدي يا جماعة الكلام، لكن أنا نفسي إخوة جزائريين يمكن موجودين في أمريكا أو موجودين في الجزائر أو حد من نورث أفريقيا. أنا بحب التحديات لأن بشوف إنه بالتحدي بنقدر ننجز. هل ممكن حد يديني ويجاوبني النهاردة، أو حد من نورث أفريقيا يشترك معنا إن شاء الله بدولار واحد؟ فأنا هقول تحدي في النص ساعة اللي جاية. نفسي 10 إخوة من نورث أفريقيا يشتركوا معنا ما بين 50 ل 100 دولار في الشهر، علشان نحط بذرة لنورث أفريقيا.
هتقبل التحدي اخ صامويل؟ اقبل التحدي. امين. يعني هتوافقني ان ممكن هيكون عندنا ولا انت ما عندكش يعني شك عندك كده يعني شك ان ممكن يكون عندنا نورث افريكا؟ انا عارف ان في ناس حلوين جدا في نورث افريكا لانه مصر في نورث افريكا. شمال افريقيا ايش تشملها؟ مصر، السودان، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا. ايش عندنا كمان ب لا بس انا اشجع الجزائر. الصومال، الدول العربيه. انا اشجع الجزائر. طب تسالي من اجل الجزائر وتونس والمغرب؟ اه بس انا برضو انا اقول الجزائر يكونوا ليدرز معانا، وانا نفسي يكون عندنا 10 اشخاص ب 50 ل 100 دولار ماتش، من 50 ل 100 دولار اشتراك شهري، ويكونوا مشاركين للخدمه، ويكون دي بذره لانه خدمه قويه، وتكون الرب بيستخدم قناه الكارما في يعني نورث افريكا بالذات في الجزائر والمغرب وتونس. ولو حد يحب يشاركنا باختبار حاصل، او حد من الموجودين هنا يكون معانا عنده اختبار مع حد من الجزائر يشاركوا معانا او المغرب او تونس، بس خلونا نتحد كلنا دلوقتي من اجل هذه الارض اللي هي ارض نورث افريكا، الجزائر والمغرب وتونس. هنصلي للثلاث دول مع بعض دلوقتي، الرب يحدث نهضه. احنا اللي بنعمله النهارده على فكره هو تكسير في مملكة العدو، زي ما اتفقنا موضوع الطيارة من غير طيار، في روح القدس بيسير نحو دول مختلفة. فهنتحد مع بعض الآن، اشترك معنا، انت قدامي في الكاميرا سامعني يا أخ من الجزائر، يا أخ من تونس، يا من المغرب، اشترك معايا، صلي معايا دلوقتي. ولو انت مش قادر تتكلم خش على الانترنت، احنا قلنا الانترنت سلاح سريع، هتكون الطيارة سريعة، هيكون الانطلاق جوه الانترنت، ان الرب هيشارك، اخوه هيشاركوا، عايزين 10 يعني انا عندي ايمان 10 يشتركوا ب 50 ل 100 دولار اشتراك شهري معانا. انت بتحط بذره عشان مجد الرب في الجزائر. يا رب بنصلي من اجل الجزائر، بنصلي من اجل الجزائر يا رب. انت النهضه اللي بتعملها في الجزائر، كتير بيكتشفوا الحق، كتير بيكتشفوا ان يسوع المسيح هو الملك. النهارده بنعلن يا رب سلطانك على الجزائر، بنعلن حريه في ارض الجزائر يا رب. كل القبائل، كل الخلفيات، كل اتحاد يا رب، تعالى بقوه يا رب الى ارض الجزائر النهارده. ايضا بنصلي نهضه في الجزائر ان هي تبقى في عدوى لتونس وعدوى للمغرب. يا رب تعالى زور الثلاث دول النهارده يا رب، تعالى انت قوي الكنيسه في هذه الدول علشان تشهد، عشان تكون شاهده يا رب. اجعل المجموعات دي تشترك معانا، كلنا نكون مجموعات صلاه، نكون بنتحد مع بعض من كل الدول العربيه، من كل دول العالم، يكون اتحاد واتفاق في شيء واحد، ان الجزائر وتونس والمغرب الان يحصل فيهم نهضه، وتكون هذه الدول بتشهد عن دم يسوع، ويكون علامه انه الاماكن اللي كانت مغلقه والاماكن اللي كان بيظهر منها تطرف بيظهر منها نعمه وبيظهر منها محبه وبتظهر منها حريه في اسم الرب يسوع. ايضا يا رب انا بصلي من اجل الامور الجنسيه اللي في المغرب، في امور زنا كتير في المغرب، بنصلي من اجل الزنا اللي في المغرب والناس المقيده بالزنا والناس المقيده بالبروستيتيوشن في المغرب، بتكون الكسر النهاردة، ويكون حرية مجد يسوع في المغرب يا رب، في المغرب يا رب. انت تيجي زيارة لأرض المغرب، احنا مش هنتعب مش هنزهق، لكن هنقعد قدامك بكل قوة يا رب. خلي النهاردة ناس تتشغل قلبها يحتمي انه يشتركوا معنا بصلوات 10 أشخاص يا رب على الأقل، يبتدوا البذرة علشان أرض النورث أفريكا في اسم الرب يسوع المسيح، ولك الشكر والحمد. آمين. آمين. آمين في اسم يسوع. أنا كمان عدد سكان تونس والمغرب والجزائر 80 مليون قد مصر. واو. هللويا. الجزائر يمكن حوالي 36 مليون، والمغرب حوالي 34 مليون، والتونس حوالي 10 مليون. امين في اسم يسوع شعب لكل المسيح. عدد كبير، عدد ضخم. أمين. جدا جدا جدا. الوسيله الوحيده بالذات مثلا الجزائر، الجزائر مش مسموح هناك باي بناء للكنائس، الكنائس الوحيده اللي موجوده عاصمه بس للناس الأجانب اللي موجودين هناك علشان خاطر يمارسوا بعض الشعائر، لأن كان في تأثير فرنسي وكده. نفس الشيء في تونس، لكن الحاجة الوحيدة اللي تقدر توصل للأماكن ديت هي التلفزيون. أمين. والكم الرهيب
بالذات يعني أكبر معدل من كل البلاد العربية من الناس اللي بتتحول من الإسلام وتقبل المسيح. معلش سامحوني أنا من النوع اللي مش من خلفية تانية وأصلهم لا هو مسلمي، ما هو العالم العربي مسلمين وأقلية مسيحية وخلصنا على كده. يعني اليهود يمكن موجودين شوية في المغرب، كان في بعض المصريين اللي هم اضطردوا وكده، لكن بقيت فالناس دول بيتغيروا بيحبوا المسيح. محدش ما بيمسك سيف في حد في الجزائر، محدش اللي بيمسك سيف هو اللي يحطوه على رقبة الشخص اللي بيتغير. لكن البلاد دي المكان الوحيد اللي يقدر يوصل لها هو التلفزيون، المكان الوحيد اللي يقدر يتلمزها هو التلفزيون. في واحد أخ قال لي ان في بعض المسيحيين بالذات في اماكن البربر اللي هي في الجنوب بتاع الجزائر، خارج العاصمه، الناس دولت بعضهم اللي بيوتهم كبيره شويه تسع مثلا 20-25 واحد، الناس بتبقى واقفة طوابير علشان خاطر تشوف الميديا المسيحية. وبيدخلوا عاملين قاعة مثلا جوه البيت فيها تلفزيون، ويدخلوا 25 واحد يقعدوا ساعتين ويمشوا ويجي بدلهم 25 واحد. في بعض الناس في الجزائر وفي المغرب بيتبعت لهم كتب مقدسة بيوزعوها على بعض، واحد ياخد إنجيل لوقا ويقطعوا يعني إنجيل مرقس، بيقطعوا كتاب المقدس يقسموه على بعض. وبعد ما أنت تخلص عندك يومين ثلاثة تخلص إنجيل يبتدوا يبدلوها مع بعض. إلى هذا الحد الجوع والعطش. النهاردة أصبح عندنا فرصة مذهلة أن كلمة المسيح توصل. أمين. كل اللي يهمنا كلمة المسيح توصل، وتوصل بحق، وتوصل بالطريقة المتناسبة مع الناس دولت ومع الكالتشر. يسوع بيحبهم، بيموت فيهم، مات لأجلهم. مرات كتيرة بيظهر ليهم برؤى وبإعلانات وبشفاءات. الجزائر متقدة بالنار، بس كيف يسمعون بلا كارث؟ بالضبط. وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ النهاردة عندنا فرصة مذهلة من خلال الميديا لكم بصورة عملية نوصل ليهم بصورة عملية عشان نكون كارزين. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نبعت الكارما ونخليها دائما على الاون اير، قادرة توصل بالبرامج اللي هي كالتشرالي سنسيتيف ليهم، بلغتهم، بالموسيقى بتاعتهم، بالطريقة اللي هم يقدروا يفهموها، نفتح لهم كلمة ربنا، نتلمزهم. لا تتخيلوا الكم الهائل من الناس، مئات الالاف من الناس اللي عندهم جوع وعطش، ولا قسيس هيقدر يوصل لهم، ولا كارز هيقدر يوصل لهم، ولا حد هيقدر يوصل لهم. أعداد مذهلة أكبر بكتير جدا من أي حاجة. انفجار روحي. أمين. والحل الوحيد إن احنا نقدر نتلمزهم ونوري لهم كلمة ربنا، وبدل ما هم يبقوا بيقطعوا كتاب المقدس عشان خاطر يقدروا يقروا مع بعض، نقدر نوصل لهم بكلمة ربنا. أنا عندي خبر حلو دكتور رأفت للكتاب المقدس، بس نفسي أخذ مكالمة الأخت سميرة من ميشيغان. أهلا بيكي. ألو. الو، اهلا يا اخت سميره، حضرتك على الهواء، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. قناه الكرمه، اهلا بيكي انت على الهواء، اتفضلي. سلام عليكم معاكم جميعا ومع الاخوه والاخوات المباركين. ربي يبارك. اهلا بيكي، ربنا يباركك. ممكن طلبت صلاه من اجل مريض بالسرطان حاليا نايم بالمشفى، وحالته يعني كثير خطره، اسمه قيصر، ويا ريت تصلون من اجل يسوع المسيح يلمسه ويبارك به ويشفيه. وكمان طلب الصلاه من اجل بنتي، عندي اسمها لينا، عندها هيك مثل غده وارمه في رقبتها، وعلشان الله يشفيهم اثنيناتهم. ونشكركم على هاي الخدمة العظيمة اللي انتوا تقدموها لنا ولجميع المسيحيين،
وكأنه احنا حاليا من نقعد مقابل التلفزيون كأنما في كنيسة بنسمعكم ونصلي معكم ونطلب من الله أن يكون سلام للعالم أجمعين، سلام للعراق، سلام لمصر، سلام للدول العربية، سلام لكل هذا كل العالم اللي هم حاليا في أزمة حادة وفي اضطهاد قوي. والله يبارك بيكم وسلام سلام الله معكم. ربنا يباركك أخت سميرة. وألف شكر جزيل لكم. ربنا يباركك، ألف شكر لك. شكرا لكم لصلواتكم حتى نكون الله يتمجد بهذه الصلاة العظيمة المباركة. أمين. لشفاء المرضى جميعا وشكرا جزيلا. ربنا يباركك يا أخت سميرة، هنصلي من أجل قيصر ومن أجل بنتك وبنشكرك على فيصل. مكالمتك. فيصل. فيصل قيصر قيصر انا سمعت قيصر يومين اخ مؤيد اخ مؤيد تصلي من اجل قيصر ابنها وبنتها لينا لينا اتفضل. امين يا رب يسوع، نحن نسلم يا رب قيصر ولينا بين يديك يا سيد الرب. نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا الخير الذين يحبون الله المدعون حسب قصده. يا رب نشكرك يا الهي الطيب انك انت اله الرحمه والمحبه يا رب، أنك أنت يا رب تسمح في الظروف، لكن لكي تسمح في الظروف أيضا تتمجد من خلال الظروف، لكي تطلع يا رب نخرج باختبار رائع. أنك أنت يا رب خالق الأطباء وأنت الطبيب العظيم وأنت الطبيب الأعظم اللي أنت كنت تشفي في القديم وما تزال تشفي الآن وفي المستقبل. أنك أنت هو الرب الأمس واليوم إلى الأبد يا رب. أضع يا رب يا رب لينا وقيصر بين إيدك يا رب، أنك تلمست شفاء عاجلة يا رب، ترسلها على أجنحة النسور لأن صلاة الإيمان تشفي المريض باسم الرب يسوع المسيح. ارسل يا رب لك شفاء الآن إلى قيصر ولينا باسم الرب يسوع المسيح لكي تتمجد في المرض يا رب، لكي نعظم اسمك ونشهد عنك وعن صنيعك العجيب في اسم المسيح. أمين أمين أمين. أنا عايزة بس أدي أبديت شوية. في واحدة أخت عراقية عايشة في أستراليا تقدمت $1,000 أونلاين أونلاين تقدمة على الويب سايت، وفي واحدة مصرية عايشة في أمريكا قدمت $100 وطلبة صلاة من أجل جوزها يلاقي شغل، وفي طلبت صلاة من للأخت ماريز، وفي واحدة في كاليفورنيا مريضة جدا ما قالتش نوع المرض بس طلبة دكتور أفت يصلي لها. فنشترك في الطلبات دي. وفي أبديت تاني في $200 أونلاين من أخت من كاليفورنيا. والابديت بتاع استراليا ده عراقي في استراليا وطالب طلبت صلاه لاجل اخوه في امريكا وعمل الدونيشن $1,000 اونلاين من استراليا. امين. علشان اخوه اللي في امريكا مريض. وفي $30 بروميس كمان جم، يبقى الابديت انا مش عارفه وصلنا كده. ايه المجد اللي احنا عايشين فيه؟ انا عايز اسال ايه المجد؟ المجد يعود للرب. احنا داخلين من السودان لاستراليا، يعني انا مش عارف. انا اعتقد مصر والاردن كله شغال، اي حد مش بيتجاوب يبقى يعرف ان هو من ليس معنا فهو يعني مش عايز هو. بس لا احنا مش قصدنا نحكم على حد على فكره، بس انا عايز اشجع. احنا على فكره يعني احنا في تحدي ما بيننا، لكن احنا بنتفق برضه بنتفق وبنتفق. العراق دلوقتي تبرع ب $1,000 العراق على فكره العراق بدايته قويه ونهايته وشغال. لا ونهايته لسه ما فيش نهايه، لا نهايه للعطاء لسه. شوف حبايبي من القاهره والبحري اسكندريه ناموا خالص، يعني يعني انا بقول احنا دلوقتي كلنا من كل اتجاه من استراليا واصلين للسودان ودخلنا على الجزائر. في يعني انا مش عارف انتوا محتاجين تتجاوبوا اكتر. انا مش بحمل على حد على فكره ولا بدير حد ولا اقول لك تعمل ايه، لكن انا بقول خلونا في جو المحبه كلنا نتحد مع بعض. البركه مشتركه، الجو حلو، كلنا هيبقى فرحانين وكلنا ننام واحنا سعد. احنا لسه قدامنا شويه، مش هننام دلوقتي. مش كده 10 دقايق تاني، يمكن 15 دقيقه هتنام بعد كده. لا هنخلص الحلقه. يعني احنا ايه قدامنا وقت لسه، لكن من فضلك شارك وكل دقيقه ثمينه. احنا طبعا في امريكا وعارفين ان امريكا كل دقيقه بتعني ايه هنا بالنسبه لهم، فلوس. لكن احنا كل دقيقه بتعني صلاه بالنسبه لنا. لكن عشان نقدر نصلي اكتر ونوصل قطاعات عريضه محتاجين الماده. أمين. الماده ليست لان احنا تكون للجمع، لكن الماده للتوزيع والماده للاستخدام. فاذا الرب اعطاك هذه البذره من فضلك
حطها معنا. وانا زي ما بقول لكم احنا طول اليوم صلاه، فاللي انا شايفه انا مش يعني مش بتحيز لحد معين، لكن انا شايف الجو اللي احنا فيه، الجو اللي احنا فيه جو صحي، جو هدف يوصل لارجاء المسكونه. احنا دي النهارده بدايه ان احنا عايزين نكسر جراوندز بقالها سنين واقفه مكانها. انا بدعوك وبدعوكي اشترك معانا، خليك انضم للعيله، انضم للجو الروحي اللي حاصل عشان تحصل بركه، عشان حياتك تكون مثمره. لو عندك مرض الرب يشفيك، لو عندك قيود هتتفك. وعشان كده عايزين ان احنا كلنا نتحرك مع بعض ونبقى ماشيين في الجو ده. عايزين سلوى انا عايزاكي تقول لنا، هل عندك، عايزين نصلي للسعوديه دكتور رفعت، حضرتك تصلي للطلبات الصلاه اللي طلبت منك، ونفسنا كمان نصلي للسعوديه، بس عايزه اسمع من الاخت سلوى. بتسمعي من الناس في السعوديه بيطلبوكي على التليفون اختبارات؟ عايزه اقول حاجه بس على السعوديه بسرعه. اتفضل. هسالك كسيده، تتخيلي ان انت لما ما بتقدريش تسوقي يبقى احساسك ايه؟ مشكله كبيره طبعا. النهارده قبضوا على 7 أو 8، احنا مش بنتكلم على، بنحترم كل الدول، بنحترم حريه الدول، لكن بس بنقول رايي انت كسيده بما ان هما سيدات. لو انت سيده النهارده وقالوا لك مش من حقك انك تسوقي هيبقى احساسك ايه؟ لا صعب. هتحسي ان في تمييز؟ طبعا كبير. عشان كده احنا محتاجين نصلي من اجل السعوديه، في تمييز. احنا مش بنقول في حريه لكل الناس تعمل اللي عايزاه، لكن في تمييز. دكتوره زيزيد انت دكتوره واكيد في دكاتره سعوديات، هيبقى احساسك ايه لو مش هيدوك رخصه؟ قولي لي كده الاحساس. احس ان انا حاسه ان انا مثلا مشلوله، مقيده، ماليش يعني مخدره، ما في، مش هقدر اعيش انا لما يعني احنا هنا في امريكا. هل تحسي انك انت متساويه مع الراجل؟ انا احس ان انا يعني سوري يعني الكلاب بتمشي في الشارع براحتها، يعني انا مش قادره امشي في الشارع، اسوق عربيتي، اروح الاماكن اللي انا عايزاها. صعبه جدا، احساس يعني قهري رهيب جدا ان انت ما تبقاش قادر حتى تتحرك. انا نصلي لهم. امين. نفسي نسمع من الاخت سلوى بعض الاختبارات اللي ربنا بيستخدم قناه الكارما سبب تحرير لناس كتير. السعوديه. ده صحيح الحقيقه، فعلا في ذهني دلوقتي 3 اختبارات افتكرتهم. واحد اتصل اتصل بصوت واطي وقال انا بكلمكم الحمام لاني انا مش قادر اتكلم بصوت عالي، لان انا اختبرت رب عن طريق الكارما وانا اختبرت المسيح والمسيح عايش فيا وعايش في قلبي، بس مش قادر اتكلم بصوت عالي علشان محدش يسمعني ممكن يأذوني. في حد تاني كمان اتصل من الأوضة بتاعته بصوت واطي وقال أنا بحب الكارما كتير وأنا سلمت حياة المسيح والكارما عملت في عمل رائع جدا، وبعدين بس أنا في الأوضة بتاعتي. بعدين اكتشف أني أخوه اللي في الأوضة التانية هو بيشوف الكارما برضو، وبعدين هما الاتنين اكتشفوا أن في حد تالت في الأوضة التالتة بيشوف الكارما برضو. المهم قالوا اكتشفنا أن كلنا كل واحد في أوضة لوحده بيتفرج على الكارما وبيخبي من التاني. ففي النهايه كنا كلنا بنشوف الكارما والكارما عملت في قلبنا. ده كلهم من عيله واحده، من عيله واحده في بيت واحد. واحد تاني اتصل بيقول ده غير في الحمام. لا ده دي عيله كامله يعني. لا ده حاجه ثانيه. انبليفبل. يعني اكتشفوا كده وقدرنا ان احنا في الحاجات دي مش لابد ان احنا نشارك، ولا يعني ربنا هيستخدم الحاجه من الهوا؟ انت عارف السعوديه هي رابع دوله من كميه المشاهدين في المشاهده لقناه الكارما. السعوديه رابع دوله صحيح. باستمرار. طب انا بحب التحدي، هتكون اول دوله في اسم يسوع. امين. ومش هيبقى كده بس، لكن هنسمع عن اخوه سعوديين بيشاركوا معانا علشان عايزين اخواتهم كمان. امين. تعرف امين. انا افتكر مره في مره من المرات كلمنا امير سعودي وقال انا بتابع قناه الكارما وبتابع وبشوف ايه اللي بيحصل وسال اسئله. انا مجد الرب بيشوف على الارض. انا كنت بشارك مع زوجتي قبل ليلتين او 3 ليالي، اول ليله كنا او ثاني ليله كنا فيها هون. يعني احنا كنا بنسمع عن اختبارات، ناس بيعرفوا الرب وبشوفوا الرب وبنسمع حكايات، يعني اشياء عجيبه. ولكن الاختبار اللي حصل معنا قبل ليلتين مع الاخ سلطان، مش عارف هو بجوز بسمعنا هلا وبشاهدنا على الكرمة، انه كان شيء عجيب انه الاخ سلطان قبل الرب يسوع على التلفزيون بنفس اللحظه اللي احنا بنصلي فيها. يعني اتس انكريدبل. واتصل
واعلن ايمانه على الهواء بعلنيه على ملايين قدام ملايين من العالم. وهنعمل دعوه لو انت في السعوديه او في اي دوله من دول الخليج بتسمعنا دلوقتي وصلي للرب وهنصلي معاك ان الرب ياخدك في رحله رائعه جدا ونهايتها روعه جدا احسن من الرحله اللي انت موجود فيها دلوقتي. الرحله اللي انت موجود فيها دلوقتي رحله خسرانه، رحله هتقع في مكانها. انا هسال سؤال، الناس اللي كانت موجوده من 1000 سنه في الجزيره العربيه هل موجودين النهارده؟ لا. في حال حد منهم موجود؟ اتاسست دوله السعوديه سنه 1900 تقريبا 33. لكن هقول لكم حاجه، الناس اللي كانت موجوده في ايامها مش موجوده النهارده. حتى الملك نفسه اللي اسسها مش موجود النهارده، لكن الرب موجود، مش كده يا حسامه؟ الرب موجود. الرب بيحب الارض دي حتى لو الارض دي مش بترحب بيه. الى خاصتي جاء وخاصته لم تقبله، حتى الناس اللي كانوا قرايبه ما قبلوش، لكن الرب النهارده بيدعوك. لو انت في دوله الخليج، انا ما اعرفش مين بيسمعني في الخليج، لو في السعوديه اشترك مع المجموعه دي، حط بذره، صلي معانا عشان الرب يباركك. امين يا رب. اختصار وهتدينا اختبار كمان. واحد مره اتصل بيا وقال لي لفت نظري قوي المحبه اللي انتوا بتقدموها لنا واحنا بنكرهكم. قال انا اكره خالص حاجه اسمها مسيحيه، كلمه مسيحيه دي مكروهه جدا بالنسبه لي، بس لفت نظري ان انتوا بتقدموا لنا محبه واحنا بنكرهكم، وكل ما نكرهكم اكتر كل ما بتحبونا اكتر. فقال عارفه انا عملت ايه؟ قلت له عملت ايه؟ قال لي انا عملت داونلود للكتاب المقدس من على الكارما، وحبيت اشوف ايه الكتاب اللي بيعرف الناس ازاي تحب لما بيكون في قصادها كراهيه. قالوا ابتديت اقرا الكتاب وفعلا الكتاب ده اصطدني. فنشكر رب، هو نزل الكتاب المقدس وعمل له داونلود من على الويب سايت بتاعنا، وابتدى يقرا الكتاب علشان يشوف الاله المحب اللي علم الناس ازاي تحب رغم الكراهيه. امين. انا معاك التليفونات، قناه الكارما بيجي لها الاف المكالمات كل اسبوع، يجي لها على الاقل 3000 مكالمه على الاقل، او يمكن 3000 ونص، احيانا بيبقوا 6000 و7000 واكثر من كده. لكن انا في يوم واحد قررت اشوف المكالمات دي بتيجي منين، فاخدت ساعه واحده ولقيت في 5 مكالمات في الساعه الواحده دول من السعوديه. هللويا. ربنا عايز يوصل للناس دي. الناس بتدور على الحق، بتدور بامانه، وربنا بيحبها، والله عايز يوصل لها. شكرا. وبيوصل لها وبيغير حياتها. اختبارات واختبارات واختبارات. الاخت سلوى واحده من التيم الكبير اللي بيرد على المكالمات او على التليفونات في قناه الكارما، هي لوحدها انا شايف قدامها كتاب مليان اختبارات. ربنا بيتعامل مع ناس كتيره من خلالها ومن خلال قناه الكارما، وربنا بيتمجد كل يوم وبيوصل الرساله لكل يوم. هو ده اللي احنا بنعمله في قناه الكارما، عيد الحصاد اللي احنا عاملينه ده علشان نقدر نوصل لناس اكتر، عشان نقدر نصلي مع ناس اكتر. عشان كده بنطلب منك تحط ايدك في ايدينا في قناه الكارما في اي مكان انت موجود فيه. يمكن زي ما بيقول اخونا رامز، يمكن تكون موجود في السعوديه وتقدر تساعد العمل ده، بتحب قناه الكارما وتقدر وعايز قناه الكارما تكمل وتوصل، او يمكن تكون في اي دوله عربيه، يمكن تكون في الكويت، يمكن تكون في مصر، يمكن تكون في امريكا، يمكن تكون في فرنسا، في السويد، في النمسا، في اي حته في العالم. اعرف ان قناه الكارما قائمة بالكامل على التبرعات بتاعت حضرتك، وأي مكان موجود فيه تقدر تخش على الويب سايت. زي ما شفنا من دقايق من استراليا حد حط $1000 ووصلت لقناة الكارما. بنشكرك وبنشكركم. قناة الكارما موجودة في استراليا وهتكمل بإذن يسوع. احنا مطلوب مننا 200 واحد من استراليا يتبرعوا شهري $100 في الشهر عشان نقدر نكمل. ربنا يباركك ويباركك. هنرجع تاني ونكمل مع السعودية وعن السعودية. دكتور رأفت، ارفع لنا صلاة من أجل السعودية، وكمان صلاة من أجل الست المريضة في كاليفورنيا، طلبة صلاة مريض، وكل طلبات الصلاة قلت حضرتك. أمين أمين. يا رب نحط قدامك أختنا يا رب في كاليفورنيا اللي عندها مرض يا رب شديد، وأشكرك أن يمكن ما نعرفش الاسم ولا نعرف المرض، لكن عارفين حاجة، أن اسمك فوق كل اسم. هللويا. وفوق كل اسم يسمى، ليس في هذا الظهر فقط بل وفي المستقبل أيضا. نعظم اسمك وإطلق يا رب من اسمك قوة باسم يسوع لهذه الإنسانة يا رب. باسم يسوع.
في اسم يسوع، روح ونفس وجسد. أنت الوحيد اللي عندك الحل، لأن أنت اللي عندك الكتالوج. أنت الوحيد اللي عارف إزاي تقدر توصل للإنسان زي ما هو. مبارك اسمك، مبارك اسمك. حتى يا رب معاهم كل إنسان مريض ذكر اسمه أو في قلب كل واحد من أحبائنا المشاهدين. بنتحد يا رب عشان في الأول تدي شفاء روحي، مصالحة ما بين الإنسان وخالقه، مصالحة ما بين أبويتك اللي بتمد إيديها لكل واحد وكل شخص يا رب محتاج. إن كان يا رب اللي بيأثر فينا هو ألام الجسد والخوف من الموت، النهاردة يا رب اعمل نوع من الافتقاد أو الغزو لكيانات مئات الألاف بل الملايين يا رب حوالين الشاشة النهاردة، وتواجه يا رب مع احتياجهم الحقيقي، مع يا رب الفراغ اللي جواهم اللي بيصرخ والإنسان بيحاول يترجمه على قد ما هو فاهم، لكن أنت عارف الفراغ الحقيقي وأنت الوحيد اللي عندك اللي يملاه. عشان كده مد إيدك يا رب في اسم يسوع بروح المصالحة اللي صنعها ابنك الرب يسوع المسيح. يا رب كمان السعودية بين إيديك. أمين. بلد كبيرة مترمية مليانة بترول، مليانة ناس، مليانة خير. أشكرك. أشكرك يا رب، أشكرك إني أرى نور بينفجر وسط الظلمة في السعودية وبيطرطش على الجزيرة العربية كلها. أمين في اسم يسوع. أشكرك لأجل النور الباهر اللي بينبثق في وسط الظلمة في اسم يسوع يا رب. أشكرك أشكرك إنك بتحب السعوديين جدا. شكرا يا رب، شكرا يا رب. أشكرك إنك بتحب كل واحد بيجدف على اسمك وينكره. شكرا. ويلعنه كل يوم ويمنع صورته اسمه وكتابه من هو يكون موجود. أشكرك أحسن إليه. أشكرك أشكرك إنك عندك حب كافي إنه يحرق كل المعوقات دي. نعم يا رب. شكرا يا يسوع. مبارك اسمك، محبة أبدية. مبارك اسمك. أنت قلت إن المحبة قوية كالموت. شكرا يا رب، شكرا يا رب. أشكرك. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. أشكرك أشكرك لأن كل مياه لكل سترونج هولد في هذه البلد يا رب بيحاول يخنق كلمتك هيتحول هو أيضا إلى كارز، وكل كل شاول هيبقى بولس في اسم الرب يسوع المسيح. في اسم الرب يسوع المسيح افتقد يا رب بالحب كثيرين، ما تنيمهمش ما تنيمهمش ما تريحهمش وهم بيرفسوا مناخس، لكن اتقابل معاهم بطريقتك، خلصوا البعض بالخوف بالمحبة بطريقتك. انت عارف كل واحد ازاي توصل له، وغير المفاهيم واستخدم الكلمة الحية الفعالة الأقوى من كل سيف ذي حدين علشان خاطر تكسر السيف اللي بيتحط على رقاب المؤمنين في اسم الرب يسوع المسيح. ليك المجد. افتقد ملك السعودية. أمين يا رب. افتقد العيلة المالكة في السعودية. يا رب. أنت ليك في بيت قيصر ناس. أشكرك 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 في اسم الرب يسوع المسيح. حط العيلة المالكة قدامك بالألاف من
الأمراء والوطفر الألقاب شكلها إيه يا رب؟ جوة السعودية وبرة السعودية وفي كل مكان في أوروبا وفي أمريكا. رف بمحبتك عليهم في اسم الرب يسوع المسيح يا رب. لا تدع عصا الأشرار تستقر على نصيب الصديقين. أمين. أنت ليك يا رب في بيت قيصر حبايب ومؤمنين. في اسم يسوع اطلقهم. أنا أشكرك. ليك المجد، ليك المجد، ليك المجد. جبار جبار جبار. أنت ملك ملوك الأرض كلها. بنعلنك ملك على السعودية. أمين يا رب. وعلمك فوقها محبة. علم المحبة والسلام. لك المجد يا رب. ودمك اتسال من أجل حبايبك هناك. نعم يا رب. نعم شكرا يا رب. شكرا. واستثمارك اللي استثمرته لأجل خلاص البشرية. شكرا. أشكرك إنه هيجد صدى ومش هنعرف نلاحق على اللي طالع من السعودية. نور 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 بينفجر وسط الظلمة بجبروت. ليك المجد ليك المجد. أمين. ليك المجد يا رب. هللويا. أشكرك يا رب. أمين. 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 في أي أبديت؟ لا ما فيش أبديت، بس فاضل شوية دول نفسنا نصلي من أجلهم مجموعة، يعني عشان نبقى غطينا كل الدول العربية النهاردة قبل ما نختم حلقتنا. البحرين، الإمارات، قطر، الكويت، اليمن، موريتانيا، الصومال. هطلب منك دكتور رامز ترفع كل الدول دي أمام عرش النعمة. وهنختم حلقتنا بعد كده بتسبيحة من الأخ مؤيد. أحبائنا المشاهدين بشكركم جدا من أجل كل واحد النهاردة تكلم، كل واحد رفع الكرمة في الصلاة، كل واحد شارك سواء أونلاين أو بالتليفون. أشكركم من أجل كل واحد النهاردة حس بالمسؤولية أن العمل ده بتاعك أنت وبتاعك أنت. النهاردة كلنا بنتمم مشيئة الرب أنه إحنا نذهب إلى العالم أجمع ونكرز بالإنجيل الخليقة كلها. هنصلي مع الدكتور رامز من أجل كل بلاد الباقية، وهنلتقي بكرة في حلقة جديدة في عيد الحصاد. بشكركم كلكم النهاردة، يعني فعلا ربنا باركنا بحلقة عظيمة. وهنختم الحلقة مع الأخ مؤيد. أنا بطلب منك وانت بتصلي دكتور رامز تصلي لأجل كل واحد النهاردة. أمين. قدم أي تقدمة، في طلبات صلاة كتير جت، في ناس عندها احتياجات، في ناس بتدور على شغل. تصلي لأجل كل واحد، صدق وآمن وقدم أي تقدمة النهاردة. البركة على حياته وعلى بيته. خلينا ناخد مداخلة أخيرة بس معلش. وبعدين أهلا بك يا سوزان. سوزان من كاليفورنيا، أهلا بك أنت على الهواء. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا يمكن اخر مكالمه، والمكالمه دي حقيقي بجد. انا عايزه اذكر قناه الكارما وبقول يعني بامانه، انا كنت في كل مره بيبقى عندي مشكله كنت الاول انا عرفت طريق قناه الكارما عن طريق التليفون اللي موجود. فلما عرفت ان انتم ممكن تصلوا معايا فاخدت التليفون واتصلت وقلت خلاص بقى، يعني هي مجرد اتصال يعني. وبعد كده هو فوجئت ان انتوا فعلا بامانه اخت سلوى بامانه واخت منال، يعني حقيقي عمري ما كنت في ضيقه او مشكله الا ما افاجئ بيتصلوا بيا هما ما يعرفوش يعني، وانا ما بكلمهمش افاجئ بيكلموني ويصلوا معايا. ومره كان عندي ضيقه جامده جدا وببكي بدموع، فوجئت اخت منال بتتصل بيا وبتتكلم معايا تصلي معايا، وبامانه المشكله دي اتحلت في نفس اليوم. يعني هي كلمتني الساعة 7 والساعة 10 فوجئت اللي كان حاصل سبب منه المشكلة ده بيتصل بيا وبيعتذر لي وبيقول لي حقك عليا، وما كنتش مصدقة ان مش ممكن يعني مهما حصل كان يقدر تتغير الأحوال. وكذا مرة أفاجئ برضو أخت سلوى ألاقيها برضو بتتصل بيا
تسأل عليا بجد بأمانة يعني ربنا يعوضكم كل خير. وحقيقي يعني أنا بتمنى دايما تذكروني في صلواتكم من أجل الأسرة ومن أجل البيت. وبشكركم خالص 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 ربنا يديم كده يعني محبتكم وعطائكم وصلواتكم ودايما في الزيادة والنمو. أمين خالص. أمين في اسم يسوع. ربنا يباركك يا فزان. وهنصلي من أجلك كمان دلوقتي حالا. و بشكرك من أجل مدخلتك. دكتور رمزة تفضل. قبل ما نختم بس هارا حاجة عدد صغير خالص في كورنس في تيموثاوس الثانية 4:7 بولس قال كده قد جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا قد وضع لإكليل البر. أمين. كل واحد شارك النهاردة هو جاهد عشان كده هنصلي من أجله إن الرب يباركه ويجاهد أكتر ويصلي أكتر معانا ويشترك معانا في حصاد في الأيام الجاية إذا كان يحب يشارك تاني. خلونا نصلي مع بعض نرفع الدول ونرفع الإخوة اللي شاركوا. يا رب بنشكرك إن قطتك عظيمة لكل الدول لكل الأشخاص من جميع الخلفيات من جميع الأجناس من جميع يا رب الأسر. يا رب بنصلي النهاردة انك انت تيجي تزور البلاد دي تزور يا رب قطر والبحرين اللي فيها مشاكل تعال زور الامارات تعال زور يا رب انت اليمن. يا رب بنصلي من اجل اليمن من اجل ان الشعب يعيش في حرية وان قناة الكارما اللي بتصل لليمن تكون سبب بركة لكثيرين في اليمن في الوقت اللي هو يا رب في صعوبات وفي قتل وفي اليمن كل ما كل شخص مسلح فيها. عشان كده يا رب تعالى زور هذه الأرض. يا رب أيضا بنصلي من أجل قطر بنصلي يا رب من أجل دبي يا رب بنصلي من أجل الصومال الكويت بنصلي من أجل الكويت وبنصلي من أجل موريتانيا. يا رب تعالى أنت زور كل هذه الدول النهاردة. تعالى يا رب أتي أنت من بأولادك من كل منطقة يا رب. يا رب خلي صحي الكنيسة النهاردة عشان تصلي. يا رب ما ينفعش نعبدك ونصلي ونكون بنعبدك بنص قلب. يا رب خلي كلنا نتحد مع بعض بعزم القلب بصلوات بعطايا علشان كل هذه الدول تصلها رسالة الإنجيل وتستمر إرسالية هذه القناة سبب بركة لكثيرين وكثيرين. يا رب بارك أحبائنا اللي شاركوا وحطوا إيديهم في إيدينا النهاردة وحطوا بذور. يا رب أنت باركهم بركات زمنية. أنت قلت يا رب هتدي من الضعف. يا رب بنصلي أيضا لأسرهم حماية على حياتهم. بنصلي يا رب على أشغالهم أن أنت حماية على الأشغال. بنشكرك من أجل كل واحد شارك يا رب باسم قناة الكرمة. يا رب بنشكرك جدا بنسبح اسمك بنعطيك المجد لأنك عظمت العمل معنا جدا النهاردة. بنشكرك أنك أنت فرحت قلوبنا بنفوس كلمت وشاركت معنا. يا رب احفظ هذا العمل ويا رب بكرة يكون مجد جديد وعطاء جديد وصلوات جديدة في اسم الرب يسوع المسيح ولك الشكر والحمد. أمين. حبينا المشاهدين خليكم معنا فترة تسبيح نختم بها حلقتنا زي ما دخلنا محضر الرب بالتسبيح. عايزين نعيش طول وقتنا في محضر الرب نسبح ونعبد ونمجد الرب اللي في وسطنا اللي بيعمل بينا لأن هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل من أجل مسرة. سبحوا الرب معنا. قناة الكرمة هلو؟ في قناة الكرمة بتوصلنا آلاف المكالمات كل شهر ومع كل مكالمة تليفون ممكن تتغير حياة شخص أو عائلة. بدعمك لقناة الكرمة تكون بركة لنا ولآخرين. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
يسوع أنت 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 أعظم نصيبي، ويا غالي أنت أنت وأغلى حبيبي. يا يسوع أنت 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 أعظم نصيبي، ويا غالي أنت أنت وأغلى حبيبي. بلادي يا أحلى البلاد، بلادي يا أحلى البلاد، والبداية من نهر الفرات فرات، صار الوقت وقت بغداد تملك عليها ونشوف الحصاد. يا يسوع أنت 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 أعظم نصيب، ويا غالي أنت حبيب. يا يسوع أنت 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 أعظم نصيب، ويا غالي أنت أنت وأغلى حبيب. يا يسوع أنت 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 أعظم نصيب، ويا غالي أنت أنت وأغلى حبيب. يا يسوع أنت 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 أعظم نصيب، ويا غالي أنت
ينور لي دردي وملوك علي واسكن بقلبي أنا العراق ينور لي دردي وملوك علي واسكن بقلبي كل ولاية تصرخ لك يا ربي لمسة منك خلص لي شعبي ويا يسوع انت 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 اعظم نصيب ويا غالي انت انت واغلى حبيب يا يسوع انت 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 اعظم نصيب شركات